أيها الحضور الكريم يسعدني باسم مؤسسة الفقه التتواني أن أستضيف اليوم قياديين قياديين يمثلون أحزابا وطنية الأستاذ محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار مرحبا الأستاذ أديب بن إبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة مرحبا الأستاذ رشيد الحموني عن حزب التقدم والاشتراكية مرحبا الأستاذ عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية مرحبا أحزاب وأشخاص تكن لهم مؤسسة الفقيه التطواني كامل التقدير والاعتزاز. تحت شعار أحبك يا وطني، وفي إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، تجدد المؤسسة لقاءاتها الحوارية مع الفاعلين السياسيين. هذا الحوار الذي أردنا منه صادقين أن يساهم في رسم لوحة الوطن. ويجسر الثقة ويبحث عن أجوبة لانشغالاتنا وتطلعاتنا الأغلبية والمعارضة الرأي والرأي الآخر كلا الرأيان يمثلان مجالا سياسيا ناضما يتوسط ما بين الدولة والمجتمع فغياب الحوار يعني ارتفاع أصوات أخرى كما أن غياب المعارضة يعني انعدام مبدأ الشراكة السياسية والتعددية التي تقوم عليها اية ديمقراطية. أيها الحضور الكريم، لقد تابعنا كما تابع الرأي العام جهود الأسرة السياسية بمختلف مكوناتها وهي تصوغ في توافق وانسجام اجندة التنمية الوطنية في أوراشها الكبرى ولعل أهمها ورش منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي. أسئلة المرحلة هي موضوع هذا اللقاء مرحله لها خصوصيتها تؤطرها محاور مسكونه بهاجس الانشغال الوطني اولها مدى القدره على الصمود في وجه المتغيرات والاكراهات الداخليه والخارجيه وثانيها مدى القدره على المبادره والابداع واطلاق الاوراش والمشاريع الكبرى وثالثها مدى القدره على الالتزام والوفاء بالتعهدات انطلاقا من هذه الوضعيه الثلاثيه الابعاد يحضر مفهوم الدوله الاجتماعيه بقوه لنسائل قضايا التعليم والصحه والتشغيل والسكن والاستثمار فهل لدينا ما يكفي من الاجابات والبرامج لاسناد هذا المفهوم عمليا ومؤسساتيا وماديا لاستدامه التنزيل في بعده الشمولي؟ أقول فهل لدينا ما يمكن من الإجابات والبرامج لإسناد هذا المفهوم عمليا ومؤسساتيا وماديا لاستدامة التنزيل في بعده الشمولي؟ يصاحبنا خلال هذا اللقاء مشروع القانون المالي وهو في مراحله الأخيرة. هل استوعب هذا القانون هذا المشروع إكراهات المرحلة؟ هل استجاب لانتظارات الطبقة الوسطى؟ هل عالج واقع التضخم وانعكاساته على القدرة الشرائية؟ وهل قدم اجابات واضحه على القدره على استدامه الاوراش المفتوحه بمنظور واسناد الميزانات واضح. يصاحبنا خلال هذا اللقاء انطلاق العمل بمنصه الدعم الاجتماعي. كيف تقرا الاغلبيه والمعارضه هذه النقله النوعيه في بعدها الاجتماعي؟ لا كما يصاحبنا بانشغال وقلق عميقين موضوع التعليم واوضاع رجاله ونسائه ومصير الملف المطلبي ومصير أبنائنا وبناتنا وحقهم في التعلم والتمدرس. حضرات السيدات والسادة، يجمع هذا اللقاء قياديين من أحزاب تمثل الأغلبية والمعارضة، بما يعزز من مشروعية السؤال، وليكن كذلك، هل استطاعت الأغلبية أن تقدم الأجوبة المقنعة لتوجهات الحكومة واختياراتها؟ وهل انخرطت بالفعل في تعبئة ترافعية شاملة؟ وهل تشكل بالاضافه الى دعمها للمشاريع الحكوميه قيمه مضافه نوعيه في تجويد المشاريع وضمان نجاحها؟ هل استطاعت بالمقابل المعارضه ان تكون صاحبه مبادرات عمليه وان تفرض نفسها كفاعل واداه تغيير حقيقيه وتختبر بقوه تعاطي الحكومه مع الملفات الاجتماعيه والاقتصاديه؟ تساؤلات واسئله اخرى متنوعه ومتعدده. سيعرف هذا اللقاء الذي اتمنى ان يسفر عما يفيد بلوغ جديه الحوار النافع الذي نطمح اليه جميعا والسلام عليكم ورحمه الله. غادي نفتتحوا اللقاء بواحد الكلمه لكل واحد من الضيوف الكرام غادي نشرعوا ان شاء الله ونعطي الكلمه للاستاذ محمد شوكي في حدود خمس دقائق حتى ست دقائق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بغيت نشكر مؤسسة الفقية التطواني على الاستضافة أولا وثانيا على فتحها لهذا النقاش العمومي الجاد اللي تهم المغاربة كاملين في المسائل الرهينية ديالهم الشعار اللي اختاريتو أه كيعبر بالفعل على غيرتنا وحبنا أغلبية ومعارضة على الوطن ديالنا وهو دال وعنده دلالات عميقة وهو هذا الشعار هو الإطار اللي تتشتغل فيه الأغلبية الحكومية ومن خلالها الحكومة تحت التوجيهات السامية لسيدنا الله ينصرو وهذا الشيء سمحت لي في بوبكر تيتواني باش ندخل مباشرة في الموضوع وبدون مواربة تيبان في التنزيل الجاد اللي الحكومه لدعائم الدوله الاجتماعيه هاد دعائم الدوله الاجتماعيه اللي بغاها جلاله الملك واللي تحلم بها جميع المغاربه بحيث اليوم وصلنا لواحد الدعم اجتماعي مباشر اللي تهم 4 ملايين الاسر المغربيه هاد 4 الملايين الاسر المغربيه اللي عندها الحق العادل في الثروه ديال الوطن ديالها وهذا الدعم الاجتماعي المباشر اللي يجيها على شكل شهريه منتظمه واللي كنا جميعا ربما قبل سنوات تنشوفوه كحلم ولا ما نقولش حلم كحقيقه يصعب تحقيقها ولكن اليوم تتحقق تتحقق لان في نظرنا في الاغلبيه عندنا حكومه قويه عندنا حكومه مبتكره لايديولوجيتها الوحيده هي ايديولوجية الانجاز اليوم بغيت الاخوان في المعارضة يتفقوا معنا جميعا على ان هذه الحكومة داكشي اللي تحملاته كتير وكتير بزاف هذه الحكومة تحملت الضغط الكبير ديال التضخم المستورد اللي جا ناتج على الواقع الجيوستراتيجي المتقلب في العالم وما اتخذاتش القرارات السهلة والبسيطة وصبرات ودعمات الامور اللي خصها حقيقه تدعم ودارت دبرات هذا الملف ديال التضخم بحكامه لان في نهايه الامر كل تضخم هو مرحلي وعابر والاساسي هو التدبير الامثل للتبعات ديالو وتحملات بطبيعه الحال كما تتعرفوا الجفاف وسرعات في تنزيل الخطط ديال التدبير يعني الاجهاد المائي واللي عرفات واحد التاخر في التنزيل بتسريع الربط بين الاحواض كما تعرفوا وايضا بتسريع مشاريع تحليه البحر وتحملات ايضا التبعات الماديه والماليه ديال فاجعه زلزال الهوز وهنا الى سمحتوا لي لازم نقف معكم في واحد اللحظه ديال التامل والافتخار بالحس الوطني والتماسك الاجتماعي اللي عبروا عليه جميع المغاربه وعلى راسهم رئيس الدوله جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو والقوات المسلحه الملكيه والقوات الامنيه والسلطه المحليه والمواطنين المغاربه بما فيهم المنتخبين والمقاولات المواطنه وبالرغم من هذا الشيء كامل اللي تحملته الحكومه واللي كان من الممكن انه يدخل بلادنا في واحد النفق مظلم اللي صعب نخرجوا منه واللي على فكره بعض الدول في المحيط الاقليمي ديالنا راه فيه الان استطاعت طبيعة الحال الحكومه تستحمل هذه الصعوبات كامله وتنزل البرامج والاوراش في موعدها وربما في مواعيد اقل من موعدها بدون ما تلجا لاتخاذ اجراءات من قبيل محاربه التضخم بزياده الدعم على المحروقات اللي كان هو المنطق ديال الماضي او تنقص من ميزانيات الاستثمار اللي كان هو المنطق ديال الماضي واللي كانت هذا المنطق ديال الماضي اللي كان ما اليوم نهضروا على شي حاجه اسميتها الدعم المباشر واللي ما كانش من اننا ننزلو هاد الاوراش الاجتماعيه هذاك الماضي كان فيه موارد استثنائيه ما فيها باس السيدات والساده الصحفيين نذكروا بها او بالبعض منها سته وسبعين مليار ديال الخوصصه 19 مليار ديال الدرهم ديال تفتو... تفويتات حصص في المؤسسات العموميه خمسين مليار ديال الدرهم ديال هبات دول الخليج خمسين مليار ديال الدرهم ويلزدنا زدنا عليها إلا زدنا عليها خمس خمس خمسة د دولار 50 مليار ديال الدرهم كونفيرسيون اللي بغيتي يا السي عبد الله اللي بغيتي لا كونفيرسيون اللي بغيتي انا خديت تساهلا نخلي لي عشرة إلا زدنا عليها ستة وخمسين مليار درهم ديال إصلاح المقاصة تحسب عليها نتايا يا شيخ ودابا وي سي ان ايكونومي ما نحسبهاش اللي بغيتي بغيتي نحسبها ولا ما بغيتيش هادي الجزء الأول 150 مليار ديال الدرهم <تصفح> 150 مليار درهم الا زدنا عليها 56 مليار ديال ليكونومي على اصلاح المقاصه راه اكثر من 200 مليار درهم السؤال اللي بغيت السيدات والساده الصحفيين نطرحوه على البعض ممن يحاسب هذه الحكومه بمعيار ولايه كامله وهي في اقل من نصف الولايه هي فينا هي الاثار ديال هذا 150 او 200 مليار ديال الدرهم على الواقع الاجتماعي ديال المغرب اذا في نظري خصنا من هذه النقاشات اللي هي صحيه وتنشكركم عليها ما نغضوش الطرف على هادشي كامل ديال هاد الاكراهات والسياقات وناخذو وما نديوش النقاش الى بعض الانزلاقات اللي نسميوها شعبويه في بعض الاحيان ناخذ مثال على ما يجري الان في التعليم ذكرتوه ذكرتوه في مقدمتكم آه اليوم الحكومه وعلى اعلى مستوى ملتزمه بالحوار واليوم هذا الاربع كان التفاعل في النقاشات التقنيه على اسس الرفع من الاجور ديال رجال ونساء التعليم من اجل اننا نكون تنسوا لواحد الاصلاح ديال المنظومه التعليميه اللي في نظري الجزء ديال الاصلاح البيداغوجي ما خداش الحق ديالو في تسويقه ولا في النقاش العمومي وهذه المطالب يعني اللي نقولوا جائزة وحقيقية ديال ديال ونساء التعليم اللي اليوم الحكومة خدات على عاتقها ويدها ممدودة للمركزيات النقابية وتنطلبوا أنا من هذا المنبر وتنتمنى الإخوان ديالي كاملين في هذه الجلسة أنهم يطلبوا من الأساتذة يرجعوا الأقسام ديالهم مادام أن هناك كما كم سمعنا كاين تقدم في المفاوضات وايضا حنا راح لواحد الثوره في منظومتنا الصحيه هاد الاصلاحين الجذريين ديال التعليم وديال التعليم باش باش ال باش المواطنين ما يبقاوش يخلصوا نصف الراتب ديالهم في جوده التعليم وغادي يجي غالبا واحد النقاش ملي على الطبقه المتوسطه العزيزه على الاخ الحموني والعزيزه علينا جميعا وايضا ان هذه الطبقه ما يكونش عندها مشكل في الرعايه الاجتماعيه تنقولوا ان هذا هو الاساس ديال هذه الدوله الاجتماعيه اللي ان الحكومه نجحت في تنزيل الاسس والدعائم ديالو هذه التجربه الحكوميه اللي انا اتشرف بان اكون عضوا في اغلبيتها صحيح جات في سياق صعب ولكن صنعت منه حافز لها باش تكون عندها حسن التطلعات سيدنا الله خصنا نذكروا مرة أخرى أنه هو حط واحد الأفق واضح لواحد التنمية ديال هذه البلاد وآخر يعني ما يمكن يمكن يجسد هذا الشيء هو الاتفاقات الاستراتيجية والعميقة اللي دارها الحكومة المغربية مع دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تترسم واحد الأفق ديال واحد الشراكة استراتيجية غتمكننا من الإقلاع بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعيه لبلادنا شكرا انا عندنا 13 سبقتيني هذه هذه مؤسسه لا تعتمد التمثيل طيب <applause> على داكشي تنات حيت السي شو جاب هذوك الوريقات انا هاد الوريقات جبتهم ولكن ما نستعملهمش مادام عطاني الفرصه باش نتكلم بكل حريه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على كل على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه انا سعيد لالبي الدعوه للمؤسسة وللمؤسس الفقيد التطواني والسيد التطواني بعد ما حالة دون حضوري على الأقل ثلاث ثلاث لقاءات كانت إحداها مخصصة للمعارضة فقط صحيح في هذا الجانب الذي تشتغل عليه المؤسسة وبشعار أحبك يا وطني والسياسة بصيغة أخرى هذا مجال كل حال لي للنقاش كنشكرك على فتح هذا النقاش لانه علاش كنشكرك نشكرك بحراره لانه هذا النقاش ما كاينش في القنوات العموميه مع الاسف انت كتقوم بواحد الدور اللي خص تقوم به الدوله وتقوم به الحكومه وتقوم به القنوات العموميه ما يمكننا الا نشكرك ونشكرك بحراره لانك تفتح المجال لهذا النوع من النقاش ثانيا المغرب كيعرف تحديات كثيرة ومتعددة وكان بودي ان نبقى في النقاش على مستوى اعلى لانه التحديات الخارجية كثيرة ومتعددة وعلى رأسها ما تعرفه فلسطين وقضية فلسطين التي اعتبرها جلالة الملك ويعتبرها المغاربة قضيتهم الاولى بعد الوحدة الترابية ما تعيش فلسطين منذ 7 اكتوبر 7 اكتوبر هو تحول في في القضيه ولكن ما تقوم به ما يقوم به الكيان الصهيوني منذ 7 اكتوبر الى اليوم ازيد من 16000 شهيد وشهيده 90% منهم اطفال ونساء تدمير عشرات الالاف ديال المنازل تهجير المواطنين تشريد كل ما يمكن ان نقوله يعني كاننا في حرب ليست العالميه الاولى ولا الثانيه هذا النوع من الدمار الذي تتعرض له غزه للاسف الشديد اقول هذا الكلام لانه نحن بلد عربي واسلامي التفاعل ديالنا مع هذه القضية طبيعي وضروري ولكن لا زال أملنا كبير في جلالة الملك أساسا لكي يقف هذا العدوان وأملنا كبير في دولتنا أن تراجع كل اتفاقات مع الكيان الصهيوني الذي أبان على أنه كيان للغدر وليس كيان اللي يمكن نبنيو معاه يعني اتفاقات تحكم المجالات كثيرة من المجال الامني فهذه اولا اللي بغيت نبدا بها وهي فلسطين وكان واحد المسيره يوم الاحد اللي كنتمنى بانه ان يهب المغاربه جميعا من اجل يعني على الاقل اظهار نوع من من تعاطفهم وتنديدهم بما يقع في غزه وفلسطين ثانيا السياق الدولي اللي فيه اليوم تحديات كتفرض على المغرب ونحن نتابع يعني الصحافه والاعلام الدولي و... وعند بعض جيراننا للاسف الشديد الذين يحاولون بكل الادوات ومنها الاعلاميه يعني هدم الأسس التي تقوم عليها الدولة المغربية ولم يكتفوا بالإشارات للوزراء ولل... وللمسؤولين الآن ذهبوا مباشرة إلى جلالة الملك ولإمارة المؤمنين ولذلك حنا خصنا الوجه هذا بكل ما نملك من قوة وبالتماسك المطلوب لأن هذه التحديات هي تحديات ضخمه على بلادنا وبقدر ما هناك ذكاء كبير من طرف جلاله الملك في البعد الاستراتيجي وفي البعد الدبلوماسي وفي العلاقات الدوليه واللي على راسها هو اعاده اعاده العلاقه وبقوه مع الامارات العربيه المتحده واللي طبعا كنا طلعنا على البيان ديال اليوم الاثنين وهذاك البلاغ المشترك اللي فيه عدد من المجالات التي يعني تشتغل يجب ان نشتغل عليها كدولتين نتمنى طبعا كل املنا ما دام انهم بين من بين المشاريع المشاريع الاستثماريه في المجال ديال السياحه والعقار بنية التحتيه الى غير ذلك بما فيها يعني في الداخله فنتمنى ان تبادر الامارات العربيه المتحده بفتح سفارتها وقنصليتها بالداخلة في القريب العاجل حتى يتم يعني تحصين هذه المكتسبات هذه المكتسبات التي تحققت في هذه الزياره الميمونه دي الملك طبعا واحد سبعة سبعة دو جنبير أليمة علينا تتعلق بوفاة سي عبد الله بها الله يرحمه ونحن نستحضره نستحضر معه كل القيم التي كان يدافع عنها ومنها قيم المرجعية القيم الإسلامية قيم المغربية التي يعني جلالة الملك دائما يدافع عنها مقابل هذه التحديات ومقابل هذه النظرة المتينة ديال جلالة الملك نلاحظ بأن هناك ارتباك كبير في التدبير هذا التدبير ديال الحكومة ماشي التدبير ديال شي واحد التدبير ديال الحكومة فيه ارتباك غير مسبوق غير مسبوق لان ملي كنتكلموا جبدوا اي ملف منين جينا وحنا كنعيشو غير على اطفاء المشاكل ديال الحكم مفروض مفروض 8 شتنبر عطات واحد الاغلبيه عطات واحد الثقه مادام كنتكلموا على الملايين اللي صوتوا علينا وبانهم فينا هم الان هذا كيبين بان التعليم ما صوتوش عليه كيبين بان المحامين ما صوتوش عليه كيبين بان الشارع دابا الذي يتحرك لا يتحرك ما موافقش معه يعني النتائج ديال 8 شتنبير كتبان بانها بالفعل ليست حقيقيه ليست حقيقيه والا اين هذه الثقه في هذه الحكومه وفي القدرات ديالها وفي الكفاءات ديالها وفي المخرجات ديالها ما نعيشه اليوم يؤكد بانه هذه الانتخابات للاسف الشديد اعطتنا حكومه واعطتنا حكومه خلينا نقول كيرأسها واحد الرئيس اللي هو كان في الحكومة السابقة منذ 14 عام اليوم الكلام أنا بغيت ينفهم إن كلام حول تفويتات ديال المؤسسات وحول الهيبات اللي جاتنا من الخليج وحول يعني حتى داكشي المحروقات اللي غادي نرجع له وما دام تجبد ما كنتش باغي نجبد بعض الاخوان قالوا لي واش تجبدوا ما كنتش ناوي نجبدوا غنجبدوه وكلام كبير حول الخوصاصه يقولوا لي شكون هذا الوزير اللي كان كيدبر هذا الشيء 15 يوم ولا شهر اللي كان فيها سي عمران اللي دبر وزاره الماليه في واحد المرحله الباقي كله دبره الاحرار تجمع الوطني الاحرار سيد الرئيس يتكلم رئيس اللجنه سي شوكي عضو المكتب السياسي كيتكلم على انه الناس اللي كانوا كيدبروا فين داروا هاد الفلوس فين دارهم هاد الوزراء اللي بغيت تسول هاد الوزراء ديال اليوم اعضاء في المكتب السياسي ماشي بعد هو السؤال كيتوجه للدولة صحيح كيتوجه للحكومة ورئيس الحكومة ولكن الذي كان يدبر عمليا هم الوزراء هم الوزراء ديال التجمع الوطني للاحرار باسمائهم باش بغيتو نبداو بنزوار ولا بوسعيد باش بن شعبون باش بغيتو باش ما بغيتو نبداو نبداو اذا هذا كيسولني انا راه اذا اذا يشك حتى في الوزراء ديالو كاين اكثر من هذا اكثر من هذا الشيء يشك في وزرائه إيه؟ في كفاءه وزرائه السابقين وكيخليني نكون نكون اكثر هو شحال عمل لا باقي ما درت أنت انا عاد بديت طيب شوف شوف اذا كان شي واحد باغي يتعلل شوف الذي يتعلل بلي بالتضخم والجفاف والزلزال الحوز شنو بغينا انا أنا, معا انا انا متفائل ولا اتطير كنطيرش نقول هاد الحكومه رجلا سخان ويجت جات مع هاد المشاكل لا هي حكومه جات تدبر جات تدبر هادشي لا ما كانتش قاده تقدم استقالتها ونديروا انتخابات سابقة لأواني وهذا الشيء اللي كيبان لان الارتباك بان شنو العناوين ديالو اللي بغيتي نعطيك نبقاو في التعليم ما كاينش شي شي ارتباك كبر من هذا التعليم ما معنى انك جيتي في البرنامج الحكومي قلتي غنزيدهم 2500 درهم انا ما كنتكلمش على البرنامج العزبي ديال مسار الثقه اللي فيه فيه عده امور ديال الوهم بيع الوهم للمغاربه خلينا في البرنامج الحكومي 2500 درهم فينا هي 2500 درهم طيب لي التعليم ما كاينش برنامج حكومي تقدم استقالتك لا قدمتها لك ايوا علاش علاش شوف غادي تشرحوها بسميتها بالصفحة 41 وبأنها المقصود بها أه أستاذ أه أستاذ واش بك الله حنا كنرضعوا ولا كنزيدو غير هكاك 2500 درهم تقالت للمعلمين بعدا ملي جا الوزير ملي جا رئيس الحكومة كيتكلم على المعلمين سي بونو لا نكمل هذه الفكره استاذ <applause> قال بانه 2500 درهم طيب اللي غادي يتخرجوا من اللي غادي يتخرج طيب هاد اللي كيتخرجوا كي هما بضعه مئات لحد الساعه نحن في السنه الثانيه اللي عندنا عندنا التعاقد هاد المتعاقدين جاو قالوا بانه حنا غادي نحذفوا التعاقد ما قدو لا يحذفوه ولا يصلحوه ولا يعموه ولا تحت دابا الان خلات الحكومه السابقه 60000 60000 درتها هاد الحكومه حنا في ولا عفوا كانت درات 80000 ودابا هاد الحكومه درات 60000 حنا في 140000 100 و... او 160000 ديال المتعاقدين هاد الناس هادو ملي جينا كنتحاوروا اسمح لي غير نكمل غير الفكره حول التعليم حول الارتباك الكبير اللي كيمكن يهدد السلم الاجتماعي ديال 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 المغرب غادي يجي الموضوع ديال لا 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 ارجوك 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 نكمل غير الفكره لا هو لا. انه هاد الناس هاد الناس مشينا تحاورنا تحاورنا مع الاسئله التعليم العالي وخرجنا بالصوره فيها رئيس الحكومه مشينا تحاورنا مع الصحه وحذفنا السلم ولا زدنا داك الانديس ديال 509 مزيان ومشينا تصورنا وفيها رئيس الحكومه وعامين وحنا خلينا واحد الوزير سميتو بن موسى كيتحاور مع النقابات وفي الاخر جاب واحد المرسوم صادق عليه رئيس الحكومه وجابوا الحكومه وصادقوا عليه بالاجماع دون تعفض بعد ذلك كنخرجوا كنقولوا منين الناس كتحتج وكتقول هذاك الشيء راه ما صالحش وبالفعل ما صالحش فيه كوارث هذاك النظام الاساسي جاء رئيس حكومه كيقول كي لك بالفعل هذا فيه فيه اشكالات وخصنا نعالجوه ايوا شكون المسؤول اليوم على الزمن المدرسي وعلى الزمن ديال التنميه وعلى الاشكالات اللي كاينه صحيح حنا مسعدين حنا درنا مبادره وكيعرفوها كل شيء ديال رؤساء الفروق باش نساهموا لانه حنا كتهمنا بلادنا ولكن خصنا نحدد شكون المسؤول المسؤول هو رئيس الحكومه شكرا. شكرا. دقيقة غادي غادي نحاولوا نكونوا عادلين في توزيع ما تبقى من الوقت الكلمة للسي ابن ابراهيم تفضل حيت غير الشكر المؤسسة، هو اللي حيتو منه هذاك على حسابي هذاك شكرا السيد الرئيس استاذ الحضور شكرا السيد الرئيس كنبغي نشكرك على هذا اللقاء مع اللي هذا المشروع قانون الماليه مستجد في الحاله الس في... في السياسه كنشكرك اللي جبتي لنا الاخوان والاصدقاء ديالنا النواب اللي كنشتغلوا معاهم طول السنه في البرلمان في الجنة الماليه واللي كان لهم زعما واحد التقدير واحد الاحترام كبير في التفاعل ديالهم داخل البرلمان على القضايا اللي كتخص الماليه خصوصا واخا قلقتي ولا سي كاين مشكل اللي كاين هنا باش نتكلموا عليه كما قلت يا سيد الرئيس هي على المستجدات ديال شنو كاين دابا عندنا اول حاجه كنبغي انا نتكلم على الزياره الملكيه اللي بتن... تكلموا عليها وتقدير كبير للزياره الملكيه الساميه الذي يقودها صاحب الجلاله نصره الله الى الامارات وما تحمله من اقول من افاق اقتصاديه كبيره و استثنائيه في العلاقات مع في التنميه مع العلاقات مع دوله الامارات هذا خير دليل بان المغرب ودوله المغرب بقياده صاحب الجلاله عندها واحد المكانه كبيره عند الاشقاء وكاين ثقه كبيره بالنسبه للفاعلين الاقتصاديين كاين واحد المناخ العمل وهذا كيبين بان الحكومه خدمات وجدات الارضيه باش يجيو المستثمرين دي واحد الثقه كبيره وتخلق الموضوع الثاني اللي باغي نتكلم عليه بعجولة هو يخص القضيه الفلسطينيه المغرب كله قلق ملكا شعبا ووطنا على هذا هادشي اللي وقع دابا و... دينه هادشي اللي وقع ديال الاستهداف ديال 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 المواطنين والشعب الفلسطيني في الساحه السياسيه ايضا كنتكلموا على على هادشي اللي وقع ديال ديال الاساتذه وحنا في المكتب السياسي كنقدروا الاعمال اللي كتقوم بها النبيله اللي كيقوموا بها هاد الاساتذه وكنتمناو بان الحكومه تكمل في هذا العمل اللي, اللي غاديه فيه باش تحل هذه الازمه باش التلاميذ ديالنا يرجعوا للفصل ديالهم وكنظن بان كاين واحد التقدم اللي دار اللي اللي جا دارته دابا الحكومه واللي اللي فيه هو تجميد هذا آه النظام الاساسي واللي جا فعلا وجات واحد الدوريه اللي تثبتات كاع الاكاديميات كلها باش كتعطي كت واحد الضمانات وتم سحب آه حتى العقوبات اللي كانت جات في ذاك النظام اساسي هذه هذه كنظن بانها مهمه اللي كتعطينا واحد الهدنه اللي كتخلينا نزيدو نكملو كان واحد التفاهم راه الحكومه كتخدم عليه باش يحاولوا يحسنوا المدخول ديال هاد هاد هد... هد... الاساتذه وهنا غنبغي نهضر على 2500 درهم السيبوان وحنا كاملين كنخدمو حتى نتوما وحبك يا وطني ويا ملكي نهضر بكل شفافيه ومن بغينا نقولو شي حاجه ما نديروش شويه الاغلط البرنامج الحكومي هضر على 2500 درهم على بالنسبه للناس اللي غيتخرجوا ماشي الزياده ديال هذيك كان على البرنامج الحكومي كان شي حاجه اخرى في مناشير اخرى هذيك ما كت البرنامج الحكومي باش نكونوا واضحين تفقنا سي بوانو على هذه القضيه هذه بالنسبه للملف ديال الاساتذه بالنسبه لموضوع اخر كيخص الازمات كنهضروا على التساقطات وهذا المشكل ديال الجفاف كنطلبوا الله ينزل الرحمه ديالو باش نقدروا يكون نحضروا الماء الشرب ونحضروا السقي ونتفاداو هذه الازمات وهنا كنبدا بإذن الحكومة مي جات جات هي عندها انا ما غنطولش فيه حيت هذا يلاه ما دخل عليه ولكن كاين بعض المحاور اللي جاوا ديما كيجيو في مشروع قانون المالية والمحور الثاني والمحور الثالث هو البرنامج الحكومي هو اللي كيكون كي فيه ارساء الدولة الاجتماعية وعندك الرهانات الكبرى الأوراش الكبرى ومن بعد المحور الثالث على الميزانية الاستدامة والهوامش المالية ولكن كيجي كي ديما معاه واحد المحور الاول في منهار بدينا هو في الازمات كيهضر على الازمات اللي ما كانوش في البرنامج الحكومي ما حوال... نهار صحيح ولا لا النهار اللي كنا بدينا بدينا بازمه ديال ما قال اثار ديال كوفيد وجات معها الحرب الاوكرانيه الروسية اللي عندها تاثير كبير من بعد جات جا ال... طلع التضخم جا الجفاف هذه كلها ازمات اللي جات ما كانش في النموذج ما كانش في البرنامج الحكومي ولكن بكل ريسبونسابيلتي هاد الحكومه خدات على عاتقها هاد 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 المشاكل وحاولت تلقى أه باش تحل هاد وتحد من الاثار ديال هاد الازمات واللي تكلفوا اللي ما كانوش في الحسبان واحد 90 مليار لا بغينا نحسبو دو مانيير جينيرال 90 مليار اللي ما كانش في البرنامج الحكومي الا خدينا 40 مليار ديال 2022 و10 مليار ديال 2023 اللي لحد من التاثير ديال الازمات وبالتالي هو السماح في واحد واحد المداخل ضريبيه اللي جات على هذيك الهبه اللي تعطات ديال الكوفيد اللي كانت تعطات في 2020 في 2021 حنا متفقين فيها تعطوا ولا كونتريبيسيون ولكن حتى الدوله رضعت في واحد العائدات ديال الضرائب لان الحكومه دوزت بان هذيك الهبات غتكون يمكننا نخصموها من 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 الشركات وبالتالي كاين واحد 5 مليار اللي الحكومه ضاعت فيها وبالتالي الا جينا نتكلموا حتى على هذا الصندوق ديال الزلزال وانا رجع الزلزال حنا مع هاد هاد الهبات خصنا نعاونوا ولكن خصنا نعرفوا بان الحكومه واخا داك الصندوق كاين راه غتضيع في واحد ثلاثه ولا اربعه الملايين ديال الدرهم اللي كتخص الضرائب بالنسبه لدوك الهبات اللي غيدوزو من الشركات في حسابات ديالو وبالتالي الا بغينا نحسبوا هادشي كامل ونزيدوا عليه 15 مليار اللي غادي في ميزانيه الدوله بالنسبه لهادشي ديال الزلزال و18 مليار اللي غتجي على ثلاث سنوات راه واحد مليار اللي ما كانش ولكن حنا كنقولوا هذا الشيء كلشي كيهم البلاد وخصنا نوضوا ونخدموا انا كنهضر على باش نرجعوا هضرت على الزلزال باش نضرب بعوج على الزلزال حنا كنا اه ترحمنا على على هذا الشيء اللي وقع وكنطلبوا وصاحب الجلاله الله ينصرو عطى التوجيهات ديالو لاجلاء الجرحى وتقديم المساعدات الاستعجاليه ودار برنامج إعادة بناء هذه المناطق المنكوبه وبدات الحكومه في تسريع خلق الوكاله وخلق صندوق وبرنامج وعقد على خمس سنوات اللي غادي يمكننا باش في هذه الظرفيه مع تنزيل البرنامج الحكومي اللي فيه هياكل الكبيرة كبيره اللي فيه الاعتماد المباشر اللي فيه الدعم المباشر شكرا اللي فيه الدعم المباشر وفيه المنظومه الصحيه فيه منظومه التعليم غادي نقدروا نزلوا هذا الشيء ونحدوا الاثر ديال هذه الازمات كنظن غادي نحبس في هذا هذا باش عاد ندوزو ديك الساعه المناقشه ديال المحاور اللي اللي عاد غيبداو على حسب شكرا شكرا خمسه اللي عطيتينا شكرا شكرا السيد الرئيس سي بوبكر اخت نرحب بالسي سكوري الوزير ادماج اقتصادي مرحبا بك من مؤسسه فقيه تطواني شكرا م... سي بوكر <applause> <applause> <متنق> <Mighty vs> <continua> <applause> آه انا بدوري نحب السيد الوزير المحترم الحضور مع في هذا اللقاء كذلك الشكر آه للساده مريم والساده ايمان وسيد عبد الحق والجميع الضيوف الكرام اللي اليوم حاضرين معنا في هذا اللقاء اللي بالمناسبه بغيت نشكركم كما قال سيبوانو سيبوكر على الدور اللي كتقوموا به وعلى الاصرار ديالكم في المناقشه الرصينه والتتبع لجميع الملفات وجميع القضايا الاساسيه لان يعني كنتبعوا يعني الانشطه ديالكم يعني دائما يعني كتكونوا في الحدث وهذا بطبيعه الحال دور اللي من المفروض تقوم به يعني بعض القنوات العموميه اللي مؤخرا يعني بدات كت البرامج السياسيه والحوارات السياسيه مؤخرا لاحظنا في قوان القنوات يعني الثلاث بالخصوص يعني كاين واحد النقاش عمومي وهذا النقاش الهدف ديالو ماشي النقاش في ذاته ولكن كما جاء في الكلمه ديالكم يعني فاش المجتمع كيفقد هاد الوسائط المجتمعيه للتأطير يعني كيصبح كيصبح الفراغ هو السائد وهذا اللي ما نبغيوش لبلادنا لأنه الحوار والنقاش كيوضح للمواطنين والمواطنات كذلك كي يبين يعني العمل اللي كتقوم به الحكومه والدوله بصفه عامه واغلبيه ومعارضه واليوم انا جد سعيد نتواجد مع زملاء واصدقاء في البرلمان لمناقشه القضايا الراهنه بصفه عامه رغم في هذا المدخل يعني تم التطرق لبعض المحاور اللي يمكن غادي نجيهم ولكن انا بغيت نهضر ب يعني بصفه عامه وقبل ما ندخل في الموضوع بغيت ناكد بدوري على الادانه ديالنا في حزب تقدم الشراكية الشديده اللي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اباده ومن تهجير و الدعم المفضوح ديال الدول الغربيه اليوم مع مر القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني تعرض يعني الاباده والقتل البشع بهذا الشكل لانه في ظل هذه الحكومه الجد المتطرفه اللي لا تعترف نهائيا بوجود دولة اسمها فلسطين لكن بعد تطورات الأخيرة يعني أثبت للعالم بأن الحل هو حل الدولتين وأن تحقيق يعني المطالب ديال الشعب الفلسطيني وحقهم في العيش الكريم في دولة مستقلة المسألة الثانية جات في كلمة ديال شوكي ديال الطبقه المتوسطه وانا ادافع الطبقه المتوسطه وجد سعيد على الدفع الطبقه المتوسطه لان الطبقه المتوسطه في العالم هي صمام الامان ديال المجتمعات وانا انتمي الى الطبقه المتوسطه وهذا دليل على ان حزب التقدم الشركية هو من من الشعب ويدافع الشعب فقراء او طبقه متوسطه او طبقه هشه او حتى على رجال اعمال لان اليوم مجتمع كيتكون من جميع الفئات يعني دائما نكون في الحدث اليوم علاش كنجبدوا الطبقه المتوسطه لان مع الحكومه بالخصوص ولو اجراء واحد يدعم الطبقه المتوسطه. هذا هو علاش النقاش ركزنا على بل اجراءات الحكومه تدعم الطبقات او رجال الاعمال وليست الطبقه المتوسطه. الاجراء الاخير ديال الدعم الاجتماعي ديال الطبقه الهشه والفقيره هذا بطبيعه الحال دائما جلاله الملك بالمناسبه اللي كنهنئوا المغاربه جلاله الملك على المجهود اللي قام به في الزياره الاخيره ديال ديال الامارات والمجهودات اللي قام بها في السابق منذ كورونا والتدخل ديالو في الوقت المناسب في الزلزال كذلك في الجفاف لولا تعليمات جلاله الملك اللي تعطت الحكومه ثلاث شهور إحنا داخل البرلمان ننادي على الحكومه انها تتدخل حتى الملك عطى التعليمات ديالو الساميه عاد الحكومه انذاك يعني دارت يعني اجتماعات على مستوى البرلمان و يعني المبالغ الماليه من اجل الدعم ديال ديال الفلاحين هنا المساله الثالثه هو هذا الخطاب ديال الحكومات السابقه وخاص يبغوا نطرق لها هذا يسيء الى المغرب والى الوطن يعني ما يمكنش المغرب ديال 2000 ولا 1900 هو المغرب ديال 2023 شكون ما بغى يكون في الحكومه المغرب تطور في عده امور وهذا الشيء به المغرب هناك نقائص وهذا هو الدور ديال التعاقب ديال الحكومات كل واحد كيخدم شويه ما يمكنش ننكروا المجهود هذا بغض النظر على انكم مساهمين في هذه الحكومه القطاعات الاساسيه انتم ما كنتم تدبرونها الماليه الصناعه الفلاحه جميع الامور كانت تدبر ما يمكنش نقول الحكومه فشلت في كل شيء الا في المخطط المغرب نجحت هذا راه من ما المغرب، المغاربه نقولوا راه كنقولوا بان كل حاجه دارت الحكومه السابقه كما بغا يكونوا الاحزاب هناك امور نجحت فيها وامور خفقت فيها او لا لم تتوصل او لا ما كانش الامكانيات الماديه في هذاك الوقت كافيه فقط ولكن نعترف فاننا حتى حنا شاركنا في الحكومه حنا بثلاثه اليوم شاركنا في الحكومه يمكن الاسرار المعاصره هو اللي عنده الحق يمكن اللي يقول يبقى على الحكومه شاركوا بواحد الطريقه مهمه ديك في اطار الميركاتو جابوا شي لعابه معاهم لعبوا في شي حويجات ولكن في الاخر ما بغيتش ندخل لهذاك الموضوع ما بغيتش ندخل الموضوع لان عنده ارتباط بالموضوع الشائك ديال اليوم قلت اليوم نعترف اليوم احنا في المعارضه ان المغرب احنا تحديات امامنا كبيره وكاينين فرص كذلك اللي هي كبيره ولكن الطريقه ديال التعامل ديالنا اغلبيه ملي كنقولوا الاغلبيه راه ماشي الاغلبيه المعارضه احنا رح في الاخر نواب برلمانيين جايين لاش ماشي جاي باش نبقى نهاجم الحكومه وداير لا شرطي غلطينا هنا باش ندافع على المصالح ديال المواطنين والمواطنات وهذا هو اللي خصها الاغلبيه تقتنع به الحكومه ليست محامية داخل البرلمان ديال الاغلبيه ليست محامي ديال الحكومه الاغلبيه والمعارضه جايين على هدف واحد هو تلبيه المطالب ديال الشعب المغربي. وطبيعه الحال يعني ب ب ب داخل البرلمان وممارسه العمل الرقابي للحكومه والعمل التشريعي والعمل الدبلوماسي موازي ولكن اليوم احنا كمعارضه قلت كان هناك تحديات كبرى اللي هي جي. اول تحدي عندنا هو الطي النهائي ديال الملف ديال النزاع ديال 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 النزاع دي المفتاح ديال دي ال... دي ال... دي ال... دي الصحراء المغربيه. وخصوصا المجهود اللي دار طبعاً الحال جلاله الملك الدبلوماسي اليوم والتموقع ديال المغرب اللي اصبح يعني يحظى باحترام وهذا الشيء خصنا هذا التحدي الاول التحدي الثاني هي المساله الاجتماعيه وهذه المساله الاجتماعيه هي مواجهه الفقر مواجهه الهشاشه مواجهه يعني جميع اشكال ديال الريع وتوزيع العادل والتوزيع العادل للثوره والتوزيع العادل لهذه الفلوس اللي قلتها السي محمد 300 مريض ثروه تتصور <applause> بحال بحال سيتصوروا على ما يمكنش يكون غير في الرباط <applause> قلت التوزيع العادل للثروه والتوزيع العادل على المستوى المجال لها 300 مليار ولا 335 مليار خص اي مواطن في اي جبل يوصلوا حقهم ديك تلت. انا واحد النهار كندير واحد الحساب 335 مليار غير بوحدي كنحسب هذوك الزرويات كثار وكنقسمها شحال مواطن كيجي كي لكل مواطن 8000 درهم خص اي مواطن من ينوض الصباح يخرج يلقى 8000 درهم استفاد منها من هذاك الشيء استثمار عمومي يلقى الطريق يلقى السبيطار يلقى يمكنش اليوم الاحصائيات مؤسسات كتعطيك جوج ثلاثه الجهات اللي كتستحوذ 60 ومازال اليوم هذا الشيء كاين كنقول 300 335 مليار كنهضر بلا ولكن المواطن في بعض المناطق راه ما لمش نهائيا تا من هذا من هذا التحدي الثالث وهو تمويل الاوراش المفتوحه اللي هي كبيره زلزال اللي جات واحد ما كان يعني كيضرب حساب لا في برنامج حكومي ولا في قوانين الماليه تحديد هو المشاريع والتدبير ديال الجفاف اللي اليوم اصبح بنيوي وهيكلي وخص يعني يكون فيه مجهود الحكومه بطبيعه الحال نعترف على المجهود اللي دارت يعني في الطرف قياسي التحدي الثالث هو الرابع هو الدعم الاجتماعي المباشر التغطيه الصحيه اصلاح منظومه ديال الصحه ديال التعليم وهذا ما يمكنلوش يكون هادشي كامل الا باقلاع اقتصادي حقيقي لان اليوم ما يمكنناش لان باش يمكن نمولوا هادشي خص انتاج الثروه ماشي الثوره لان الا ما كانش هادشي غادي نتسجننا الثوره خصنا ننتجوا الثروه باش يمكننا نمولوا هادشي وخص يكون واحد الاقلاع اقتصادي حقيقي رابع حاجه هو التحدي ديال الحكامه والتدبير لا رغم نوجدوا الامكانيات الموارد الماليه والاعتمادات ولكن إذا ما كانتش اليه ديال المراقبه ديال المقاربه ديال الحكامه الجيده الجي والتدبير الناجح ما يمكنناش وتحسين مراح الاعمال نوصلوا لهذا الشيء التحدي الخامس وهو كان آمن به في حزب التقدم الشرقي ديمة ديما وهو التحدي الديمقراطي لان قناعتنا كاملين ان مهما المجهود اللي قام به اللي قام به على المستوى الوطني والمستوى الاقتصادي والاجتماعي الى المسألة الديمقراطية هي مسألة أساسية مسألة ديال الحريات مسألة ديال المساواة يعني كتظل واحد المحور أساسي في التنمية لأن بدون لا بدون ديمقراطية لا وجود للتنمية شكرا تفضل أه. عندك 10 دقائق شحال وصلت؟ المهم أه. لا ما حسبتليش الترحيب وداك الشيء حسبتو لهم هما ها أه؟ الشكر أه. الفرص اللي كاينة اليوم لان التحديات كاينه فرص الفرص كاين نعمه الاستقرار نقولوا بسرعه سياسي واجتماعي الموقع الجيوسياسي اللي كيتمتع به المغرب كذلك نيل شرف ديال التنظيم ديال كاس العالم اللي خصنا نحولوه ماشي لانه متظاهرات رياضيه ولكن هي فرصه للتنميه كتوفر بلادنا كذلك على كل المرجعيات ديال التاطير الاساسيه لرؤيه الاصلاح عندنا المدونه عندنا الدستور عندنا النموذج التنموي الجديد عندنا قوانين اطار اللي لب... بالمناسبه ديال الصحه دابا دي من الحكومه السابقه عندنا صمود ديال بلادنا امام الازمات والطوارئ عندنا حكومه وهذه مهمه تتوفر على كافه العناصر النجاح عندكم اغلبيه مريحه وطنيا وترابيا عندكم ائتلاف مقلص امام واحد المعارضة اللي عندكم الزهر لأن مسؤولة وطنية ماشي معارضة كتشير لو كانت معارضة كتشير لو غيكون حوايج أخرى معارضة مسؤولة لأن داز في التدبير وكتعرف الإكراهات وهذا الشيء غير ما بغيتوش تنجحوا عندنا كذلك موارد وانتم في في قانون المال اللي هي استثنائية لأن هذه الأزمات اللي كتحجوا بها كاين أمور أخرى ربحنا فيها كاين سياحة لكن ضرائب عائدة المغرب الحالي الخارج الفوسفات الثروه السمكيه يعني هذا الشيء كامل هذا الشيء كامل هو يعني من بين الفرص اللي عندنا ولكن السؤال المطروح اليوم يعني الحكومه بالتصرفات ديالها بهذه المقاربات ديالها التواصل ضعيف سياسي ديالها واش قادره في بالالتزامات ديالها هل الحكومة هي فعلا دولة اجتماعية أم فرضت عليها المسألة الاجتماعية الحكومة اليوم بهذا الفرص هل هي حكومة الاقتصاد والمال والأعمال التي في ظل نفس الوقت كاين كاين يعني افلست الاف المقاولات ام انها حكومه ديال الحكامه الجيده وفي ظلها تراجعت بلادنا في مؤشر ادراك الفساد وغير البارح خرج تقرير ديال ديال خمسة ديال النقاط أم هي حكومة إصلاحات ديمقراطية والورش الوحيد المفتوح اليوم هو ورش المدونة بتعليمات ملكية وبعد مرور نصف الولاية الحكومية الـ 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 أو قربنا النصف ديال الحكومة هل التزمتم بما برمج في البرامج في البرنامج الحكومي ديالكم و ونعطيك ثلاثه ديال المؤشرات وغادي نختم بسي المساله الاولى بالنسبه للوتيره ديال النمو حددتو 4% في فين وصلتو فيها احداث مليون منصب شغل فين وصلتو فيه رفع نسبه نشاط النساء من 30 ل 20 اليوم هبطت ل 19 تفعيل الحمايه الاجتماعيه اليوم حنا مازال مختصرين في, 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 الامور اللي هي تشريعيه اخراج مليون اسره من الفقر والهشاشه في نوصل حمايه وتوسيع الطبقه الوسطى في نوصل تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه في نوصل لان في البرنامج الحكومي قلتوا من من 39 اقل من 39% عوض 46% تعميم التعليم الاولي هذا مجهود دار فيه السيد بن موسى مجهود التعليم الاولي كنعترفوه النقطه الوحيده اللي فيها اللي فيها شويه في هذا الشيء كامل في 10 النقاط اللي حددته هو التعليم الاولي شكرا تفعيل الطابع الامازيغي درتو مليار صرفتو منها 39 مليون فقط شكرا في في الوقت ديال 6 دقائق وسي بن ابراهيم عندك 8 دقائق هذه حقوق مكتسبه لا يمكن للسيبونو ان ينازع فيها بوبكر شكرا للزملاء ديالي شكرا للساده القياديين أه بتأكيد الملف الاجتماعي كيطرح نفسه بقوه في هذا السياق أه بغينا لكن ممكن نضمون النقاش باننا غنطرحوا مجموعه من الاسئله انا وزملائي وغنعطيوكم أه من بعد في هذا المحور هذا سبعه حتى ل دقائق مع احتساب دون المده اللي آه عند الساده اللي في الاغلبيه ومن بعد نتوجهوا آه لباقي المحاور السياسيه والاقتصاديه أه كما قلت الملف اللي كيطرح نفسه بقوه الان في الشق الاجتماعي هو ملف آه التعليم واحتجاجات الاساتذه سؤالي الاول اللي كيتبادر للذهن آه هو شنو اللي خلى الاوضاع توصل لهذا الحد هذا سته اسابيع من الاضرابات حنا الان في عطله ولكن في الاسبوع السابع مازال هناك آه اضرابات ما الذي حصل وسؤال السي شوكي والسي بن ابراهيم ما الذي يمنع الحكومه من الاستماع للتنسيقيات وقبل الدخول في النقاش القانوني ديال الحجيه القانونيه ديال كانت هناك كمحطات محطات سابقة فيما يتعلق بتنسيقية ديال الأساتذة المتعاقدين كانت تنسيقيات كتجي للحوار مرفوقة بالنقابات وفي هذه الأوضاع هذه تزادت هذه التنسيقيات هذه ولينا كنتحدثوا على 22 حتى 23 تنسيقية اللي بالتاكيد كطرح التحدي ديال التمثيليه ولكن كاين هناك هناك واحد المنفذ الحكومه اللي هو وحده من النقابات الاكثر تمثيليه اللي هي مرتبه في في المرتبه الرابعه في السلم وهي ما كتحضرش الاجتماعات اللي كتعقدها الحكومه منفذ وهي في هذه اللجنه الثلاثيه وهي داخله في تنسيق مع التنسيقيات وممكن انها تكون واحد الوسيط ما بين التنسيقيات والحكومه خصوصا ان التنسيقيات هي اللي كدعي اكثر الاضرابات وهي اللي ما ما قدمته الحكومه بالنسبه للمعارضه وسيبون ممكن انه سبقت السؤال هذا ديالي بانه كانت هناك محاوله الوساطه ديال رؤساء الفرق لكن ممكن تفصلنا فيها سي بوانو واش إلا كانت هذه المبادره هذه وقفات وسؤال موجه لكم سي بوانو إذا كانت هذه المبادره هذه وقفات واش الاحزاب ديال المعارضه ما كتفكرش في, انها دير واحد المحاوله الوسطه كيف لان كما قلت حنا في الاسبوع السابع وبدينا كنهضر ممكن ان الشبح ديال ان الدوره الاولى راه صافي مشات كاينين تلاميذ اللي في مستويات اشهاديه اللي باقي ما شافش اساتذه مواد لحد الساعه يعني كين يعني الاوضاع هي اخطر من من اننا نمشيو فيها المزايدات السياسيه يعني الرهان دابا هو البحث عن الحل غنرجع شويه للدوله الاجتماعيه لان كان عليها الحديث ومو الا سمحتوا لي غادي واحد بوحده من المفاهيم ديال الدوله الاجتماعيه ديال هي اللي كتضمن التوزيع العادل للثروه من خلال الموارد والخدمات بناء على عدد من التشريعات خصوصا في مجال التقاعد والشيخوخه والتامين والعجز وغيرها من المخاطر التي تهدد الانسان وتضع الاسره تحت حمايه قانونيه خاصه يعني الدوله الاجتماعيه هي كتعني جميع طبقات ديال المجتمع والمفهوم دي الاساسي خصوصا في التغطيه الصحيه هو تخفيف العبء على جيوب المواطنين ماشي بالضروره المقاربه الاحسانيه ديال اننا غندعموا هذه الفئه وغنعطيو الفلوس هذه الفئه راه خففنا عليها هي الاساس ديالها هو ان الناس ما خصهمش يصرفوا اصلا يعني خاص يكون واحد المنظومه اللي تكون هي قويه للضمن اللي تضمن لهم انهم ما يتخفف العبء عليهم ممكن غنضيف سؤال اخر قبل ما نعطي الميكرو لزملائي عبد الحق والاستاذ ايمان غلاء الاسعار والمضاربين هذا سؤال كان طرحوه من اللي بدات الحرب في اوكرانيا بالتاكيد كاين كاين تحديات دوليه ولكن راه كاينه الخصوصيه الوطنيه اللي حنا ديما كنتحدثوا عليها وكنتحدثوا على الصمود ديال الاقتصاد الوطني شنو اللي خلانا ما قادرينش اننا نتحكموا في هذا النسب ديال التضخم وما قادرينش اننا ماشي نتحكموا في ما متحكمين فيها هي غاديه في واحد المستوى شفت السي شوكي هز <applause> راسو هي غاديه في واحد المستوى اللي هو ستاغني ولكن ما كيعنيش انه راه قدرنا ننزلوا الاسعار او قدرنا اننا نخفوا نخفوا العبء على المواطنين نعطي الكلمه للاستاذ عبد الحق ومن بعده ايمان طرح الاسئله ومن بعد نعطيكم الكلمه بالترتيب ديال الكلمات في البدايه تفضل عبد الحق يقرب لي شكرا مؤسسه التفكير التطواني شكرا الساده الاساتذه سيد حموني عبد الله بوانو سي محمد شوقي سي ادي بن ابراهيم ونسي سي عبد الله بالنسبه للامارات راه فاتحه قنصليه في في العيون من 2020 غير بين قوسين هذه التوضيح وصافي او لي <applause> انا بغيت في حقيقه في هذا الشق الاجتماعي نتكلم على طرح واحد السؤال في حقيقه ما عنديش مداخله عندي سؤال او سؤالين على الموضوع ديال التعليم من الزاويه ديال الاضراب ديال ديال الاساتذه اللي استمر تقريبا هذه واحد شهرين يعني العائلات الاسر تقريبا عندنا 7 مليون ديال التلاميذ تقريبا شهرين ما تيمشوش للمدرسه يعني ما تيقراوش واخا كيتقال بان راه واحد النسبه قليله يعني 50% كيقولوا ولا 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 30% ولكن راه الواقع راه انا اظن المعطيات اللي كاينه هي راه فوق 70% تقريبا وحتى الناس اللي كيدخلوا راه هما كيتسجلوا حضروا ولكن راه ما, ما تيقريوش اللي لاحظت انه كيفاش كتفسرو بان الفاعل السياسي والهيئات الوساطه ما نجحتش في هذه الفتره اللي هي شهرين اللي هي الاسر كتعاني وكطالب بانه الاساتذه يرجعوا وبان تكون واحد التدخل ديال الحكومه وديال الهيئات جميع الهيئات اللي ممكن تحل هذه المشكله هذه وبقينا لمده شهرين الى الان مازال ما تحلش هذه المشكله هذه يعني كيفاش كتفسروا هذا ل... المشكل هذا العويص اللي هو خلق مشكل اجتماعي كبير لواحد العدد ديال العائلات واللي مازال مستمر الى اليوم يعني ك... كل شيء تقريبا راجع للور حتى الاغلبيه يعني ما دارت الاجتماع ديالها حتى 14 نوفمبر يعني من 15 من 5 اكتوبر حتى 14 نوفمبر عاد جا الاغلبيه باش يقولوا حنا مع وزير وزير التربيه كانوا خلوه بوحدو يعني سنتين هو كيتفاوض مع النقابات في الاخر ملي خرج بغى يحل واحد المشكل لقى بان المشكل كان عنده مع المتعاقدين ولا مع جميع الاساتذه فتدبير هذه الازمه و ويسائل ايضا من ليس فقط الحكومه وانما جميع هيئات ومؤسسات ديال الوساطه كيفاش كتفسروا هاد الازمه اللي اللي لقينا راسنا فيها شكرا قبل قبل عفاك في اجتماعي بغيت نسول هاد المشكل ديال التنسيقيات كيفاش يعني كتشوفوا بانه الان النقابات آه اللي هي كنقولوا بان عندها التمثيليه الاكثر تمثيليه والقانون ينظم هذه المساله ديال التمثيليه ولكن اليوم راه ما عندها تمثيليه واخا كتفاوض ما 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 تعلن بانه غتوقف الاضراب ما تقدرش توقف الاضراب لان جميع الاساتذه هما 22 تنسيقيه اللي كاين كيفاش تتعاملوا مع هذا الواقع هذا؟ يعني هذا راه واحد المعضله هذه النقابات كلها غيبداو يخرجوا منها التنسيقيات. طبعا يلا، الاسبوع اللي فات كانوا 23 وكانت زادت آه. وحده جدا شكرا عبد الحق الكلمه ليك استاذ ايمن. لا واخا دابا السلام عليكم مساء النور مرحبا بالضيوف الكرام مرحبا بنا مؤسسة الفكاية التطواني اللي فعلا كتخلق لنا واحد المجال لاستشراف أفق المستقبل خاصة في هذا الوضع ديال الضبابية اللي يعني يؤرق المواطن المغربي احنا تحدثنا يمكن على المسائل ذات الطابع الاجتماعي وذات الطابع السياسي وكلها تندرج أو عندها واحد الصدى على البعد الاقتصادي خاصة وحنايا دابا في إطار الجولة الأخيرة لمشروع قانون المالية ديال سنة 2024 هو أيضا زاد الوضع دبابية لاحظنا واحد الارتباك نظرا لعدد التعديلات التي أدخلت على هذا المشروع قانون المالية استمعت أنا للمداخلات ديالكم بصفة عامة وطرحتو كاع التساؤلات المهمة بما فيها ال لونير دو اللي هي ليكونومي كيفاش حنايا غادي غادي في هاد الاوراش الاجتماعيه او السياسيه بدون الورش الاقتصادي خاصه وانه الاقتصاد خاصه ما 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 كيتقبلش الضبابيه احنا غادي دزنا الاجتماعي السياسي كنساليو بالاقتصادي أه ومن بعد غادي كل واحد فيكم غادي تكون عنده الكلمه بكل الاضراب نورمالمون وي, وي الاجتماعي الاجتماعي ايه. اه. انا بالنسبه ليا ب... بالنسبه للمساله ل... ل... الاجتماعيه كت... كتلخص عندي في القدره الش... الشرائيه ديال المواطنين وهنا كنسائل طبعا الحكومه والحكومات السابقه في تدني كاع المؤشرات الاجتماعيه منذ سنوات الى الان حيت هذا الوضع هذا ليس وليد اللحظه هو ليس وليد اللحظه غير هو هذا الوضع الخاص اللي عشنا في هذه السنوات انه كان بزاف ديال المخططات الاستعجالية بما فيها لمساعده قطاع الزراعه قطاع النقل حدثنا على الزلزال ديال الحوز اللي حتى هو كان كيمثل واحد الثقل جديد على كاهل الحكومه خصنا نعترفوا بهاد المسائل شنو اللي ساهم في هاد التدني ديال المؤشرات الاجتماعيه منذ عده سنوات وكان خص الذكر يعني لا كونفيونس دي ميناج اللي بصفه مستمره القدره الشرائيه ديال المواطنين أه بيان مؤشرات أه أه سوق الشغل خاصة تشغيل أه الشباب أنا بالنسبة ليا هذه نقطة نبغي أه نسمع فيها شنو هما الإشكالات اللي خلاو أنه الإقلاع الاقتصادي ما قدرش يخلق مناصب شغل كافية خاصة للشباب والمرأة وهنا كنتلاقاو مع يمكن مع طموحات ديال الحكومة الحالية برفع التمثيلية الاقتصادية ديال المراه المغربيه فين وصلنا من من هاد من الوعد واخر حاجه يمكن انا بالنسبه ليا آه آه خصنا ليها هي هاد آه اصلاح المقاصه هاد اصلاح المقاصه مؤخرا اعتبر هاجس جديد بالنسبه للمواطن المغربي اللي القدره الشرائيه ديالو آه تدنات بشكل آه كبير مع ارتفاع اسعار المواد الغذائيه وغالب المواد ذات الاستهلاك الواسع هنا كنبغيو نشوفوا تجليات لا بالنسبه للمعارضه والمسؤوليه ديال, من ديال الاغلبيه لانه كاين واحد الحاجه سميتها لا اللي هي دخلها دستور المملكه ديال 2011 حيت كل واحد عنده واحد الدور خصو يلعبو في تحسين بيان حياه المواطن المغربي شكرا سبا؟ سبا. شكرا استاذ ايمان نعطي الكلمه للساده الضيوف بدايه مع سي محمد شوقي تفضل الشق الاجتماعي بغيت نطلب من سي عبد الله بوانو اللي عنده واحد الكفاءه استثنائيه استثنائيه في الخطاب تكون عنده واحد سعه الصدر في الاستماع اولا الارتباك كيش ارتباك بالعكس كاين انفتاح انفتاح تيكرسوا رئيس الحكومه بانه انفتح على المعارضه فتح على التحالف الحكومي ديالو انفتح على النقابات ما كانش عنده احراج انه في الوقت اللي وقع المشكل في التعليم انه يرجع الناس للطبله ويقر وي 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 بضروره اعاده وتجويد واحد النظام اساسي اللي وشافوا فيه الممثلين ديال الرجال رجال ونساء التعليم واحد الحيف ولا واحد الضرر في الاجور ديالهم ولا في, ال... في واحد الفئات معينه هذه الاولى ثانيا سي عبد لما تحدثتوا عن الموارد الاستثنائيه دي اللي جات في واحد الماضي كان بغيت نتحدث على السياق ان اختلاف السياقين ديال هذه الحكومه مع السياقات كانت اكثر ازدهارا من ناحيه الموارد خصنا نقروا بها لانني كنت في واحد الوقت في ديك الساعات تنهضر على التحملات اللي تحملتها هذه الحكومه انت جاوبتيني بان التدبير تيكون تدبير مالي تقني على مستوى بعض الوزارات لا سي عبد التدبير الاساسي التاطير تيكون عنده عند رئيس الحكومه يتحمل المسؤوليه السياسيه فيه التحكيمات بين القطاعات يتحملها رئيس الحكومه هذا غير واخا انا ما جبتش هادشي انا كنت جبت السياق السياق ديال الموارد اللي يختلف على من 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 من, من 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 تاريخ لتاريخ من زمن لزمن ثالثا حنا بقدر ما نحن منفتحين نحن متواضعين ايضا ولا لن نصادر ملكية إنجازات حكومات سابقة ونعترف أن خاصة في في الشق الاجتماعي داك الشيء راه بتدرج ولكن لن نسمح بسرقة إنجازات هذه الحكومة اليوم لما نتحدث استمعوا لصديقي رشيد حموني الخطاب ديال ديال حزب التقدم والاشتراكية كامل وقريب من توجهات الحكومية الحالية قريب جدا إلا في لي تشالونج اللي درتي للالتزامات ديال, ديال العشر ديال الحكومة واللي غنرجع ليهم اللي غنرجع, ليه. اللي غنرجع ليه. ولكن إلا سمحوا لي الإخوان نبداو بال بال بال, بال, بال للموضوع ديال الشق الاجتماعي اللي 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 عليه الاختلاف الاساسي اللي حاصل في القطاع التعليم حول النظام الاساسي ما خصوش بحال قلت في البدايه ديالنا يغفل لنا الاساس والجوهر ديال الموضوع اللي حنا كلنا كنا تنهضروا عليه انتم في تقدم الاشتراكية وفي حزب العدالة والتنمية كنتم كاملين تتهضروا دائما على تدني المغرب في المؤشرات ديال التعليم سي رشيد انت معايا تتقاسم الدائره الانتخابيه وتتعرف ان التلميذ في القسم الخامس ولا السادس ابتدائي ما تيعرفش يكتب جمله بلغه اجنبيه وما تعرفش يدير عمليه ديال الضرب وهذا الشيء واقع وكنا متفقين جميعا ان هذا هو الاصلاح البيداغوجي الاساسي لخصنا خصنا من يجينا وجسي سي بن موسى وحنا في الاغلبيه نسانده وجاب واحد الاصلاح انه لا تتبدل من تدبير ديال لي فلو لواحد القسم خصنا نخويو واحد القسم باش يطلعوا الاقسام قسم اخر باش ندخلوا ناس اخرين تغير هذا المنطق في الاصلاح اللي جات به هذه الحكومه هو هذا الاساسي وما ومع الاسف مع الاسف ما تنتحدثوش عليه بزاف هذا هو الاساس ديال الاصلاح ان ان ما بقاش هذيك لا دي فلو ولا التعلم هو هو الاساس في المنظومه التعليميه طبيعة الحال آه يعني الوضعيه الاجتماعيه ديال آه رجال ونساء التربيه والتكوين على درجه كبيره من الاهميه لانهما في صلب الموضوع ديال 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 الحكومه وديال النقاش آه اللي سبق ودار حول اصلاح واللي الم... كانت توج... توجد في الحقيقه بالمصادقه على القانون الاطار في 2018. هذا الخلاف اللي كاين حول التوجهات وخصوصا هذه هاد ال... هاد ال... المطالب نقول الاجتماعيه وال... واللي فيها ايضا بعض المطالب ديال الترقيات ولا التاخر في الترقيات الى اخره، ولا بعض التحكيمات في, تع... في ال... يعني في المسائل التاديبيه الى اخره اللي جا جو... اللي جاوا به رجال ونست... التعليم. الحكومه ما سدتش باب الحوار في اي مرحله من المراحل الحوار ظل مفتوح وسيظل مفتوحا وسيستمر اليوم حنا يعني نتفائل بهذا الشيء ديال الاجتماع اللجان التقنيه اللي جات اليوم ولكن اكثر من هذا اللي بغيت نقول ان ما يمكنش هذا الشيء بوحدو يكرس الاصلاح نجاح الاصلاح هو مدرسة الرياضة هو بطبيعة الحال الأساتذة والمعلمين هو الوضعية الاجتماعية ديالهم هو كليات التربية والتكوين هادشي كله راه منظومة شاملة وإلا حيدنا واحد الجزء منها راه غادي تختلف نرجعو لهاد لي كوليكتيف ولا هاد التنسيقيات رئيس الحكومة والحكومة قالت هي منفتحة، لا ترى مانعا يعني في الانفتاح على هاد التنسيقيات ولكن أنا في نظري الشخصي أه؟ لا ولكن انا نكمل لك هو قال لا يا مانعا يعني. ولكن في في الانفتاح عليها ولكن الدور ديال من هذا الدور ديال النقابات انها تنفتح على هذه التنسيقيات ما يمكنش على كل تنسيقيه اللي عندها واحد المطالب فئويه محدوده انها تكون كلها بطبيعة الحال قد تكون هذه المطالب مشروعة وجائزة ومهمة في بعض الأحيان ولكن ما يمكنش أنا في نظري الانفتاح خصو يكون من طرف من طرف, طرف المركزيات النقابية على على وي اي انا قلتي انا عطيتي عطيتي واحد التوجه ان كاين واحد من من, من مجموع النقابات الاكثر تمثيليه اللي اللي عندها اللي عندها يعني عندها واحد لي باسخيل مع مع هاد لي مع هاد مع التنسيقيات واللي يمكن انها ت ت يعني تا. تساهم في خلخلات الوضع ديال حل حالات الوضع ديال ديال اللي متأزم مع هذه التنسيقيات حنا مره اخرى تنشوفوا تنظروا بتفاؤل اللي ما يحصل في هذا الحوار مع رجال ونساء التعليم وتنحييكم الساده رؤساء الفروق البرلمانيه على مبادرتكم بانكم تطالبوا انتم ايضا ان الناس يرجعوا للمدارس ديالهم باش السنه ديال التلاميذ التل... والطلبه ما على الدوله الاجتماعيه الدوله الاجتماعيه هي واحد المنظومه طبيعة الحال ما عندنا حتى شي حرج كان واحد النقاش كبير في البرلمان على هذا الموضوع اننا نعترف بالتدرج اللي جا خاصه ان هذه الهندسه راه باين شكون مولاها هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله والحكومات المتعاقبه حققت تراكمات اللي اليوم تتبني عليها الحكومه الحاليه هاد الثوره اللي تيقودها جلاله الملك خصنا نفهموا ان شنو التنزيل ديال الحكومه اليوم تنزيل ديال الحكومه اليوم خاصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر راه ماشي جاب واحد المنطق ديال حيد من هنا واعطي لهنا لا هذه واحد الهندسه مبتكره واللي تت يعني تدير واحد القطيعه واحد النمط سابق ديال ديال الدعم وتتجاوز تتجاوز واحد المراحل قبل تم قبل ما يتم هذا تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر مادام تنهضر عليه راه كان راه كان راه كان السجل السجل الاجتماعي الموحد كانت كانت تفعيل ويعني وال والاشراك ديال المنظومات آه المجتمعة ديال 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 الدعم ديال 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 المباشر بما فيها مليون محفظة تيسير دعم الأرامل إلى آخره وبطبيعة الحال هضرت وتكلمتوا عليه الإصلاح التدريجي ديال المقاصة اللي بدا آه من من هذا مشروع قانون آه من قانون المالية ديال 2024 إذا الدعم الاجتماعي المباشر هو تتويج لواحد الرؤية ما تنزيدوش فيه ولكن حنا تنقولوا ما يمكنش واحد نقارنو سياب عبد واحد المفاهيم عامه واحد المراسيم قليله مع واحد التنزيل مع واحد الهندسه ماليه مع واحد البحث ديال محاولة الموارد مع رؤيه واضحه للاستدامه راهو طلبتوا التمويل عدد من المرات طلبتوا ديال كيفاش الامكانيه التمويل وتمات الاجابه عليهم وحنا اثناء المناقشه ديال القانون المالية برسم السنة المالية 2024 السيدات والسادة الصحفيين عرينا على الأرقام ونعاود نذكروا بها اليوم الدعم الاجتماعي اللي اللي كانت تخصه الحكومات المتعاقبة غير من 2015 لدابا السيبوانو سيبوانو خصات عن طريق صندوق المقاصة 174 مليار ديال الدرهم اللي بمعدل 19 فاصلة حاجة مليار درهم في السنة مني الدراسات تتبين ان من هاد 19 مليار ديال الدرهم ديال الدعم كانت غير 8 مليار درهم اللي تتوجه لهذوك الفئات اليوم المستهدفه بالدعم الاجتماعي المباشر، يعني يعني تا 70 مليار ديال الدرهم، فهاد من 2015 ل 2023، يعني 104 مليار درهم ديال الدعم من 2015 ل 2023، كيستافد كي منها امثال محمد شوكي وامثال اب بن ابراهيم وامثال ناس اخرين من الفئات الميسوره اللي ما من حقهمش الدعم، اذا هاد هاد الشيء اللي جات بهذه الحكومه فيه واحد الاستهداف انبل وانسب للدعم الاجتماعي المباشر، انا بغيت نقولها عليك انت فهمتي باش ما يقولكش حنا حيت هو هضرتي على انا وياك، هضرتي على راسي انا وياك ويمكن نهضروا على الاستدامه، الاستدامه ديال هذه المنظومه على الاقل لان فيها هالو فيها الوضوح ما نهضروش المنظومه الصحيه و و والتعميم والشموليه ديال 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 ديال, ديال الحمايه الاجتماعيه يعني نقدروا نطولوا فيه ولكن باش يكون عندكم المعلومات مدققه التمويل ديال هاد 35 مليار ديال الدرهم بعدا بعدا انا عطيتك الرقم كانت الفئات المستهدفه تتستفد من 19 مليار في السنه الرقم في هاد السنه راه بين 25 و 35 على حسب اللي بغيت ياك 35 هذيك 35 تيقول لك كيفاش غادي تمولها وفين هي الاستدامه ديالها واخا هادشي راه توضح وتعاود توضح وتعاود توضح سبعة المليار درهم ضريبة تضامنية خاطر تقول هاديك راه غير هذا خصنا نشوفو لها فعلا الحل ديال هاد هاد الشيء في, في الاستدامة واخا خمسطاش مليار درهم هي ديال عقلانة وتجميع ديال جميع هادوك ال... أنظمة الدعم وربما حتى السيد الوزير راه عندو نفكرو فيه راه عندو واحد هذاك الشيء ديال الدعم ديال ديال المقاوله الصغيره والمتوسطه لو بغوميي امبلوا الى اخره، ربما يجي واحد الوقت ما دخلش ما دخلش، يجي واحد الوقت حتى الشيء نقدروا نفكروا في ادماج عناصر اخرى اللي ما تتهمش الاسره ولا الفرد اللي تتهم بعض بعض الاجزاء من المقاولات ونقدروا نردوها للدعم الاجتماعي المباشر بصيغه او صيغه اخرى. دونك قلت 15 مليار ديال الدرهم ديال العقلانه ديال وتجميع المنظومه دي الدعم الاجتماعي اللي كاينه. تسعود المليار ديال الدرهم ديال الرصيد المرحل اللي كاين في صندوق التماسك الاجتماعي اللي ما غاديش يبقى بطبيعه الحال اربعه ديال المليار درهم لاصلاح المقاصد التدريجيه اللي غيوصل 12 مليار هذيك 12 مليار الفرق بين 8 هي هذيك التسعود اللي كاينه في لو ريبور ا نوفو الرصيد المرحل ديال صندوق التماسك الاجتماعي اذا ها... هي هي أر... <applause> باش غتوصل 12 باش غتوصل 12 في هذيك في هذيك في, في نهايه هذه الفتره اذا كل شيء هذا باش نقول ان هذه واحد الهندسه هذا واحد الافق واضح الحكومه ماشية ماشيه فيه وهو الاساس تنظن ان مع مع المنظومه الصحيه اللي جات اللي جات آه تهيا في واحد الاصلاح آه اللي كاملين آه صفقنا ليه وصوتنا ليه لصالحيه لي لي <applause> ان ان حتى هذيك الازدواجيه في المنظومه الصحيه اللي كاين فيها واحد القطاع خاص جدي وفعال ولا بنفس 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 الفعاليه غادي يكون واحد القطاع خاص باصلاح المسارات الصحيه، بتفعيل وتثمين الموارد البشريه الصحيه آه الى اخره وبالابغريد وب... وب... ديال 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 المستشفيات والمراكز الصحيه اذا تنقول ان هذا الشيء آه هي الدوله الاجتماعيه هذه ال... يعني الاسس ديالها طبيعه الحال الدوله الاجتماعيه راه واحد المسار طويل آه طبيعه الحال تحدثوا عليه السي حموني كاين خصنا نتفكروا في اعاده توزيع العداله الاجتماعيه العداله المجاليه ديال 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 الثروه المغربيه بطبيعه الحال كاين واحد هذا ولكن داكشي ما يمكنش يبدا الاول من بديتو نتوما تتحدثوا على الطبقات المتوسطه اليوم وهذا لا يعني هذا الخطاب قوي لدى المعارضه انا في نظري هذا اعتراف ضمني من المعارضه ان الحكومه تكلفات بالطبقات الهشه لان في في السابق كانت وفي السنوات الماضيه كانت واحد الحديث عن الطبقات الهشه، اذا اليوم من تحولنا للطبقه المتوسطه، وانا يمكن غادي نرجع ليها شنو هي الاجراءات اللي جات لصالح الطبقه المتوسطه، هو اعتراف ضمني من, من المعارضه بان الحكومه واجهت وتوجهت بصفه مباشره للطبقات الهشه عن طريق هذه الاجراءات الاجتماعيه اللي قامت بها. شكرا. عبد فوانو في حدود عشرة دقائق شكرا جزيلا الاخت مريم شكرا للاستاذه ايمان الاستاذ عبد الحق ولا الناس سعاد دي صدر ديالنا كتعرفها لا في الاغلبيه ولا في المعارضه الحمد لله عندي سعاده الصدر اللي نسمع ال... نسمع كل الانتقادات وكل الامور اللي هي في في مصلحة البلد أنا ما يمكن إلا نكون معاه من أي موقع كنت وعلى ذكر السياقات خليني نذكر بجوج الأمور الأولى هو أنه 2016 أثناء تشكيل الحكومة ورئيس الحكومة أنا ذاك اللي هو السعب بعد ما عينوا جهة الملك وبدأ المفاوضات بقى كيتسنى تغيير ديال رئيس رئيس حزب التجمع الوطني الاحرار بلس مزوار باش يجي السي اخنوش قرابه شهر ومنين جا اول ما قال له ديال الشروط ما يمكنش يدخل يكون حزب الاستقلال في التحالف وما يمكنش نقبل بالدعم المباشر هذا كل شيء عرفه هو طبيعي لانه ال ل... نوعية ديال الأشخاص نوعية ديال الحزب المفهوم ديال المفهوم ديال ديال الليبرالية في بعض أوجهها ما كتقبلش هادشي ما كتقبلش ما كايناش ما علاقة واخا في دول ديمقراطية شفنا في أمريكا كيفاش كان النقاش حول حول الصحة مع أوباما إلى غير ذلك ولكن كيبقى دائما استثناء استثناء وفي السياق الثاني هو في 2015 دو جامبير 2015 مع اول اصلاح اللي كان ديال المحروقات كان نقاش كان نقاش وانا داك يمكن نرجعوا لجميع التصريحات ديال الاحزاب السياسيه اللي كانت في المعارضه ولكن اللي كانت في الاغلبيه واللي كانت دائما كتقول انها ضد لا سيستانا ما يمكنش يكون الدعم مباشر وانا داك استاذ عبد بكير جاب الاصلاح ديال المقصه وبدا بالمحروقات وقال غندوز لغاز البوطان وغندوز للسكر وغندوز للدقيق وشحال اذا حيدت البوطا شحال يربح كل مواطن وشحال غادي يكون عنده وشكون اللي كيستافد من هذا الشيء ومخصوش يستافد منه إلى غير ذلك وجهه من الداخل بانه ما يمكنش هذه لاسيستانا ما يمكنش نعطيو الدعم مباشر الله اكبر نقف ولا نستمر استاذ أنا مستعد أن تحسب في دقائقي <applause> لا لا كلشي محسوب وقفني <applause> الله اكبر قلت بانه في السياق ثانيا في 2015 مع اصلاح المقاصه وخاصه المحروقات وكان نقاش وكان دائما ضد هذه الفكره ديال الدعم المباشر واللي للاسف الشديد حنا كان اليوم كنشوفوا انه طاح صحيح انا غادي نرجع لهذه المؤسسه ولكن لكن على ذكر المحروقات انا اتاسف ولم افهم قرار ديال مجلس المنافسه اللي خرج صحيح بالإدانة صحيح خرج بالإدانة ولكن واحد فاصلة وثمانين مليار ديال الدرهم ما هي حتى عشرة في المية مما خرج به المهمة الاستطلاعية ما هو حتى يعني حتى النصف بما حكم به الرئيس السابق لنفس المجلس غنوقف عند هذا الحد لان غادي نرجعوا ياك غادي نرجعوا فقلت بالنسبه لسرقه الانجازات حتى واحد ما يبغي يسرق الانجازات ما. خلينا غير نذكر فقط هاتي الحكومة الآن لمشينا البرنامج الحكومي ديالها ومشيو أساسا للتصريح الحكومي ولي تكلمت على المرجعيات يعني التوجيهات ديال جلالة الملك والنموذج التنموي والبرامج ديال الأحزاب اللي خرجت منها البرنامج الآن ما كينش النقاش اللي كان حاولنا نشتهو ما كاينش غايب الآن نحن نطبق التوجيهات ديال الملك ونحن فخورون بذلك ولا شيء غيره في 2021 ومع كوفيد ومع التعديل ديال القانون الماليه والخطاب ديال جلاله الملك ديال 29 يوليو 2021 هو اللي حط الدوله الاجتماعيه هو اللي حط الحمايه الاجتماعيه هو اللي حط لانني انا كنت رئيس لجنه الماليه وكنت اتابع هذا الموضوع وكنا تقدمنا بتعديلات وسحبناها اللي كتعلق بهذا الجانب وجا الخطاب ديال ملك الملك كان واضح وجا افتتاح البرلمان في 2021 وكان اوضح. وعلى ذكر الافتتاح ديال البرلمان في 2021 استاذه ايمان علاش باغا تجبدي الحكومة السابقة تضخم في هذيك الساعة ما تعداش جلالة الملك في الخطاب الافتتاحي تكلم على 5.5 خمسة خمسة. نسبة النمو وتكلم على التضخم اقل من واحد هذا جلالة الملك اللي تكلم عليه فاذا الغلاء والقدره الشرائيه علاش باغا تربطيها بتن بحكومه السابقه أنا مع هاد الحكومه خليونا مع هاد الحكومه هما كيقولوا كاين الجفاف كاين كاين لا لا أستاذ هضرتي على القدره الشرائيه وربطتيها بالتضخم القدرة الشرائية في علاقة بالتضخم لا علاقة لها رقابة ديال ما يقع في الأسواق لا لا أنا جاي أنا جاي لها لا أنا جاي, لها. جاي لها. أنا جاي لها منذ سنوات. أنا جاي لها أنا جاي لها دائماً. إيمان لا كو غيسبونسابيليتي ما كايناش في هذا الموضوع تكلمت على القدرة الشرائية في علاقة بالتضخم أنا جاوبتك على التضخم جات الملك قال 1% مع إذا إذا جات ما تخرجت انا انا ما ذكرتش التضخم انا هذا الشيء اللي مسجل لا لما ذكرت تدخل كاين تدني القدرات الشرائيه طيب حتى في هذا الموضوع لا ما كاينش ما يمكنش تكون لان كل حكومه كتجي عندها برنامج خصها ليش علاش باغي علاش باغي علاش باغي تدخل الحكومه السابقه في هذا الشيء علاش نتكلموا على الاسعار والسلسله والى غير ذلك نتكلموا عليها شنو الاصلاحات اللي دارت شنو اللي ما دارتش انا بغي ما بغينا نسرقوا اجازات ديال حد رتيباك ما عنده علاقه بالانفتاح ما يمكنش ترى ياك ياك نتا اللي قلتي رئيس الحكومه هو اللي كيأثر مزيان مادام هو اللي كيأثر كيفاش خلى واحد الوزير خرج واحد النظام الاساسي اللي هو ما قابلوش اي يعني نفهم ما يمكنش نهائيا ما يمكنش. ثم انه هذاك النظام الاساسي كان خصو يكون قانون كما درنا قانون ديال الوظيفه الصحيه والان غيكون قانون ديال الوظيفه الترابيه كان خصو يكون قانون باش يجي للبرلمان ويتناقش حنا درناه مرسوم وهربناه وبقينا كنتكلموا اي خرجنا كنتكلموا على هذا الشيء ما عمره تحقق و10 وعشر سنوات و20 سنه وكاين اللي رجع بينا 40 سنه 1983 والانظمه حذفناها ودرنا واحد بين عشيه وضحى ولينا كنقولوا لا هذا ما صالحش صلاح شد النظام الاساسي فيه وفيه وفيه وفيه، اولا ما تحيدتش من العقوبات هذا كلام غا قال غايتحيد. تكلمت على الحوار ما تمش البارح تاجل حتى لغدا. تاجل يا استاذ تاجل اذا ما دارت حتى شي حاجه. ثم هذا الاخ الاستاذه مريم والسي عبد الحق تكلم على جوج شهرين، ماني المسؤول على هاد الشهرين؟ واش هاد الشيء كيستحق نبقاو حتى 15 يناير؟ هذا مشكل عويص ما دام اعترفنا نتحاوروا ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار 24 ما قدرتناش نديروا 72 نديروا 5 ايام وحنا كنتحاوروا ونفضيو هذا الموضوع باش يدخلوا التلاميذ تناشدني انا ما عندي مشكلة، مشكل انا نقول لك شنو غادي نقول فيما يتعلق بهذا الحل التعليم خطاب جلاله الملك كان واضح لا لاصلاح الاصلاح كل مره نبقى نعاودوا عندنا قانون الاطار خصنا نمشيو منه اول خرق دارتو واول ارتباك هو ما مشاتش مع قانون الاطار هاته الحكومه للاسف الشديد وجات دابا راه خرج وزير س... وزير التربيه ت... الوطنيه وبلا خرج رئيس الحكومه مؤخرا ويتكلم يتكلم عن كي كيقول في اطار المراجعه الشامله للمنظومه التعليميه وما يمكنش وكل مره حنا نعاودو كاين قانون الاطار خصنا نمشيو فيه الاضرابات السبب ديالها هو هذا وليست اول مره حكومه عبد الملك كان 44 يوم وكان آه السعدي العثماني وكان ديال المتعاقدين وكانت الوساطه تكلمت على الوسط درنا الوساطه على المكفوفين بعد ما طلعوا للسطح السطح وطاح واحد منهم الله يرحمه درنا وساطه وهي اللي كتجي في قانون الماليه دائما كتجي كتجي 200 للمعاقين اللي اللي ذوي الاحتياجات دائما هذا هذا عمل ديال رؤساء الفرق ودرناها مع مع طلبات الطب ودرناها مع مع المتعاقدين وكانوا تنسيقيات انا خليني نقول لك انا بكل وضوح هذه ملي بغينا نفعلوها اجتمعنا كاملين الرؤساء كاملين حاضرين واحد الرئيس كان عنده تحفظ لان الرئيس ديالو كان في المانيا بقينا كنتظروا جينا ما تمش انا درت جوج اتصالات مع الحكومه مع اعضاء في الحكومه ومع مؤسسات دستوريه وباقيين كتسنوا دمع واش حنا ما غنسرقوا حتى حاجه سيدي حنا باغيين غير نساهم غير هاد لا طونسيون تهبط عباد الله غنقولوا نتوما اللي حيت حنا غنجيبو داكشي الشيء وغنعطيوه للحكومه ما بغاوش هاد الشيء هما اذا الحل الحكومه خصها تسرع بهذا الشيء اللي قالت التجميد لا يفي حيت دابا جمدتي ما معنى التجميد ما غاديرش به وانت كتفعلوا وقفتي ثلاثه ديال الاساسيده طبقا للنظام الاساسي ماشي معقول ما فلذلك خصو السحب لانه بالتوازي ما كاينش عندنا شي حاجه سميتها التجميد التجميد تقول لهم هذا ما بقيتش صحيح ولا غدا دير واحد اخر فإذا دابا كتحاور سيرو حتى 15 يناير الى غير ذلك فهذا ماشي حل انا كنظن الحكومه خصها تتحرك في اقرب الاجل وتوجد الحل وقبل انا كنقول قبل نهار الاثنين كيخص الحكومه تجيب الحل راه الحل ماشي هو نقمعوا التظاهرات الحل انا بقت لي واحد جوج الافكار بسرعه ماشي هو نقمعوا التظاهرات منعنا سته وغادي نمنعوا اللي جايين ماشي هذا هو الحل هو نتحاوروا تنسيقيات هذو مغاربه هادو مغاربه راه كاين جوج النقابات الاستاذه اللي ما كيتحاوروش معاهم ماشي غير نقابه واحدة. الاكثر تمثيليه دابا الاكثر تمثيليه كتكلمي عليها في اطار في اطار القطاع العام نعم في القطاع العام وفي اطار القطاع الخاص والقطاع العام راه كاينه نقابه واحدة اخرى ما باغينش ضدا على القانون وضدا على الاعراف اللي كانت مع جطو وكانت مع مع عباس الفاسي وكانت مع بن كيران وكانت مع سعد الدين العثماني فلذلك فلذلك انا كنقول هذا ليس حلا بالنسبه الينا خص الحوار ويتم في اقرب الاجل الدوله الاجتماعيه غادي نقول فيها جوج الكلمات الدوله الاجتماعيه هذا مفهوم كنتبناوه صح انا كنقول كاين خطابات ديال جلاله الملك منذ 2021 الى الان هي اللي كتاثر بالجدوله بكل شيء خصنا نمشيو فيها لكن هذه الدوله الاجتماعيه هي اللي كتسود هذه الديمقراطيه والحق والقانون وهي اللي تبنى على التعدديه والشراكه والحكمه الجيده وهي اللي كتحقق النمو المستدام وهي اللي كتحقق واحد النوع من السياق غير تدخل وهي اللي كتنتج لنا فرص ديال الشغل وهي كذلك اللي كتحمي المواطنين ديالها عبر توفير الخدمات نعم ولكن عبر الحمايه الاجتماعيه الاساسيه فاذا حنا هذه الدوله الاجتماعيه ما يمكنش نكونوا ضدها ما يمكنش حنا خدمنا فيها وانا ما دام اعترف سي, سي شوكي بانها مسار انا اؤكد بانها مسار وابتدات منذ حكومه عبد الرحمن اليوسفي وحنا كنديروا درجه درجه كانت دفعة قويه في حكومه عبد الله وفي سعد العثماني من حيث التنزيل ومن حيث التعطير القانوني اليوم حنا كنزلوها كنتمنى لا تنجح عندنا عده اشكالات طرحناها على الحكومه وطرحناها على رئيس الحكومه يعني قبيله بعضها، انا اعطي منها وحده غير وحده كيفاش كنا حنايا كنفقوا على هاد 19.8 ديال الراميد 1.87 جوج المليار ديال الدرهم في العام جوج المليار دابا شدينا كنقولوا حنا غنفقوا عليهم 9.7 د المليار ولكن لما عطيناها للقطاع الخاص كانت كتسعطى للقطاع العام كتعطى لي سي اشيو كتعطى للفارماسي سونترال كت... كتعطى لهم دابا دي الان شديناها كلها وكنعطيوها للقطاع الخاص واش هذا هو الاصلاح اللي بغينا واش هذه الحميه اللي بغينا معذره شكرا شكرا سي نعم سون با دي فاكتور علاش شحال هذه ما كانوش ما كانوش كي بغينا نقولوا ما كانوش كيداووا دابا كنداويوهم غير معقول اليوم كل شيء كنديو على القطاع الخاص انا ماشي ضد القطاع الخاص القطاع الخاص لا بغيتو الراي ديالي انا راه طبيب كنتوما كتقولوا الاستاذ الاستاذ راه طبيب أنا دكتور فهمتي انا طبيب شوف القطاع الخاص يمكن كنت في القطاع العام <applause> وما مشيتش القطاع الخاص مازال انا حيت عندي حاله تنافي وعندي التضارب عندي اللي. انا الفكره غير من لان سولني بسرعه كنقول واحد العدد ديال التخصصات تمشي للقطاع الخاص والباقي الكبير خصو يبقى عند الدوله وهذا 9.5 خمسة عطينا انا نقول لك بالكيرا عطى مليار ديال الدرهم واحد درنا ال... درنا السكانر في جميع الاقل جميع ما شي قليل من فيه السكانير اليوم هاد خمسة غير ربعة نعطيوها للقطاع العمومي شوف كي غادي يولي سي جوج دقائق <applause> ونص سي بوانو الكلمه الاستاذ اديب بن ابراهيم عندك عشرة دقائق زائد ثمانية دقائق اللي بقات عندك من الجوله الف... لا لا باش نتفاهم على واحد القضيه كان في الاول مدخل على مستجدات السياسيه من بعد كل واحد داك هذا دا كاين الشغل الاجتماعي دخلنا في الشق الاقتصادي وبالتالي ما غنساليوش لا غير باش نتفاهموا ايه اي حنا غنهضروا انا غن ده بعد غنتكلم معك سي سي بوانو على 2016 بقيت اللي جا سي سي اخنوش قال لك ما نديروش الدعم المباشر كان شرط ديالو ما يكونش الدعم المباشر انا ماشي ضد عنده الحق ولا ما عندوش علاش أ... لا لا واسمح لي علاش قبلتيو علاش قبلتيو ديك الساعه وجا السي العثماني ودرتيو الحكومه ديك الساعه بن كيران ما دارهاش ايوا ما دارهاش انت سولتيني بن كيران ما دارهاش وشكون اللي دارها ما بغاش الشروط ديال باخلوش وما دارش وجا السي العثماني ولكن الحزب دابا استاذ دابا ولكن الحزب لا ولكن خليني نكمل ولكن الحزب دارها ها استاذ دا انا كنهضر على عبد الإله بن كيران انا كنهضر على حزب العداله والتنميه اللي كنت قود الحكومه لا ديك الساعه يقول لك لا ديال 90 ديال رئيس الحكومه وعبد الإله بن كيران من تحاور ما عجبوش الحال لا ولكن كنتبان لها كنا الحزب ديك الساعه يقول لك انا ما متفقش تكون عنده الجرأه يقول لك لا هي غندير هذه غادي نخرج ما دارش ما نرجعوش دابا ضيعنا من 2016 حتى لدابا عاد كل هذيك الخمس سنين ما وقعش الخدمه كان يمكن يكون البرنامج ويتقدم تقدم سيدنا وسيدنا عاد لنا المساء هذا ويعطي التوجيهات الكبيره ديالو ديال غادي نجي معاك بالنسبه لل... بالنسبه للتضخم وبالنسبه للفرضيات اللي قال سي حموني بالنسبه للفرضيات كما كتعرفوا في النمو الاقتصادي العالمي ومنطقه الاورو كلهم راجعوا الفرضيات ديالهم وحتى داك التوقعات النمو الاقتصادي راجعوا هذه أزمة عالمية، مانجيوش حنا المغرب المغرب نقولوا علاش المغرب فين هي؟ أربعة ولا فين هي؟ أربعة كنا دارينا غنوصلوا دابا ثلاثة فاصلة خمسة، ما بين ثلاثة فاصلة أربعة ثلاثة فاصلة خمسة، الآخرين كاينين لابطة واحد فاصلة ستة، وبالتالي هذه أزمة عالمية والمغرب قدر يقاوم ونزل البرنامج ديالو باش قدر يحقق هاد هاد، بعد ال ال تكلمتو أنا بعد بالنسبه للمشاكل اللي جات ديال 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 الماء وانا ما بغيتش نرجع للحكومه حيت هداك التوت تاع الحكومه, الحكومة وكتبكات بالنسبه للمشكل ديال الماء كما عرفتوا كان في الحكومه السابقه كان مشكل ديال لا ماشي على الماء المشكل ديال انسجام الاغلبيه حنا كاين انسجام الاغلبيه انتم كان مشكل في القطاع ما بين وزير في حزب وكاتبه الدوله وزيره في حزب واللي ما قدروش وقع مشكل عدم الانسجام اللي خلانا الان كنعاني والبرامج ما تحقاش لكن وصلنا الان هذا المشكل ديال الصحه ديال التعليم ديال الماء راه ماشي وليد اليوم راه ما في عامين نوصلوا لهذا الشيء دونك هذا جا من الحكومه اللي دازت باش نكونوا متفقين عليها كاملين هضرتي على اصلاح المقاسه مزيان درت اصلاح المقاسه الدار ما داروش معاه الجوانب اللي غيخليونا نحافظوا وما يطلعوش الاسعار كان خصو يديرو بزاف د الحوايج داروش وهذا الغلط ديالكم كان خصو يدار كان بزاف د الحوايج وكان يمكن الدارك الدار كول هاد الاغلاط متافقين درت هذا طلبتيو من مجلس الاعلى الحسابات مزيان ولكن من ديك الوقيته لدابا كنتو تخممو في افكار جديده مثلا كاين 19 واحد اللي كاين 19 شركه اللي فهاد القطاع كانت الدوله تخمم في دوك من غير دوك اربعه ولا خمسه اللي مزيانين تحاول تجتمع واحد الخمسه خرين ولا سته وتخلق شركة اللي تكون فيها الدولة حتى هي اللي تخلقهم كاملين ويكون عندها واحد لو دغوا يكون عنده عندها واحد دغوا دغوا اللي تكون ما تقدر تتمكن في الأسعار تقدر تتمكن حتى هي فد... ما خصناش نبقى مق... مزيان غادي في فد... هذا الاتجاه الأول ولكن خصنا ديما نقلبوا على آليات ما نقاش في حاجة حدا غادي نحاولوا نصلحوا الوضع بالنسبة للتضخم هنا التضخم اللي باغي نتكلم عليه التضخم هو اولا مستوى التضخم كاين عالميا راه ماشي ديال هاد البلاد وهاد التضخم راه اثر على الكلفه كاين جوج طريقه باش نخدمو باش نهبطو هاد التضخم الا زدنا في الطلب وكان عندنا التضخم غنزيدو في التضخم دونك ما خصناش ندعمو الطلب حيت غادي يطلع التضخم خصنا نحاولو نقصو من الكلفه لا بغينا نقصو من الكلفه هو دعم القطاع باش كتهبط الكلفه هاد هادشي دار ده. دارتو هاد الحكومه راه النقل راه العلف راه هذاك القطاع باش تهبط الكلفه كيبقى كي بان هذا الدعم القطاع يستافدوا منه جميع المغاربه وبالتالي كان خصنا نقلبوا على شي طريقه باش الناس اللي ما محتاجينش ما يستافدوش من هذا الدعم دونك الشيء اللي غادي يدير خدامه فيه دابا الحكومه هذا السجل الموحد غير عطينا فكره على جميع المغاربه وبالتالي ميكون عندنا واحد الدعم القطاع باش نهبطوا الكلفه يمكن يكون عندنا واحد الغوفيرسمون ديك الطبقه الغنيه دير ان غوفيرسمون ولا على حسب هاد لي كونتربيسيون دو سوليداريتي باش كيولي دعمنا القطاع ولكن يستافدوا فيه الناس اللي محتاجين هادشي اللي هضرنا عليه كاين 10 المليار اللي مشات تاع ديال القطاع دونك هذا بالنسبه ديال ديال التدخل غادي نمشي ل اكسا اسس الدوله الاجتماعيه هنا اللي كتهضروا على بالنسبه للحمايه الاجباريه ترى هاد السنه كان بزاف ديال كان تك كانوا مشاعل القوانين اللي دازوا باش يمكننا ندخلوا بعد القطاع ندخلوا حتى هو ال حتى هما التغطيه الصحيه اللي منهم المهنيين العمال المستقلين الاشخاص غير أجراء كل هذه مراتب تطبيق القانون دارت وما يمكنش نجيو نقول شي حاجه غير قانونيه الدارت. القانون دارت وهذا الشيء جا من قانون الاطار الحمايه الاجتماعيه اللي دارته الحكومه السابقه ريم كنقول لك داك القانون ماشي مزيان مزيان قانون الاطار داك دركتو حنا قالك كنطبقو كنديرو مراسيم باش دخلنا هاد الناس دابا الحمايه الاجتماعيه جا جل جينا نهضروا على ام متضامن هاد الناس اللي كانوا في الراميد متبقين كان واحد خاص يكون واحد هو في واحد المرسوم باش قدرنا والتغيير في القانون باش قدرنا نحيدو من الراميد نديهم لام متضامن هاد متضامن حنا رجعنا بغينا نهضروا على غامد، ونهضروا على هاد هاد الحكامه ونهضروا على الشيء اللي كنا كيمشيو للسي اش او هادشي اللي كان كيمشي خسرات الدوله في غامض 12 مليار 7 المليار فاصله 4 كانت كتمشي للسي اش او كنخلصوا كيفاش كتخلص للسي اش او غنكمل لك خلال خلال اش ماشي في السنه لا لا ولكن نكمل لك هاد الفلوس فين كانوا كيمشيو كيمشيو مونطون جوزافين فوق فتاه ما كانش كتعرف الدوله شحال كان كيتخسر فراميد كتجي كتقول لك عرفتي غندير وغندير معكم اتفاقيه وكتجي كتمشي وكتعطي للسي <applause> هاشم الجزافيه ما كيعرفوش شنو هو اللي كان خصو يدير هذيك الوكاله كان خصها تتبع كاع المصاريف اللي بالناس الناس اللي كان وقع مشكل تفاهم عدم تفاهم مع الوزير اللي كان واحد المرسوم اللي كان ضد واحد القانون اللي بقى 10 سنين وبقات كاع هذاك المبالغ محصوره في الكود لا فارماسي ما يستعملوها واش نبقاو حنا على ود مرسوم نبقاو حابسين هادشي ديال راميد هاد الفلوس هادو ديال راميد هادو اللي مشاو راه ماشي بصح حيت كانوا في السبيطارات جيب هي كارت راميد وسير هذا كيدوز راديو بكارت هذا هذا كيدوز طبيب بكارت هذا وكتجي وكتعطيه كتلوح الفلوس جوزها في ده دابا اللي كان هي تكون واحد المنظومه وغنعرفوا الناس علاش مش داكشي للسي غيجيو بكل الدوسي ديالو وغنعرفوا كل واحد شحال استفد وغيكونوا لي كونترول اللي كديرهم لا سي هادشي بالنسبه للمتضامن كل حاجه وميتساند غادي يعرفوا كل حاجه فين مشات ما بقاوش خدامين كنلوحوا في الفلوس هذاك راه ما كنا كنلوحوا في الفلوس كاع بالنسبه للحكامه انا نرجع للحكامه الحكامه, الحكامة استنادا للقانون الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه راه والباب الثالث ديالو راه هاد الحكومه هادي بالنسبه للدعم المباشر هكا دايرة بعد الليجان اللي الليجان اللجنة بين وزارتية اللي فيها القيادة هذه الأولى لا وعاد ثلاثة د اللجان أنا نعطيك نعطيك اللجنة الأولى هي ديال اللجنة ديال ديال الاستهداف اللي كان عندها وزير الداخلية والثانية ديال العتبة والثالثة ديال الأمين ديال ديال الأمانة الحكومة اللي فيها التشريع وعاد اللجنة الكبيرة ديال القيادة اللي فيها رئيس الحكومة هي أربعة وهذا الشيء جا ما كاينش في القانون القانون كيقول لك خص اليه وهاد الحكومه دارتها وخصنا نصفقوا هنا فين كاين الكفاءات راه خدمات هاد الحكومه ودارتها هذه الاولى غنهضروا على هاد التمويل ديال التمويل القا... ديال ديال الدعم دي المباشر اللي كلشي كيجبد وكلشي كيهضر عليه انا بغيت نسول واحد السؤال درتي قانون الاطار قانون الاطار راه الحكومه اللي دارته في قانون الاطار واحد يمشي يقرا يقرا يعرف شنو هو التمويل ما م... لا ما نبداو نجيو السؤال هو التمويل واستدامه التمويل باين منين جاي العائدات الضريبيه المخصصه لتمويل الحمايه الموارد المتاتيه باصلاح تدريجي نظام المقاصه هذا الشيء دارته الحكومه السابقه في القانون حنا كنطبقوه تجميع البرامج الاعتماديه للدعم فيها التيسير فيها دعم الارامل فيها مليون محفظه دونك باين هاد الحكومه بالكفاءه ديالها كتنزل داكشي دوك هادشي اللي غادي باش غادي توجد التموين ديال هذا المباشر وما نبقاوش نقلبوا على شجره ما دابا الا كان مشكل في ذاك القانون الاطار اللي دارته الحكومه السابقه اجي نجلسوا نبدلوه السجل الاجتماعي دابا مي جا الدعم المباشر راه جات احداث الوكاله الوطنيه للدعم المباشر دارت هاد العام نظام الدعم المب... الاعتماد المباشر دار هذا العام هادشي كلشي دار هاد التاكس انا كلها دارت باش في هاد الشهر هذا المنصه دابا الناس بداو يتقيدوا في الاريس باش يقدروا يستافدوا في القانون هذا عندهم الحق الدوله دير شراكه هي اللي دارت دابا مع السي اس اس باش استثنائيا تكلف هي بهذا الشيء ديال دي الدعم المباشر انا رجع طبقه هنا الدعم الطبقه هنا نهضروا نرجعو غادي ندوزو للطبقه الوسطى مع هذيك كنهضروا على الدعم المباشر هاد الدعم كيخص واحد 3 مليون كيخص واحد يوصل ل 60% واحد العتبه راه اللي فيها واحد النقطة غنهضرو على الدعم ديال السكن دعم ديال السكن هذا غا الطبقة فيه العشا الطبقة المتوسطة ما كنعرفش انا شي طبقة اللي غتشري من من 300 ألف درهم 700 ألف درهم ماشي طبقة متوسطة هذا دعم غيتعطى للمواطن غتعطى تستهدف الشخص وما تستهدفش الشركات اللي كان كيوقع فيهم بعد التلاعبات وهنا غادي نرجع علاش كاين دوك التلاعبات هاد الدعم هذا باش نجاوب يمكن يجي واحد السؤال من بعد يقول لك هذيك شهادة استلام لي من الأول جونفي 2023 والناس اللي عندهم قبل ما غاديش يقدروا يستافدوا بيرمي دابيت بيرمي دابيت علاش دابا حنا لا عندنا تسعة ديال البديات لا لا انا باش نعطيك لا عرفتي علاش حيت الوقت كيمشي اللهم كل شيء لا غادي نسولك انا عارف كاش كتهضر كنقول لك لا انا كنقول انا كنقول لك علاش علاش كنهضر على الكفاءه ديال هذه الحكومه علاش كدير بعض النقاط وكتقول وكت... هادشي علاش عندك 9 المليار اللي مكلفه سنويا الا شدينا 9 المليار ومشينا الناس اللي عندهم دابا السكن وقلنا ما ودي هاك شنو عند هاد الناس كاين شي اثر على الاقتصاد ما كاين اثر بحال اللي عاونوهم قلنا لهم باش يبيعوا داكشي ديالهم ولكن بالتالي الا قلنا حنا لا الناس غنلوحو في السوق 10 هذا المليار يبني لك واحد السيد غادي يلوحوا في السوق واحد 40 مليار كل عام باش يوجد لك هذا الشيء 40 مليار وكتصور لا دخينا في السوق 40 مليار سنويا اش غادي ندعموا في هذا القطاع ديال البناء اللي, اللي تراجع هذه السنه ب 3% هنا راه كتعرفوا القطاع ديال البناء راه كيخدم مليون و200 واحد كيخدم وبالتالي هادو هما الاسباب باش كتعاون المواطن تاني كتعاون شويه ديال الاقتصاد غنمشي المنظومة الصحيه ياك المنظومه الصحيه راه كاين بالنسبه لهاد راه دخلت في اكس الدوله الاجتماعيه كاين الدعم وكاين هاد الناس وكاين الصحه هاد الناس خصهم فين يمشيو متفقين هنا غنهضر على الطبقه المتوسطه انا لو وجدت له مستشفى صحي ووجدت له مدرسه عموميه هاد السيد ما بقاش يمشي لمدرسه حرة خاصه وما يمشيش مستشفى خاص وبالتالي الا ما مشاش راه القدره الشراء داكشي كان يخسر ما يخسروش والقدره الشراء ديالو غادي يطلع الدعم المباشر انا نرجع له عاوتاني الدعم المباشر غادي يرفع من القدره الشرائيه ويعاون في الاقتصاد علاش هنا غنرجع لهاد العشر سنين هاد العشرين عام كامل باش ما شي حكومه كنا وكل كلشي كان كيتكلم على واحد لا تيوري دو كيقول لك اودي غادي نعاونوا الشركات الكبرى ونقسموا لهم لهم من الضرائب ومن من الضرائب غيخدموا ارباح ويبقى واحد التدفق ويهبط الوسطى ويهبط الطابق الهشه شي تدفق ما كان التدفق كان كي كيكون في قناه اخرى حنا الان كنطلبوا التسويه لا في المغرب ولا في الخارج باش الفلوس يرجعوا وواحد لي تولي دارت كتقول لك اودي 20% الى 60 في لي ريفوني في الدخول ديال 20% ديال الطبقه الغنيه كتهبط النمو الاقتصادي ولا 20% مدخول الدخول ديال 20% ديال الطبقه الهشه كتزيد في النمو الاقتصادي هذه ايتو دارت عالميه في البلدان كلها هو <applause> شوف سيدنا اللي جاب هذه النظريه الله ينصرو دونك اللي كنقول لك هاد 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 20 20 كا عام كاملين حنا كنعطيو نفقات ضريبيه كبيره واحد 40 مليون كل عام اللي مشات هباء منثورا حنا سيدي ما كنا كن واحد هذوك اللي كبار يخلصوا وندعموا الطبقه الهشه المتوسطه باش هزوا في النمو وكتصوروا معايا 40 مليار كل عام جينا نحسبوها شحال غتمشي وهنا غادي نرجع تمي هضرت على الطبقه المتوسطه والدعم المباشر هذاك المقاسات هذا الشيء اللي كيقول كي لك دابا غادي نزيدوا 10 درهم كل عام هذا هذا القانون قانون الماليه في الطبقه المتوسطه كما كتعرفوا وهذا الشيء باعتراف فيه الأغلبية والمعارضة حتى هما باش نكونوا واضحين حتى هما ساهموا فيها هي الأسعار ديال الضريبة آه على القيمة المضافة بالنسبة للماء تحيدات بالنسبة بالنسبة للنقل حتى هي هبطات هنا علاش كاين داك آه القانون الايطالي ديال الضرائب وخص نقلصوا من أسعار ديال الضريبة المضافة اللي هي كانوا كان 14 وبالتالي كان خصنا نحيدوا 7 و 14 وكان المشكل عندنا مالين 7 واش نطلعوا من 10 ولا نهبطوا من 14 هذا علاش يعني كان كيطرح المشكل كان كيطرح المشكل ديال واحد ال... كاين محور القانون المالية؟ في الاخر وا... هو... المحور الاقتصادي صافي داك يعني انا غادي غد... شكيت بانهم سربوا لكم الاسئله <applause> قبل كون كان عندي شوف <applause> لا 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 كان آه. أ... أ... محاور السيد الرئيس السيد الرئيس السيد الرئيس كون كان عندي المحور ما نهضرش عليه دابا تفكير ولا لا السيد الرئيس انا كنحتج على ياك سحب سحب سي سحب سحب ولا استقل باقي لك دقيقة سي بوينو ياك واخا دابا قاطعني خلي نديرها في المحور شكرا لا ما كاين مشكل صافي كاين المهم ما كملتش كاين حوايج اخرين كلمة نذكركم على انه كاين متابعه قويه وكاين تعليقات على الصفحه ديال المؤسسه مهمه الكلمه لسي رشيد حموني في حدود عشرة دقائق شكرا اخت مريم انا غادي نبدا بالمساله ديال الاسئله اللي جات لكم الاستاذه مريم والسي عبد الحق حول التعليم واللي هو موضوع الساعه وتف التقديم ديال ابو التعليم نضعه في السياق ديالو التعليم طبيعه الحال كان نموذج تنموي نموذج نمووي اللي كان اجماع جميع الاحزاب جات هذه الحكومه تعين سي بن موسى اطار يعني الاصلاح ديال التعليم عطى ثلاثه ديال الامور اصلاح هو الاستاذ والاستاذ يعني والطاقم يعني الاداري وبصفه عامه يعني كاع الموارد البشريه والمناهج والبنيه التحتيه اختار باش يبدا يعني الاصلاح ما يهم الموارد البشريه ديال التعليم كنا متفقين معاه لان المحور الاساسي في الاصلاح هو الاستاذ والاستاذه لان ما يمكنش واخا نبني مدرسه زوينه ونجيب مناهج هذاك الاستاذ هو الفاعل الاساسي في الاصلاح بدات المشاورات مع النقابات في سريه وتكتم حتى واحد ما كيوصلو الخبر كانوا كيخطوا لشي حاجه كنا كننتظروا ان غادي يجيبوا واحد النظام اساسي اللي غيضمن الكرابة ديال هاد الأستاذ والظروف فاش غادي يشتغل من بعد سنتين سنتين وهاد الأساتذة دورو أولو عبروا عبرو على حسن النية لأن واش يبقى عامين كيسين باش يخرج نظام أساسي سيد رئيس الحكومة قال لهم يديرو النية هاد الناس عامين وهما دايرين النية سنتين ساكتين ما بغاوش الأحداث وكيخدموا وكيسينوا غادي يخرج هاد المولود الجديد النظام الاساسي فاش خرج هو نظام المآسي ماشي نظام اساسي لان مجهود ديال سنتين لما هو نحسبه هذا الوقت في التاريخ خرج ماشي عوج مربج مع اول مره رجال ونساء ديال التعليم كيتوحدوا بجميع الاصناف ديالهم وحتى واحد ما النظام الاساسي يعني اش كانوا كيديروا هاد الناس في عامين هذا كيطرح مشكل ديال الحكامه الحقيقيه ما كانتش والتخبط والفشل الذريع ديال الحكومه هذا مثال ان الحكومه فاشله في تدبير امورها الدولة الاجتماعية، الدولة الاجتماعية، حنا درنا من جينا الواحد والتعليم دابا رجع للصحة من جينا التعليم اول خطوة فشلنا فيها وفشل لليوم مع الاسف الحكومة هادشي اللي واقع كتعامل مع واحد الاستهتار وتا حاجة ما واقعة ما اجتمعناش اليوم حقا عندنا مشغولين تا الغدا ما كاينش غدا تا السيمانة الجاية والعافية شاعلة وما ما مسوقينش لهادشي الأبناء ديال ديال المغاربة كاسين بلا قراية شهرين وما مسوقينش هادشي خصهم يشتغلوا بالسبت وبالحد بلا بل ما نحسب عليهم ديك العامين ديك العامين الله يسامح فيها اللي خطقتو ولكن دابا خصكم تخدموا لي نهار في سيمانه خصنا نلقاو الحل لأن النهار الأول الحكومة لأن التالوت ديال الحكومة كاين تشاور تفاوض أخذ القرار هادو اللي كيتفاوضوا اللي كيتشاوروا ماشي هما اللي كيتفاوضوا ولا الا كانوا حتى هما اللي كيتفاوضوا ماشي هما اللي كياخذوا القرار والنتيجه راه غتكون ما كاين حتى شي حاجه لان هناك اليوم هاد التنسيقيات شكون التنسيقيات كان التنسيقيات التنسيقيات هادو اساتذه واستاذات مضربين واطر ديال التعليم فقط لان يمكن كنمشيو دوك التنسيق سيقول لهم اغلبيه ديالهم مخارطين في النقابات مخارطين في النقابات ولكن علاش تاسوا كل فئه كان عندها مطالب هل الزنزانه 10 هل الاساتذه ال... يعني هل المتصرفين يعني كل فئه عندها ولكن المطالب كلها كانت كتمشي للنقابات ومنين كانت عندك النق... منين كانت عندك المطالب علاش ما خرجتيش من نظام اساسي باش كلشي يلقى ذاته حتى الا ما قادش 100% لقى بعد 90% حتى واحد ما لقى راسه في هذا النظام الاساسي هذا هو الاشكال الحقيقي اليوم ديال باش وصلنا لهذه الوضعيه بالنسبه للوساطه لان لقينا الحكومه عاجزه باش تلقى شي صيغه كيفاش تحاور مع هاد الناس قلنا احنا غنكونوا كوساطه رؤساء الفرق وكانت المبادره من رؤساء الفرق وجلسنا ولكن كنتظرنا التفاعل الحكومه ما مسوقاش لان ما يمكنش انا نجلس مع هاد الناس المطالب ما بقات تسوق كلشي كيعرف المطالب ديالو لا ما كلشي عارف المطالب, كل المطالب. بغينا الحكومه اش غتعطي باش نمشيو لهذوك نجلسو معاهم نقول لهم اليوم جبنا واحد العرض الحكومه نجيب لهم واحد 60% يقول لك لا سيدي هذه خاصه هذه خاصه ونعاودوا نرجعوا للحكومه ديال الوساطه الحكومه ما مسوقه ما باغيناش حنا نتعاونوا لان حنا برلمانيين كنرفعوا عليها الحرج باش تسميهم تنسيقيات ولا ما بغات تسميهم حنا كنستقبلوا جميع المغاربه كبرلمانيين هادو اساتذه مضربين ولو يكون غير واحد فوسط الاخر نستقبلوا في البرلمان ونسمع له مع الحكومه الحكومه تجاهلت لان خايفه احنا وخصوصا في المعارضه ان يبان التدبير السياسي الحقيقي واننا احزاب سياسيه كنعرفوا نديروا السياسه كنا كيفاش نتحاوروا وما عندنا حتى شي حرج باش نتحاوروا مع اي واحد لان بعض الوزارات علاش نجحات لان واخا كاينه نقابات كاين طاقم اللي ما السيد وزير مع الاسف واخا هو كفاءة الطاقم ما عندوش اللي يمشي يجلس مع هذا الاخر ندير اون نوف يجلس معاهم ويسمع ويتحاور معاهم وفي كيهيئ له باش كيجي كي للتفاوض مع النقابات كتكون الامور وعارف بان غادي يخرج غادي يكون عليها اجماع يعني هذه النيه الاساتذه نفذ الصبر ديالهم اللي كان سنوات اليوم استاذ في في التعليم ماشي هو في قطاع اخر هذا منذ سنوات هو اليوم خص انصاف النساء ورجال التعليم كذلك في نفس الوقت نناشد هذه النساء ورجال التعليم ما يضيعوش هذه الوليدات الحكومه خاطئه خاطئه ولكن في انتظار عاوتاني هذا الحوار البطيء الحلزوني ينقضوا بعد ينقضوا والمسار مازال طويل في النضال لان ما يمكنش نحقق كل شيء واخا كاع ديال القرى ما كل شيء المساله ديال التغطيه الصحيه التغطيه الصحيه بدات مع حكومه اليوسفي قانون 6500 ما بداتش مع الحكومه شحال كنا في هذيك الوقت ما كان تجاوز 22% ونظرا الاهميه ديالو اول مره والاخر مره تقدم مشروع قانون اللي خصو تقدم في الجلسة تقدم في الجلسه العامه وقدموا يعني انا داك كان كيتسمى الوزير الاول قدموه في الجلسه العامه نظرا الأهمية ديالو وبهذيك الوقيته هادشي المستقلين وهادشي غير الاوراج مذكور في 65 ولكن نظرا للامكانيات اللي اللي يمكن اللي نمول هادشي وديما كنتخوفوا لان ساهل نقول لك انا غندير التغطيه الصحيه يا باش تمولها هاد دول اخرى دارتها راه وحلة راه ماشي الفكره ما كانت غايبه تمويل جلاله الملك اليوم دخل كيقول لك عطوا فلوس ورجع وتسلمها كذلك الفلوس راه ماشي مساله ديال الافكار ما كايناش ولا مو موجودين اعطيني باش غادي ندير هذا الشيء دونك 65 صفر القانون هو باش بدا التغطيه كانت 22% من بعد دخلوا هذوك ديال السيرفيس وصلت 60% جات هذه الحكومه اليوم بتعليمات من جهه الملك باش نوصلوا حنا خدامين ولكن اليوم واش حنا ناجحين ما تقوليش انا درت القانون القانون ساهمنا فيه كاع والمعارضه اكثر بس سهلنا داز في اقرب وقت باش حتى شي واحد بحال درنا خدمتنا اليوم اللي مشينا مرسوم واحد مرسوم ديال دوك اللي كانوا في الراميد ما هما وصلوا لو من تحت لو ما هما الفوق دي... بقى سبع شهور ولا خمس شهور والحكومه شاده وهذوك الناس ما عارفين فين ما يمشيو وخصوصا انهم كانوا في الراميد وكاين اللي عنده امراض مزمنه كيقول كي انا نخلص اسيدي واخا في هذا لو سوي ديال تسعود ولكن فينا هو ما كيستافدوش كيستافدوش السي راه الواقع راه هنا باش نجبد الجاذبيه ديال هذا الاصلاح راه ما والدليل ان كان من المفروض لي فارماسيان المهندس هذوك الطاكسيات المحامون المستقيل بصفه عامه اللي منظمين كان من المفروض في اكتوبر يدخلوا خمسه مليار ديال الكوتيزاسيون شحال دخلوا مليار و200 مليون هادو اللي منظمين يعني علاش ما كاينش جاذبيه والا ما كانش تمويل الكوتيزاسيون سيكون المال الى الفشل انا كنقول لان ما تفرحوش بزاف وما تعطيوش أمال للمواطنين بزاف الخدمات الصحيه راه ما غتوصل للمواطن من دابا 30 عام هضروا مع الناس بالحقيقه لان الاصلاح هذا الشيء ما يمكنش غادي بدلت قانون غدا لقى الخدمات الصحيه المساله ديال القطاع الخاص نشرح السعر 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 الحق لان دابا الدوله في هذا الشيء غير اللي بدات فيه صرفات 6.4 المليار اللي عطات هذه الخدمات ولكن ملي كنمشيو فين مشات 75% مشات للقطاع الخاص 75% مشات للقطاع أربعة لأن ستة ستاف... لا 75% ست... لا خمسة وسبعين في المية مشات للقطاع الخاص هذوك اللي خلصات مثلا هذو اللي تقدمات لهم الخدمات أن متضامن هذو تقدمات لهم الخدمات دولا ديك 6.4 اللي خلصت اللي مشى خلصت لي كلينيك مشاش للقطاع العمومي وهنا تضارب واش أنا باغي نقوي واش أنا باغي نقوي وغير كمل راه تفهمش شنو كنقول خلصت اربعة هاديك خلصت 6.4 هذيك 6.4.8 مشات للقطاع الخاص، هنا كنسوا واش اليوم باغي نقوي القطاع العمومي ولا باغي نقوي القطاع الخاص؟ المساله الثانيه لا سمح لي نكمل المساله الثانيه اليوم بهاد 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 سوي اللي دقيقه دقيقه ما عرفتش غادي نهضر 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 على لكن نهضر غير على الماء لان تجبد الماء انا غير واحد المساله الماء كان لو توروت لا جبدها السي وقال لهم بغيت نرجع وكان حقا ما كاينش انسجام الماء خصوصا داك الشيء ديال التوروت ديال الاخر والتصفيه هاد ديال الضوء كان كل شيء موجود على شحال كانت كتعطى لوزاره الماء كانت كتعطى 3 د المليار دابا شحال معطيها لها شحال معطيها فوا 5 ضرب في خمسه لان 143 مليار في ثلاث سنوات و 150 مليار هي كتجي 50 مليار في السنه المساله اخرى هذه ديال مساله اخرى ديال مساله اخرى مساله اخرى هذا ديال لوطورود ديال الماء شكون اللي موقع موقع رئيس الحكومه الحالي اللي كان وزير الفلاحه موقع وزير الماليه دخلوا غير الانترنت فلاشين موقع وزير الفلاحه اللي هو رئيس الحكومه موقع وزير الماليه بوسعيد موقع السي امام جلاله الملك التزام مع شركه صينيه علاش ما تنفذاتش ما الفلوس وما كانش امكانيه لان اليوم حنا ملي كنقولوا نقص الماء ماشي ما البنيه التحتيه ها السدود كاينه خاويه سيراشيد السدود فين اخويا نجي واخا واحد حتى مازال مازال عندنا جوج المحاور وكنقترحوا اننا ندوزوا للمحور الثاني اللي هو المحور السياسي ونخصوا فيه الضيوف في الكرام خمسه دقائق لانه دابا وصلنا ل 8 ونص ديال الليل بقينا في المعدل ديال 10 دقائق راه غنباتو مجموعين غنديروا خمسة ديال الدقائق في الشق السياسي وغنعطي الكلمة للسي عبد الحق بالشقر لطرح المجموعة الأولى ديال الأسئلة. أيه. آه شكرا آه شكرا آه حقيقه يعني مواضيع متداخله وفي هذا الشق السياسي نحاولوا عندنا اسئله كثيره جدا منها اسئله عامه لجميع المتدخلين واسئله وأس اخرى يعني خاصه بكل بكل مسؤول يعني في حزب سياسي انا غادي نطرح اسئله ديالي سريعا وغنعطي الزميلتين يعني لانهم يطرحوا الاسئله ديالهم سريعه السؤال يعني آه كاين واحد الموضوع اللي في الحقيقه اثار لكن كان ممكن الله يخليكم نرجو نرجو التفهم غادي نطرح واحد السؤال اثار جدل يعني في الاونه الاخيره اثير آه يعني في في مجلس النواب وسي عبد الله بوانو اثاره آه في حوار صحفي و وكثيرا ايضا في لقاء صحفي اليوم في هيئه محاربه الرشوه وكيتعلق بموضوع صفقه تحليه مياه البحر بمدينة الدار البيضاء والحديث عن ان احدى الشركات يعني المملوكه لرئيس الحكومه يعني فازت بهذه الصفقه فانتهزوا هذه الفرصه معنا السي انه يمكن يعني يوضح لنا هذه هاد المساله هذه هل هناك تضارب مصالح هناك كلام يعني كثير يروج حول هذا الموضوع هل يمكن ان توضح لنا هذا الامر ونستمع ايضا الى اراء يعني المتدخلين الاخرين في الشق الحزبي عندي اسئله سريعه عبد الله بوانو عندكم سنه تقريبا او اقل من سنه عندكم مؤتمر ديال الحزب شنو الرهانات التنظيميه ديال هذا المؤتمر وهناك حديث انه عبد الاله بن كيران يمكن يكون نهاية الولاية ديالو على رأس الحزب هل هذا النقاش اليوم واش <applause> لك؟ لا غير بعض وسائل الإعلام كتكلم على هذا الأمر وبغينا نعرفوا الرأي ديالك هذه فرصة أنك تنورنا في هذا الموضوع بخصوص هذا الرهان التنظيمي على هذا المؤتمر هل يمكن أن يستمر عبد الإله على رأس الحزب هو كان كيقول بأنه يمكن يبقى فترة استثنائية اللي المرحلة يعني انتقالية ومن بعد يعني اليوم شنو الجديد سؤالي سي حموني واحد العودة الود مع الاتحاد الاشتراكي يعني كان واحد الجفاء يعني في واحد الحالة واحد العلاقة متوترة خاصة بين الأمين العام ديالكم والكاتب الأول للاتحاد الاتحاد الاشتراكي اليوم يعني شفنا الابتسامة واتفاقات اتفاقات ومجال مكتب سياسي مشترك ولجان مشتركه و... كأن شيئا لم يكن يعني في هذه السنوات الاخيره. وسؤالي لأديب بن ابراهيم يعني بسرعه حتى هو بالنسبه المؤتمر المقبل. الجميع يتحدث عن القياده ديال الحزب. هل عبد اللطيف وهبي مازال مرشح لولايه ثانيه؟ عدد من القيادات ديال الحزب كانوا يعني استضفتهم مؤسسه هنا. كنا كنطرح عليهم هذا السؤال تيقولوا تيقولوا بانه فاطمه الزهراء المنصوري ولا تيقولوا بانه راه وهبي ما بقاش عنده رغبه انه يستمر رغم انه نفى هذا الامر فيما بعد فممكن توضح لنا تعطينا فكره شكرا جزيلا انا تقدمت السؤال الاول تعطي الكلمه اللي... اللي... آه... الايمان وال... انا عندي انا عندي اسئله بسيطه اذا سمحتوا انا اول حاجه يعني كاحز كفاعلين سياسيين اليوم شنا هما التحديات ديالكم لإعادة الثقة بين المواطن المغربي لاحظنا أنه الأستاذ اه راشد الحموني تحدث عن الوساطة الوساطة السياسية والوساطة النقابية اه اندثرت مؤخرا والأزمة ديال التعليم هي خير دليل على أن لي موبيليزاسيون كوليكتيف ولات كتتم خارج المؤسسات اللي هما الأحزاب والنقابات اه شنو يمكن يقوم بها الأحزاب لتعزيز الثقه مع المواطن في الظرفيه الحاليه لان المواطن المغربي راه الا كت في مواقع التواصل الاجتماعي كنحسوا بواحد الاحتقان الاجتماعي يعني بارز جدا شنو هو الدور ديال الفاعل السياسي لا في المعارضه لا في الاغلبيه عندي سؤال ايضا في اطار المسؤوليه والمحاسبه الفاعل السياسي يمكننا نحاسبوه بصناديق الاقتراع ما رايكم في هذه المؤسسات الجديده التي احدثت مثلا ملي كنقولوا مؤسسات هاد لاجونس سوسيال اللي تحددت مؤخرا او لا لاجونس ديال لا او لا لاجونس ديال لو دوركم نتوما كسياسيين كدور رقابه لعمل هذه المؤسسات هذه وكيف يمكن لها انها تخدم البرامج السياسيه ديالكم هذا سؤال كيتطرح بزاف نظرا يعني باش نعرف كل واحد فين فين كتجلى المسؤوليه ديالو يمكن سؤال اخير بالنسبه لتماسك الاغلبيه كانوا بزاف ديال اللقاءات مؤخرا الى اي مدى الاغلبيه متماسكه خاصه في مواجهه التحديات والرهانات الحاليه الكلمه للأخت مريم شكرا شكرا أستاذة ايمان غنبدا مع السي اديب بن ابراهيم ولو ان سؤال سبقني ليه في الحق حنا على بعد اسابيع من المؤتمر الوطني ديال حزب الاصاله والمعاصره ثمانية اسابيع كتبقى اسابيع حنا على بعد لا بيناتهم سيمانه واش غادي تحدثوا على قياده جديده لحزب الاصاله والمعاصره واش ولا غنتحدثوا على خليفه لعبد اللطيف وبأكيد ان التدافع وان النقاش بدا في الكواليس الان وسؤال اخر هو السي ابراهيم والسي شوكي في نفس الوقت كيفاش الاوضاع دايره في الاغلبيه علاش الاغلبيه ما كتجتمعش كما ينص على ذلك الميثاق ديال الاغلبيه رئاسه الاغلبيه مفروض انها تجتمع مره على الاقل كل شهر ما كتجتمعش ما كتحترمش هذا هدل... ما كتحترمش هاد ما كتحترمش هدل... الميثاق اللي حطاتو هي في نفسها وبان في تأخر الاجتماع ديال الاغلبيه في خضم الازمه ديال التعليم الاوضاع كانت متوتره والاغلبيه رئاسه الاغلبيه علاش كنهضر هي اللي عندها مره في الشهر اما الفرق ولا هذا هذيك الفرق الاغلبيه ما كانت تحدثش على لا. سي عبد العداله والتنميه يتحدث بنبره انتقاد حاده في العديد من المحطات بالرغم من انه تراس الحكومه لعشر سنوات وحكومتين عداله والتنميه كنهضر على العداله والتنميه سي عبد الله حيت العداله والتنميه واش واش ماشي الكثير مما نعيشه اليوم هو نتيجة سياسة هذه السنوات ولا الخزوينة ديال العدالة والتنمية هي اللي أسست ليها والخيبارة راه ما عرفناش ما عرفناهاش منين جات. السي رشيد الحموني تقريبا نفس السؤال اللي تنسبقني ليه عبد الحق كتنسقوا مع حزب الاتحاد الاشتراكي أنا سؤالي لا سؤالي هو واش باغيين ترجعوا الأمل ديال توحيد اليسار؟ أه وشنو ممكن نتسناو من هذا التنسيق هذا؟ يعني ما واش غتبقى عاوتاني هضرة وفي الآخر غادي نمشيو نشوفوا في التنسيق اللي خاصو يكون على أرض الواقع بحال في البرلمان وما غنبقاو نلقاو أه حتى شي حاجة. سؤالي الأخير السي محمد أه شوكي في النقاش السياسي في حزب التجمع الوطني الأحرار؟ حزب ما كنسمعوا فيه مشاكل ما كنسمعوا فيه تيارات ما كنسمعوا فيه تدافع واش هذا كله انسجام في حزب التجمع الوطني الاحرار غنى غنعطيو الكلمه في البدايه للسي شوكي في حدود خمسه دقائق واخا شكرا Thank انا غادي نتولى التسيير ديال هذا المحور وغير فقط للتنظيم أغلبية؟ لا غادي يكون واحد غير مساله تنظيميه حسب ما خبرني به الاستاذ فكري تطواني وانه يكون واحد خمس دقائق مع امكانيه اضافه يعني بعض لو امكانيه التفاعل فاحنا غادي نفتحوا المجال يعني الى ضرب نضرب فيك ضرب فيا نضرب فيك لا انا ب... بأ... لان غادي نتكلم يمكن يرد عليك غنعطو امكانيه التفاعل واخا إمكاني ماشي مشكل فيكونوا امكانيه ديال التفاعل لان الموضوع غيكون فيه نقاش هاد الشيء ماشي تفضل شكرا اولا الا سمحتوا لي بغيت نهضر على السي رشيد تكلم على في حديثه عن قطاع الماء على الامكانيات راه هو داكشي اللي كنت نقول رشيد في الاول هذا التدبير التحكيمي رئيس الحكومة في تدبيره للقطاعات والأولويات ديال القطاعات راه هو اللي قلت في الأول وقاطعني لي سي بوانو الى اخره. بلو... ايه الف... بالفلوس. اي بالفلوس بالفلوس. وخل... غير الفلوس واش كانوا؟ غير كانوا قبل هاد الفلوس اللي و... وهدف... جلاله الملك هو اللي دارجتي. لا اسمح لي اسمح غير الفلوس كنقول الفلوس. تنهضر لك على الفلوس التحكيمات علاش تنهضر هي التحكيمات ديال الميزانيه ليتر كو دو كادراج ديال رئيس الحكومه تحكيمات بين القطاعات تعود لرئيس الحكومه وهذا الشيء اللي انا في الاول تحدثت عليه مني رديت واحد السياق. والاختيارات ديال الحكومه اللي يتحملها بطبيعه الحال الرئيس ديال الحكومه على قضيه ياك كسي قضيه ديال محطه التحليه اولا اللي تحيح. الشركه اللي قد يمتلك فيها عائله السيد رئيس الحكومه حصه مساهمه هي شركه تطلب الاكتتاب من الجمهور ومدرجة ببورصة القيام بالدار البيضاء وحساباتها شفافة وهيئة سوق الرسامين المغربية تقوم بافتحاصها بصفة دورية وتلتزم بمعايير ديال الإخبار والإفصاح اللي غير يعني استثنائية بالنسبة للنسيج الاقتصادي المغربي هذه الأولى آه إذن عائله السيد رئيس الحكومه تمتلك بصفه غير مباشره حصه في هذه الشركه هذه الشركه ايضا من المساهمين فيها مجموعه من المؤسسات المستثمرين المؤسساتيين من ضمنهم شركات التامين وشركات صناديق التقاعد اللي تت يعني تدير الادخار ديالها في هذا الشيء ثانيا هذه النقطه الاولى من اجل تصحيح المعطيات باش يكون واضحه لعموم المواطنين النقطه الثانيه هي ان هذه الشركه دخلت في تكتل اقتصادي دولي في شركات اخرى من اجل هذه المناقصه الدوليه اللي دارتها الحكومه المغربيه في القوانين الجاري بها العمل وحصلت بفضل السعر ديال الامداد اللي غادي تعطيه به الماء اللوني اللي هو بالمناسبه ثاني افضل سعر نقولها ونعاودها ثاني افضل سعر في تاريخ تحليه ماء البحر في العالم 4 درهم فاصله 40 ولا شي حاجه للمتر المكعب اذا هذا الشيء خصنا نقوله والالتزام والنقطه الثانيه اللي خصنا نقوله هي ان اللوني في المعايير ديالها قالت ان الالكتروليز يعني تحليه البحر تم بالطاقات المتجدده ثالثا والنقطه الاهم هذا ماشي تفويض لتدبير خدمه ديال واحد المؤسسه عموميه ولا جماعه ترابيه ولا شي حاجه هذا يوازي استثمار سيبلغ ما يقارب المليار دولار اذا هذا غير باش نقولوا هذا اذا الا شفتوا انتم هذا السعر المتدني وهذه القوانين الجاري بها العمل زائد مؤسسه اللي الحسابات ديالها واضحه وشفافه وتتفتحص من هيئه الرساميل من مؤسسات عموميه وطنيه دستوريه اللي لمس... لم... اللي القانون المغربي انا ما تنشوفش تضارب المصالح زياده على المساهمه الغير المباشره لعائله آه السي عزيزه ما عنديش الرقم بالضبط ال ال اذا اذا هذا الشيء كامل بغينا نقولوا ان الاساس هو اليوم بعد واحد التاخر كبير عندنا واحد المحطه واحد المشروع اللي باين باش تكون محطه تحليه البحر التاخر كان وقع نعترفوا به واخا ما يعجبش هذه الهضره ما تعجبش لبعض الاخوان كان تاخر كان عندنا واحد الوقت الماء آه، عندنا مشكل في الدار البيضاء اليوم حلينا المشكل في الرباط آه، نطلبوا الله ان ان السماء تجود جود علينا باش ما يكونش عندنا واحد الخطر بالنسبه للدار البيضاء حتى تجهز هذه المحطه ديال تحليه ماء البحر الو هذا هو كان تماسك الاغلبيه تماسك الاغلبيه العموم الاغلبيه تتبان انها متماسكه دورية الاجتماعات الاجتماعات بالنسبه للخبراء ولا بالنسبه لرئاسه الفروق ديال الاغلبيه مستمره وبشكل دوري بالنسبه لاجتماعات رئاسه الاغلبيه وما تفصل في الحكومه راهم قرب ولكن بطبيعه الحال ما كاين حتى تاثير على على تماسك الاغلبيه إحنا في تواصل مستمر بيناتنا والانسجام واضح بين مكونات الحكومه بغيت نهضر على تكلمتوا على على هاد لا ديال هاد الاحتجاج اللي 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 كاين في قطاع التعليم نرجع ليه واحد المره اخرى، وانا متفق مع السي بوانو، هذا واحد القطاع خصنا ننظروا ليه انه قطاع يعني فيه يعني فيه كثره هاد يعني دوريه هاد الاحتجاجات نقولوا، يعني تترجع في كل مره، صحيح ان اليوم واحد الموضوع حساس ولكن نبقاو متفائلين ب بحلّه، انا اللي بغيت نقول هو ان اليوم نرجع يعني المداخله ديالك الاولى اللي كان فيها مدى الصمود مدى المواجهه ديال التحديات ومدى الالتزام الصمود راه باين تكلمتوا عليه الصمود هو داكشي اللي تحملت الحكومه امام التضخم امام 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 المشاكل المشاكل ديال 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 كوفيد امام مشاكل الزلزال امام هذه المشاكل الـ الـ الانجاز ولا هو, هو تنزيل هذه الاصلاحات الجوهريه اللي بانت في ظروف كان فيها الاصلاح الاصلاح ديال منظومه التعليم ديال منظومه الصحه اللي كلها هذا الاجه... الشيء المساهمه في التخفيف من اثار الاجهاد المائي اللي كلها تترتب واحد النفقات كثيره وفي نفس الوقت الاصلاح الجبائي اللي تيخفض من الموارد ال... ال... الحكومه هذا الالتزامات بزاف ديال الالتزامات الاصلاحيه في العشره الالتزامات راه نفذتها الحكومه قربات ساليه شفتو نتوما السي رشيد حموني شافهير دوك اللي هذا ولكن مره اخرى تنقول لكم ما تحسبوش هذه الحكومه بمعيار الولايه وهي في نصف الولايه شكرا شكرا أه سعد عبد الله ولا بغيتو شا. انا ما عندي مانع طبعا احنا كمعارضه عندنا كيف كيف لا تكلم ويمكن ما تكلمش كاع انا دائما فاول شكرا عبد الحق انا غنبدا بالسؤال اللي توجه لي مباشره عاد المواضيع الاخرى هو حول التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي تنسيق الاتحاد الاشتراكي يعني ماشي وليد اليوم يعني هذا علاقه ديال الحزبين منذ حكومه وقبل وحزب يساري حزب سوا اليوم في موقف ديال المعارضه يعني شيء عادي اليوم يمكن هذا الاحزاب يكون عندها واحد تنسيق في المؤسسات داخل البرلمان وخارج البرلمان والتصور اليوم ديالهم واعطاء البدائل وكذلك السؤال اللي طرحت اخت مريم يعني ديال اليسار لان في القديم ديما هذا الحلم كان ولكن علاش ما توفقناش فيه لان كان دائما كنقولوا توحيد اليسار يعني توحيد التنظيمات وكتعرفي كتعرفي المشكل ديال اليسار كلشي باغي يقود انا هو الشاف انا هو الشاف اليوم انا هذه قناعتي الشخصيه نتحول من يعني توحيد او الحلم بتوحيد يعني التنظيمات الى الحلم في تنظيم المعارك معارك اللي كتهم المواطنين والمواطنات وماشي غير الاحزاب اليساريه كذلك الجمعيات حقوقيه او الجمعيات اللي عندها كنتقاسموا نفس المرجعيه ونفس الافكار يعني اليوم خص تكون واحد الجبهه اجتماعيه يعني اللي تناضل من اجل ما كنهضروا مثلا دابا على هادشي ديال الغلاء ديال الاسعار كنهضروا على هادشي ديال الخدمات الصحيه هادشي ديال التعليم يعني هذا هو الهدف ديالنا من هذا التنسيق نتمنوا على الله يعني لان كانوا جوج الاجتماعات وفد من المكتب السياسي والجنه ديال التقدم المشتركي واللجنه من الحزب من الاتحاد الشراكي دار جوج الاجتماعات في اعداد واحد التصور اللي غادي يخرج وغادي يتوزع على جميع يعني وسائل الاعلام لتنوير الراي العام يعني الهدف من هذا من هذا التنسيق والباب مفتوح كذلك لجميع الاحزاب وجميع يعني الفاعلين من اجل يعني تنزيل يعني المشروع المجتمعي ديالنا كيسار المساله الثانيه ديال الصفقه ديال التحليه انا اعتقد في نظري الى الناحيه القانونيه يعني ما يمكنش حنا جالسين في واحد البلاد ما فيهاش قانون يعني من الناحيه القانونيه ملي كتكون واحد الصفقه راه راه كاينين هيئات اللي مكلفه بالرقابه الا كان اختلالات في هذه الصفقه راه المجلس على الحسابات راه لاكور دي كونت لي يعني راه كاينين مؤسسات ديال الحكم الا كان شي اختلاف اعتقد من الناحيه القانونيه ما يمكنش يكون شي طعن في هذه المساله هذه شركه ديالها ما بغات تكون باش ما نشخصموش الامور حنا ملي كنهضروا على تضارب مصالح لانه دازوا ناس وما عندهم فلوس. داز كريم العمراني داز جطو ما عمرها تسارت هذه القضيه تضارب مصالح كتسار دابا يمكن ظروف تختلف يمكن دوك اللي دازوا راي وزير اول سي كريم العمراني جطو ما كانوش كي كانوا كيحاولوا كي ما امكن يبعدوا من هذه المسائل باش ما يتسالش هذه المساله يمكن جو بونس دابا هنا في هذه الولايه كاين المحروقات زادت دابا ديال التصفيه طبعا الحال قلت من الناحيه القانونيه ما كاين فيها حتى شي حاجه من ناحيه سياسيه لان يعني اليوم كنقولوا رئيس الحكومة رغم من الناحية القانونية يعني قدام هو استقالته أو لا كيجمد تسيير ديال كيما تنطبق للدستور ولكن راه ما يمكنش كيما قال دي شركة واش غير طلع رئيس الحكومة أنا نقول لهم الشركة راه ما عنديش الحق نشدها راه تدبر بطريقة غير مباشرة ولكن من الناحية السياسية والأخلاقية هنا كيتسار مشكل لأن السيد رئيس الحكومة شكون اللي دار الصفقة هي لوني ورئيس الحكومة هو رئيس المجلس الإداري ديال لوني راه هنا كيبان شي حاجه ما راكباش ما نزيدش كثر في هذه المساله المساله ديال تعزيز الثقه بطبيعه الحال اليوم ملي كنلقاو في هذيك البلاصه جالس ورجعوا الفيديو دابا كنلقاو واحد كيقول حنا الا طلعنا للحكومه غادي نسقفوا الاسعار في هذيك البلاصه قال امين عام بان رئيس الحكومه دا 17 مليار اسيدي وقف في الجود الله يسامح واجبنا غير 17 مرة ديالنا فهذيك البلاصة باش قال سي بو بكر. الفيديو با. سي بوبكر ورجعوا للفيديو دابا شكون عرف سي وهبي هنا فهاد البلاصة قبل الانتخابات سي نزار بركة قال لك الهدف ديالنا وكاين الفيديو جبدوه دابا وانا كنهضر الا ما كانش انا دابا نحس بالثقه من هذا البرلمان كيقول بان اول حاجه غادي نديرو هي تسقيف ديال الاسعار اي حاجه نديرو لا الا ما الا كان شي ماشي صحيح هنا علاش استرجع تقارير المواطن ملي كيلقى واحد الخطاب قبل الانتخابات وكيولي وكانت حزب سيقلات هو دار دار مقترح قانون ديال اعاده تشغيل لاسامير وديال ديال ديال, ديال, ديال تاميمها دارها قبل الانتخابات باربع شهور من بعد طال الحكومه ومبقاش كيهضر على دونك المواطن اللي كيسمع بحال هادشي الشيء كيقول هادوك غير كدابه هادوك غير المنافقين هادوك ما هادوك السياسي راه كيبدلوا المواقف بالمواقع هنا كتفقد الثقه أنا مني كنكون واحد الحزب عندي مواقف دائمة ونبقى ندافع عليها واخا ما نوصلش لأن الحكومة فيها رابطة بطبيعة الحال تألف نقدر نقولها الأصالة تقول واحد الكلمة ولكن الأحزاب الأخرى تقول لك لا سيدي ولكن خصها تبقى في كلمتها وتدافع عليها وما تبيه وما تبدلش الموقف ديالو انا ماشي كنقول غير طلع الحكومه لان راه كاين ديال ثلاثه ديال الاحزاب دي دي راه ما يكونوا متفقين لان يكون خارج البرنامج الحكومي كل واحد وجيب ولكن على الاقل كتقول ما دخلش البرنامج الحكومي ولا ما زلت كنقول لان هذيك المساله ضروري خاصها تكون هذه هي اللي غتسترجع الثقه المواطن باش يحس مساله اخرى ملي في البرلمان كبرلمان كنطرحوا مشاكل ديال الناس وما كتلقاش تفاعل ديال الحكومه شحال شحال طرحوا النواب على هذاك ديال فاش ضرب الزلزال ديال الحوز كيف تفاعل ديال الحكومه حتى اليوم حنا كنطرحوا دابا كاين بحال داك الطرقان في جهه اخرى وما كتفاعلش وتجي الزلزال عاد غادي تولي تقول لك حنا الاسئله كاينه كنقول راه كاين مشاكل لنا كاين مشاكل في الطرقان ولكن ما كتفاعلش الحكومه اليوم البرلمان ولينا كنحسوا اننا في واحد المسرحيه لان ملي ما كيكونش الالتزام ديال الحكومه في اللجنه ويجي ويقدم الالتزام ديالو ويعطي السقف ديالو وينفذها هنا كيفقد كذلك المواطن الثقة في المؤسسات وهذا اللي ما بغيناش لبلادنا بالنسبة للدور ديال ديال الوسطاء أنا هضرت فيه لأن أستاذ الوسطاء هضرنا فيه قلت غياب ما كاينش غياب إحنا حاضرين حموني سبع دقائق تجاوزتي تجاوزت إذا كنت تخدم واخي لأن ربطت أنا هذه المسألة ديال تعز الثقة كذلك لأن التعليم وهذا الشيء اللي هضرنا كاع فيه كامل كاين حوار اجتماعي اللي كنا كنهضروا عليه حوار اجتماعي باش تجي الحكومة ودي 4.2 مليار في 2024 ونعطي لدوك ديال النقل دابا وصلنا 6.5 ديال المليار اللي ما عنده حتى أثر حتى أثر شوف شكون هو الحوار الاجتماعي كله 4.2 والمجموع كاع 10 كاع من اللي بدات وديال النقالة دوك الناس اللي عندهم غير الآخر عطي 6 مليار المليار دونك هنا هاد المساله الاجتماعيه ما حاضراش بقوه بالارقام لو كانت حاضره لان اليوم مشكلة مشكل ديال الصحه شكرا 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 غادي نبدا انا بالحزب باش نحيدو عاد والله وندوس دي ما نبدا به هو الاول وندوز غير ما تقول لي هذه ما هضرتيش عليها احنا الحزب هذا اللي كنفتخروا بواحد القضيه باننا كنحترموا اوقات المؤتمرات لا لا كنكملوها لا 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 كنكملوها كنكملوها دابا كملناها جات في الوقت ديالها كنا درناها في فيفريي ودابا هي كاع سين كملات نحسب المسألة ديال 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 ديال, ديال الحزب بالنسبة بالنسبة للقيادة هي كانت تقال وقال سي قال خصنا شي شاب ولا شابة الحزب وحنا انطلاقا من, من هاد منه كنتمنى انا بعدا شخصيا وبعد المجموعه كنتمنى تكون السيده فاطمه الزهراء النصوري انت امرأة قويه وكتخدم وكتجمع وعندها بزاف ديال الحاجات اللي يمكن لها تزيدها الحيز وتزيد عندها ليكسبيريونس حتى معايا شكرا مزيان دابا غندوز القضيه ديال الحزب والثقه الثقه الثقه خصنا حتى الاعلام يعاوننا شويه حيت ولينا كن كنطيحوا من الاحزاب اذا ما كدير والو ما كدير حتى شي حاجه على هذا خصنا نتعاونوا جميعا كاين يعني بصح كاين الاغلاط خصنا نصلحوها كاملين كاين التاثير اللي خصو يدار ماشي في انتخابات يدار على مدى الحياه ديال الحزب باش نقدروا نخدموا حتى ما تكون واحد الوساطه هنا باش نرجع للوساطه الوساطه هي كانت دارت بالنسبه للمحامين كان رؤساء الفروق ديال الاحزاب في البرلمان داك الوسطه بالنسبه للمحامين وانا كان حتى بالنسبه للتنسيقيات ما يمكنش تكون بالنسبه للتنسيقيات ورؤساء الفرق ديال البرلمان حتى يقوموا بهذه ويجلسوا مع التنسيقيات هنا غنرجع القضيه ديال اللي مهمه هنا هذه ديال احبك يا وطني حنا ما كنكذبوش على المواطن ما كنكذبوش عليه حنا خصنا نكونوا صراحه كلنا هنا خصنا نكونوا صراحه ونكونوا نقولوا الحق حنا المستشفيات كلشي كيشوف بان كلشي كيتبنى لا الجهويه لا الجمعيه المجموعات الصحيه كلشي كيتبنى وكلشي خدام بالنسبه للاطباء تبدلوا باش يخرجوا الاطباء تحفيز الاطباء عند هذاك السلم ديال و 509 دوك هذا الشيء خصنا نقولوه للناس نكونوا صدا معنا ن... انا نزيدك واه المستشفيات كيتبنى ما كاين والو غنقولوا حنا ما قلنا لهمش لا راه وجد راه كيتبنى داك الشيء وكيطلب دار بغيت تبني راه خصك عامين هذا راك سي اش دابا نكونوا ونكونوا نهضروا مع المعنى مع المعنى مع, المعنى مع, المعنى مع المواطن كلها ودي شوف كونوا صراحه نقولوا ودي راه حنا درنا لك واحد الدعم غاتاخذوا وغايقبطوا تقريبا 60% ديال الناس غايقبطوهم الدعم واحد اللي عنده ثلاثه 900 درهم ما ساهلاش ولكن اودي باش نقدر انا نبدا نعطيك ديك 900 درهم خصني نحيد شي حوايج اللي كانوا كيستافدوا منهم الاغنياء وهنا القانون الايطالي اللي كيرجع كي يهضر على المقاصه اصلاح المقاصه وهنا كنهضر انا رجع على الغاز على المقاصه انا رجع الغاز ولازم نعطيكم هذا عندك في هاد العشر سنين الاخرى 135 مليار ديال الدرهم اللي مشات المقاسة بالنسبه للغاز الى حيدنا ديك 3.7 مليون, دي مليون ديال الناس اللي كيستافدو عطاونهم الجبوطات في عام غنوصلو 88 مليون ديال قنينه شحال كنصكن ناخذو في العام 230 مليون قنينه ديال الغاز اللي كتمشي في العام فين كتمشي هذه عند شكون عند الشركات عند الفلاحه اللي كيخدمو بهم واش تكونوا واضحين حنا عندك الا حسبتي هذه 6% هي 80 مليار ديال الدرهم اللي مشات هباء من ثورة وخصنا نكونوا مع الناس نقولوا دير هادشي درنا لكم هاد حنا خصنا تكون عندنا القدرة راه واخا زادت عليكم 10 دراهم ولكن اللهم الاستدامة ديك 900 درهم احنا وبالنسبة للمستشفيات احنا كان خدامين وكنحاولوا على قدر المستطاع وهكا غادي يفهمها وغادي بالنسبة للقطاع الخاص ديال الصحة داك الشيء مشى الله سي متفقين ولا سي هي اللي كتصرف لهاد المصحات الخصوصية متفقين على اساس كاين دي دوسي اللي كيجيب وكاين الحكامه راه كاين المراقبه في لي دوسي ما كاينش كما كين قال سيد حموني لا ما, ما كاينش المستشفيات ومشاو للقطاع الخاص كيتخلصوا داك الشيء قانون كتكون المراقبه فيه ماشي حاجه اخرى هذا القطاع الخاص اللي قلتي لا حنا ما نعاونوش القطاع الخاص انا كنشوف التعديلات القطاع الخاص ديال التعليم كتقولوا الناس اللي كيديو ولادهم القطاع الخاص قانون الماليه في التعديل نعطيهم فلوس واش حنا بغينا نعطيو لهاد الناس اللي هذا نزيدوهم في الثمن هاد الناس في الصاليك ديالهم في الاجور ديالهم ما ديالهم اللي قالتي دابا داك الاضراب هاد, هاد الاساتذه اللي في التعليم العمومي ولا انا واحد السيد اللي عنده باش يمشي للقطاع الخاص انا نعطيه ونختاره وبالتالي بعدا ما كناش نديرو كلشي عارف انت هما الدستور راه عندك الماده الفصل 77 كيقول كي لك الا جابت المعارضه شي حاجه ولا البرلمان كامل جاب شي تعديل وغيزيد في التكلفه وما كاينش المداخل ما خصهاش تقبل وبالتالي هذه غنحلوها من بعد ديال التعديلات حتى التعديلات لا جاوا خص واحد ما يجيبش تعديل يجيب معاه تعديل اخر باش كيخلي الكلفه كيخلي ما خد هذا الشيء اللي كاين في في الفصل 77 راه ساهل نجيب التعديلات نقول لك لا سيدي اعطيني انا دير لي هادي عاون حيد لي هادي حيد ولكن قول لي ملي غنجيب المداخل خصنا نحافظوا على التوازنات وحنا كاملين ماشي أنتم الاغلبيه المعارضه خصنا نخدموا على الطريقه باش نقدروا نخدموا على الطريقه خصنا لي زوتي مع عند وزاره الماليه باش كيمكننا من نقصوا شي حاجه نديروا تعديل اخر ونبداو نجيو ديك الساعه بوجهنا كنقول له ودي انا حيت هذه انا جبت لك المداخل قلت لي خصنا نخدموا على هذا الشيء هذا اللي بالنسبه لـ بالنسبه لهذا الشيء ديال بالنسبه ل... لهذوك الوكالات اللي هضرت عليهم هاد الوكالات كان في داك القانون التنظيمي ديال الماليه على خدامين فيه فيه بان هاد الوكالات وكاع المؤسسات اللي هي برولونجمون أه برولونجمون ديال هادي غيدخلوا حتى هما لي بيجي ديالهم غيدخلوا القانون الماليه ويولي عندنا النظر نضغ... النظر فيهم سي بن ابراهيم شكرا. شكرا انا نبدا بمؤتمر ديال العداله والتنميه والرهان التنظيمي اولا هذا كاين سير 2025 حنا المجلس الوطني اللي غيكون في منتصف يناير صحيح في هذه النقطه في جدول الاعمال لكن كتقول لي واش بن كيران هذا السؤال وجهه للسعب الى بن كيران حنا اللي في الحزب اللي عندنا حنايا كنختاروا كنصوتوا وطبعا اللي كنشوف فيه الكفاءه كنصوتوا عليه هو حصل على 81% في المؤتمر الاخير دابا سولو هو واش غادي يتقدم ولا ما واش يقبل ولا ما يقبلش اما المؤتمر هو سيد نفسه آه بالنسبه لهذا الشيء ديال التحليه ديال الدار البيضاء انا ساكمل هذا الشيء اللي قالوا السي اللي قالوا السي رشيد اولا احنا رسميا بلغنا الهيئه الوطنيه للنزاهه والوقايه من الرشوه ومحاربتها بلغنا رسميا بكتاب كنقولوا لها ودي لكي تنظر في الموضوع علاش تضارب مصالح السي رشيد جبد كريم العمراني وجبد جطو وكاين كاع وزراء اللي كانوا معنا كانوا وزراء واتير الموضوع يعني في الحكومه قبل الاخيره وتير الموضوع يعني مع وزير وكنا كنقولوا هذا الشيء حتى كي حتى دابا الان عندنا رئيس حكومه عنده مشاريع عنده فلوس وعنده مشاريع وعندنا دابا حنا كنقولوا دي جينا باش نهتموا بالمواطن صحيح واللي قال سي شوكي حنا اهتمينا الطبقه المسحوقه والفقيره والهشه ونزيدك انا اهتميتو حتى بهذوك الكبار حتى هما حتى هما تبارك الله تزادهم الله يزيدهم الطبقه المتوسطه لم تستفيد بعد لم تستفيد ني كيجي رئيس الحكومه وحتى هو كيدخل مع مع الجماعه في واحد القطاع زعما يعني صعيب علاش حيت هذه الشركات سواء افريقيا غاز او اكسيونا ولا جرين اوف افريقيا كلهم فيهم اقوى افريقيا غاز كاينه في كما قلتي كاينه في البورصه كلهم حتى هذيك اكسيونا مشينا كنقلبوش برا دخلنا فيها اقوى واه ودابا اللي راهو الشركه ديال رئيس الحكومه هي اللي خدات الصفقه راه ما كاين حيت افريقيا جالسه بين جرين اوف افريقيا الاغلبيه ديالها فيها ديال اكوا اكسيونا فيها اكوا فانت تحدثتي على عائله اخ نوش و... كنشكرك على هذا الوضوح اللي تكلمتي به لكن خصك تزيد تقدم شويه اخلاقيا ما يمكنش واحد المؤسسات اللي غتولي تراسها ها هي غير عائله يلا ايوا عائلتك انت غترأس المجلس الاداري ديالها غترأس هذاك على داك الوزير اللي هو كيدبر هذا القطاع صعيبه فاذا تضارب المصالح واضح وقلناه وكررناه وكنقولوا هذا يجب ان يتوقف من الناحيه القانونيه كاين الماده 32 من القانون ديال ديال اشغال الحكومه غير كافي نهائيا كاين الفصل 30 من الدستور هو الاقوى وهذا من الناحيه الدستوريه اقوى من كل شيء لذلك احنا اعتمدنا عليه باش مشينا للهيئه ثم كون غيستثمر مليار مزيان غيخفضنا انت كتعرف هذا انت كتعرف هذا كثر مني تحول وتطور اللي غادي عالميا هو اقل من 4.4 ديال الدرهم ديال التحليه هذيك اللي عطات 6 ديال الدرهم او الاخرين اللي تقصاو وخداو راه هما خداو في وف راه خداو في الداخله الاسماء الاخرى راه في الداخله هذا هو التوجه العام غادي لان الثمن كينقص ماشي دا حيت ينقص غير ربح المغاربه لا لا انا كنقول هذا مشكل حقيقي وكيخص رئيس الحكومه يكون عنده الشجاعه باش يتعامل معاه بما ينبغي وقد يكون اقلها هو تقديم استقالته اما من هنا او من هناك دور الحكومه السابقه في لا شنو هو هناك شنو هو هناك اه شنو هو هناك الثاني يا عبد الله الحكومه من الناحيه السياسيه يقدم ثقته من رئاسه الحكومه ولا شنو هناك هناك من من هذا شنو هو يبيع طيب هذا كله عبد الله شوف الله يبيع هذا الشيء كله كاين سمح لي نقاطعك سمح لي نقاطعك مرحبا بالمقاطعه شوف دابا انا ندوز حنا... عند... لا 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 شوف عندنا جوج تصورات دابا شنو بغينا كاينين منظومه واش كنتو حنا ناخذوا اي واحد اللي عنده ذكرتو بعض الاسماء من هادو كاملين نهار يبغي يدير السياسه ما نهضروش على هذه الحاله اليوم ان اديب بن ابراهيم نعاود ناخذو كمثال عندو مجموعه عندو مجموعه استثماريه عندهم مجموعه استثماريه استثماريه وبغى يدخل للسياسه غادي نقول له انا بيع البرانيين ياخذوا الشركه ديالك المغربيه المواطنه لهذا ويولي سياده القرار الاقتصادي الوطني في باريس ولا في لندن ولا في شي حاجه اخرى باش باش عاد نخليو السي 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 اديب بن ابراهيم يدير السياسه مع العلم على انه يحترم جميع القوانين اللي كاينه اللي تدبر هذا الشيء انا تنشوف هذا الشيء فيه شويه الحيف على الرغم من ان 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 هذا الشيء راه قلتي شويه المغالطات في هذا الشيء ديال 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 التنظيمات ال... هذا ولكن انا اللي بغيت نقول ان ما يمكنش يكون هذه الازدواجيه ديال 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 فين ما فين ما حنا راه ما عندنا حتى شي حرج نهضروا فيه وتتقولوا لنا حنا فين ما تجيو المحروقات ولا شي حاجه تنتنغزوا لا لا حنا نهضروا فيه بامور عادي لا في السابق اليوم شكرتيني ولكن في السابق ديما تتقولوا عندنا حتى شي حاجه ولكن انا, أنا, أول, أنا اول مره تن... كنتلاقى معك في هذا لا, لا, لا هي دابا غير في هذا الشيء راه كاين كاين في 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 في, 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 في مصر ان واحد العائلات اللي قبل ما تجي تدخل السياسة في واحد التنظيم قبل باعت لي شركات وصبحت مساهمة في في شركات دولية بهذاك الشيء ديالك واش حنا رجال الأعمال المغاربة نوصلهم لهذا الشيء لا سمحوا لي سمحوا لي. بالعكس حنا هذا الشيء اللي تديرو اليوم في بعض القطاعات منهم الطاقات المتجدده ولا تنحيي جلال الملك الملك اللي وجه رساله واضحه للافارقه وحتى الجيران باش يجيو هضرتي على الداخله باش يجيو الواجهه الساحليه هذه راه فيه رساله سياسيه قويه باش راه فيه واحد التطور يعني واحد التحول ديال التكنولوجيا اللي تجي المغرب ما نستاهلوش به ما نستاهلوش به ويمكن يجي الوقت اللي توضح لنا يوضحوا لنا هذه الشركات شنو هو اللي جعل الاثار ديالهم الاثار ديال ديال, ديال السعر ديالهم مناسب ولا هذا اذا انا تنظن ان نشوفوا راه قالها السي وانا باش نختم هذه الكلمه ديالي ربما الوقت ديالي انا بغيت ناخذ الكاسكيطه ديالي ديال رئيس لجنه الماليه ونحيي فيكم كاحزاب معارضه كفرق المعارضه انكم كنتوا يعني ايجابيين في الكثير من الاشياء ونظرتوا لبعض ما جابتوا الحكومه من نصف الكاس اللي قلتيها واحد العباره استعملتيها الممتلئ وفي الحقيقه انا كنت جد سعيد بالمناقشه والتحاور معكم في هذا ولكن نبقاو بعض الاشياء اللي ما خصناش يعني في واحد زعما واحد الانفعالات الم... يعني المتجاوزه اننا نهربوا حتى رؤوس الاموال المغربيه شكرا أنا ما... شكرا انا باقي ما كملتش هادشي واش كملت انا انا الله جوج دقائق اللي عندي تفضل تفضل انا ما قلتش نبيعوا للخارج وما قلتش نهربوا للاستثمار ديالنا للخارج ايوا دابا شوف ياك عنده بزاف الاستثمارات ولكن هاد السته كلهم ديالو سته بعدا تحديدا عندهم علاقه بالمواطن لا المحروقات لا الاكسجين لا دابا تحليه المياه لا لا الكيروزين لا الفيول دابا انا ما قلتلوش ما يستثمرش لا انا كنقول لا وي بعد على هذا انت كتعرف اكثر من اقتصاديا عدد من القطاعات اللي كان فيهم اللي كانوا فيهم واحد العدد ديال المسؤولين وبعدو عليهم منين كتدخل تدبّر ما يمكنش تدبّر وانت حاضر في هذا القطاع اخلاقيا ما يكونوا انا كنأكد لك بانه الدستور والصيغه اللي كانت قبل هذه اللي صوتنا عليها اثناء اللي كانت كد يعني موزعه على الاحزاب السياسيه كان فيها فصل واضح ما يمكنش نهائيا شي عضو في الحكومه انه يكون كي كي في قطاعات اللي هو غادي حضر فيها كانت بوضوح تعيدات بين عشرين ما غد غاديش ندخل في كثير من لي ديطاي فيها لكن حنا ما قلناش وراكين بزاف فين استثمر الخارج تبارك الله راه ما فيه شكون اللي منعو الافريقيا راه واسعه وكاين الخارج كبير وكاين اوروبا كبيره فدابا المغرب بعد على هذا الشيء ما 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 شيء هادشي ما ما ركبش انا هادشي هذا رايي دور الحكومه السابقه في المشاكل الحاليه لا مريم شوف دابا بعدا نتفاهم هاد الاخوان ذكروا ست المشاكل كوفيد وذكروا اوكرانيا وذكروا الجفاف وذكروا التضخم وذكروا الزلزال و وش... لا استاذه ما ذكروش كاع من المشاكل هادشي اللي ذكرتي انت راه دابا هادشي عنده الصناديق اللي كت... كتدبر واحد المرحله وكتجي انتخابات وكتقول لك شحال عندك الحق ما عندكش هادشي د المقصه وهادشي ديال التعليم راه في 2016 قال الحزب الرأي... قال الشعب الراي ديالو وصوت علينا ودزنا من 102 ل 124 فاذا هذا الموضوع كل مره دابا بحالا ندير واحد الشماعه ما كفناش هاد سته القضايا نزيد واحد الشماعه الحكومه السابقه اسيدي مرحبا ايوا راه جبناك يا راه قال السي اديب الكفاءه ولقاها يعني دخلها في واحد العدد ديال المجالات انا كنقول لا غادي نبقاو نجبدوا الحكومه السابقه أعطيوني انا جبتها في السياق جبتها في السياق في السياق ديال شوف 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 انا انا نجيب لك كاع الخطابات كلها شتي هادو اللي دابا في الحكم كانوا كيقولوا في الحكومه السابقه الحاجه المزيانه كيقولوا جلاله الملك يدارها وشي حاجه خايبه كيقولوا بن كيران ولا سعد الدين العثماني ياك باقيين عاقلين على الساعه اللي ضافت ودي عيسى ضافت دابا هنا دابا خليني نقولها لك كاينه كوارث وما كاينش دابا الهضره زعما ماشي معقول خص خصنا نكون كنهضروا على تعزيز الثقه تعزيز الثقه هو الوفاء بالالتزامات داك الشيء اللي قلته اللي صرحت به اللي وعدت به خصني ننفذه ما كننفذوش خصني نخرج نقول للناس بكل صراحه ووضوح هاش كاين ها علاش ما درتوش الى غير ذلك الى غير خص يكون بالصراحه والوضوح كثره الوكالات والمسؤوليه السياسيه ولكن قانون ديال اصلاح المؤسسات هادو ثلاثه اللي ذكرتي هما جداد وفيهم تغيير جذري على الوكالات السابقه والمسؤوليه السياسيه واخا كيتقولوا راه ما كيقطعوش القانون 69 صفر صفر هذاك فيه هذاك فيه غير المراقبه القبليه اما المراقبه البعديه فيهم كاملين اختم لأقول شوف هذا الشيء اللي تكلم عليه المقاصه السي اديب ايجابي خصنا خصنا نمشيو هذا هو الوضوح خصنا نقولوا للمغاربه نديروا اصلاح المقاصه علاش علاش علاش, علاش. هادشي اللي كان كيقول بالكيرا واللي كيقولوا سعد الدين واللي خلص اليوم رئيس حكومه حتى هو يقولوا ونقولوا شوف بكل بساطه هادشي اللي كيمشي الوقت يداهمنا فت انا فت خمسه دقائق حسبتي لي فت خمسه دقائق <applause> فتيها فتيها دقائق لا ابدا امبوسيبل كنت ثمانية دقائق حسبتي لي حتى الشيء اللي قال شوقي شكرا سي تيتواني هو اللي واخذ الوقت وتاكد بانه وصلت عندنا مازال مازال واحد المحور يمكن خدينا وقت اضافي وغادي نعطي الكلمه للزميله باش تناول المحور الاقتصادي آه فعلا ثلاثه تل ثلاثه ديال الدقائق لان غادي يكون محصور في, في التعليق على قانون المال مشروع قانون الماليه آه 2024 طبعا هذا آه هذا الشق الاقتصادي مهم جدا خاصه فيما يخص أولا التزامات الحكومة، وثانيا المسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب، واللي عبر عليه من, داخل من خلال ذاك النموذج التنموي الجديد. كاينين بزاف ديال المؤاخذات على الحكومة الحالية، هي بالنسبة للفرضيات ديال التنمية الاقتصادية اللي كتنحصر في واحد 3.5 حتى 4% على أبعد تقدير، ولا هو بعيد جدا بالنسبة للمغرب أنه يلتحق بالدول الناشئة. من غير هذا الشيء كاينين بزاف ديال المطبات في المسار التنموي والاقتصادي المغربي كاين نقدروا نقولوا ان ميثاق الاستثمار يحسب للحكومه كاين لو فون محمد ديال حتى هو نديروه في نقاط الايجابيه باقي مثلا في تحسين مناخ الاعمال كاين قانون الاضراب اللي مازال كننتظروه تعديل مدونه الشغل وغنشوفوا لو ديبا اللي غادي تنتج ليه آه كاين الاشكاليه ديال آه الاقتصاد الغير مهيكل هنا غادي نجيو السؤال واش هذا مشروع قانون الماليه فعلا آه جمع جميع الشروط لحصر آه اضرار الاقتصاد الغير مهيكل على آه الاقتصاد المهيكل حيت لاحظنا انه كان تراجع بالنسبه للمقاولين الذاتيين في مشروع في قانون الماليه ديال 2022 برفع نسبه ديال لوطو دامبوزيسيون والارقام كتبين ان كاينه واحد لا ميغراسيون ليكونومي انفورميل كاينه ايضا مساله ديال هنايا يعني بعيدا عن قانون الماليه هي محاربه اقتصاد الريع تحسين مؤشرات محاربه الفساد و والرشوه اللي هما ايضا لازالت مطبات تطرح بصفه يعني احنا راه تحدثنا عليها والاساتذه راه هضروا على التاخر او التراجع ديال هذه المؤشرات بالنسبه للمغرب وايضا باش نعاودوا نرجعوا الطبقه المتوسطه، هل تخدم يخدم هذا المشروع قانون الماليه العداله الجبائيه وتخفيف العبء الجبائي على المواطنين اللي كنسميوهم حنايا لي كونتريبيبل اونيت وشكرا هذا هو المحور اه لا يعني بعجله هنا بزاف ديال المسائل حنا كنعرفوا اه, آه. 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 هي تماما ويمكن يم... اه ويمكن نديروا انه كاين واحد المساله اللي اللي تحدثنا عليها هو عدد التعديلات اللي كان مهم جدا واش هو يعني رجوع الى الى يعني صوت العقل في الظرفيه الحاليه بالنسبه للحكومه او انه كان دفاع شرس ديال التعديلات عدد ديال التعديلات كان مهم جدا يعني واش كاين شي تعليق على هذه المساله واجمالا كيف يخدم هذا القانون آه الاهداف الاقتصاديه وشكرا نبدا كنظن غادي نبدا بسي غادي رئيس الجلسه الماليه كاينه ايه لا قلت لي ثلاثه دقائق بغيتو يلاه سي الشكر كليتيني غير بسرعه انا غير لا انا ما انا انا كنطرح غير سؤال يعني يعني سريع الحكومة يعني دارت واحد إعفاء الضريبة على القيمة المضافة على المياه المنزلية، وهاد الضريبة هي ملي كنشوفوها في الفواتير يعني كتبقى واحد القيمة يعني محدودة يعني في فاتورة ديال خمسمية درهم يمكن واحد عشرة درهم ولا 14 درهم تقريبا، ولكن في نفس الوقت رفعت الضريبة على الكهرباء، الضريبة القيمة المضافة على الكهرباء. اللي غادي يمكن ت... القيمه ديالها غتكون زايده شي شويه فيمكن توقعات توقعات يعني ف... هو مشى قرا التعديل في <applause> الاعفاء والاخر راه فيه حتى هو الاعفاء في الفاتوره ما غيتزادش الكهرباء ولكن هو قرا بطريقه اخرى يلا يلا ف... يعني التافيه ديال الكهرباء غادي تكون غادي تزاد يعني ال... يعني كاين ارتفاع كاين ارتفاع ديال الفاتوره ديال الكهرباء يمكن توضحوا لينا هاد هاد المساله النقطه الثانيه وهي كتعلق بهاد هاد الدعم المباشر اللي غيتعطى للاسر غادي يبدا يتعطى دابا ولانه مرتبط بواحد المسطره ديال التسجيل ديال التسجيل في واحد المنصه واش ما كتخافوش بانه كتخشاو بانه غادي تظهر لكم بحال واحد بحال واحد الموجه جايه ديال بحال هذا الشكل ديال المتعاقدين لأن واحد الفئة كبيرة اللي غادي يلقاو راسهم بأنهم ما ياخذوش الدعم وفي نفس الوقت غايشوفوا بأنه كاين زيادة ها في البوطه ها في الكهرباء كيفاش واحد الفئات واحد الفئات اللي هما ما غايستافدوش من هذا الدعم المباشر كانوا في راميد كانوا فئات كتعتبرو هشين ولكن ما غايوصلوش لهذيك العتبة ديال ديال الاستفادة يعني في المؤشر. يعني هاد الفئة هذه هاد المجموعة اللي كان عندهم راميد. واللي ما دازوش لا متضامن يعني يمكن يشعروا بانهم تزادت عليهم اسعار ولكن ما استفدوش من الدعم المباشر واش ما عندكمش تخوف من هذه المساله وكيفاش ممكن أن يعني ديري بانه يتلقاو شكايات وداك الشيء ولكن ممكن توضحوا لنا هذه المساله غنعطي الكلمه لاخت مريم لا افكر باش نوضح لكم هذه النقطه غير هذه مساله وقفت عليها شخصيا يعني في ا متضامن مثلا كاين اللي كيشتغل في الاقتصاد غير المهيكل وعنده دخل محترم وما معروفش ماشي ديكلاري وكاين اللي حارس ديكلاري تياخذ 3000 درهم او خدام ولانه ديكلاري ما تيدخلش ما تيدخلش في هذا ما كيدخلش في الدعم المباشر ما كيدخلش لان عنده دي لانه ديكلاري وعنده التعويض العائلي ولكن واحد اخر كيخدم في لانفورمال تيدخل مبالغ كبيره وداخل وداخل, وداخل في ا متضامن الكلمة المريمة لا لا لا. <applause> من من هو ال... <applause> إلا كان ممكن نعطيكم بعجالة عندي غير بعض الملاحظات بزاف ديال الأسئلة طرحوهم زملاء قبل مني أه... الأغلبية تحدد تحدثت غير ما مره والان نيت على ان رفع الدعم على المحروقات كان بدون اجراءات مواكب مواكبه حنا دابا بصدد اصلاح كبير صندوق المقاصه ورفع الدعم على المواد اللي باقيه في هذا الصندوق شنو التدابير المواكبه اللي غتمنع الاخطاء اللي كانت في التحرير ديال المحروقات وفي قانون الماليه دائما مشروع في مجلس المستشارين دخلوا 75 تعديل اللي 73 في السبعينات اكثر من 70 التعديل اللي ممكن بزاف منها ممكن ان بعض منها ترفض في مجلس النواب شنو وقع غادي نبداو نبداو بالمعارضه سي بوينو الا سمحتي اطار واحد ثلاثه دقائق اذا امكن <applause> لا مرحبا اولا بالنسبه للتعديلات اللي كاينه بجلس المستشارين ها <applause> <applause> هو كلاك خمسه <من> ثواني <applause> التعديلات اللي كانت مجلس المستشارين بغيتي مني قراءه تقدموا ب 243 تقبل 73 يعني 24 من السجوان و35 من من الاغلبيه خلينا نكون معك اكثر وضوحا انا ما عندي مشكل الاغلبيه وتعاملها تعاملها مع الحكومه يمكن الحكومه تدوس عن طريق الاغلبيه لكن انا ما كنتفهمش نهائيا السنه الماضيه 27 29 ديال السجوان وهذا العام 24 28 بل ان التعديلات تقدم باسم الجميع وكناخذوا التعديل ديال السجون هادي ما بقاش حكومه خصنا نكون بكل وضوح واش ديال الاغلبيه ولا ديال رجال الاعمال انا بكل وضوح فضلا على انه التعديلات ديالنا انا حسيت عندي سبعه ديال التعديلات تقدمتها كمجموعه نيابيه في الغرفه الاولى كلها مشات وجات عن طريق مجلس المستشارين سيدي قلبوا الشيء رفضوا الغرفه الاولى هي اللي فيها النقاش السياسي هي مجلس المستشارين اما هادشي اللي كيوقع غير مقبول نهائيا فيما يتعلق بالعداله الجبائيه والطبقه المتوسطه ان كاينه ثلاثه الضرائب الضريبه الاولى هو هبطنا من 30 من 40 ل 30 فيما يتعلق برسم السيرات هذا غير مفهوم وغير منطقي معرفتش شكون اللي كيستافد منه وتكلمنا عليه وهذا غير منطقي وغير معقول وغير معقول الضريبه الثانيه فيما يتعلق ب بال الطبقه المتوسطه الطبقه المتوسطه حنا كنا كنقولوا ما دير لا تا خلينا السكن صحيح انا كنتكلم بكل المسؤوليه السكن درنا الطبقه المتوسطه حدود واحد سبعه المليون مزيان لكن من غيرها ما كاين حتى شي حاجه للطبقه المتوسطه وجبنا اجراءات كثيره فيما يتعلق بالضريبه على الدخل الطبقه المتوسطه ولم تقبل ولم تقبل ماشي تقنيا وماليا سياسيا لانه قيل لنا بان رئيس الحكومه غيكلس مع النقابات وغادي يجيبها في, في يناير وفي مارس غيتصادق عليها وتجي في القانون الميداني 2025، هذا غير معقول لكن شي حاجه اللي معقوله خصها تقبل. ثالثا هذه القضيه ديال ديال الضريبه ديال, ديال الاواني كاع داكشي اللي عندك في الكوزينه اللي عندي في الكوزينه كله تزاد فيه. الضريبه والتليفون الى غير الطبقه المتوسطه مشينا طحناها بالضريبه ما زدناها ومشينا طحناها هذو ثلاثه ديال المستويات في فيما يتعلق ب آه بالاعفاء ديال ديال الماء والضوء الماء آه ما كاينش فيه تم الاعفاء يعني وما كاينش في لا فيما يتعلق بالكهرباء كاين الاعفاء بالنسبه لا ولكن الطبيه غتزاد لا من غتزاد غتزاد ما بين الوكالات ديال التوزيع وما بين لوينو وما بين الشركات الخاصه هاد لان هادوك الشركات اللي كتنتج الماء ولا كتنتج الكهرباء اللي كنتجع عفوا الكهرباء الضوء هي كدوز لوينو واللوينو كيدوز للشركات هادو بيناتهم باش يكون عندهم بيطوار وتحدث في 20% لا لا كاينه نوار سير بلون في قانون الماليه بانه لن تتاثر يعني لا فاكتور ديال المطري. واذا تاثرت راه غادي ندخلوا فيما يتعلق بالدعم المباشر والعتبه والسلم الاجتماعي غير انا معك في هذه القضيه كاينه حقيقه تخوف بان نوليو نعاودوا هذا الشيء علاش لانه حنا كنقولوا اودي اه هذا الشيء مزيان لكن كاين اشكالات دابا لا خدينا غير جوج الفئات الفئه ديال القادرين ها هو غير القادرين هما ام متضامن غير القادر غير القادرين ام متضامن القادرين لحد الساعه ما خرجش المرسوم نهار الخميس ايوا وهذا المده هذه دي من ديسمبر ديال 2023 الى الان ماشي الدعم المباشر انا ما كنهضرش على الدعم المباشر راه استاذ فلذلك انا كنقول كاين اشكال كاين إشكال ديال الاسره الواحده دابا الدعم المباشر فيما يتعلق بالاسره بالاسره الواحده الاسره المكونه من من اشكالات فيها فيها الدراري كيقراو فيها المعاقين وفي الاسر المركبه هذا الشيء كله باقي اشكالات وثم اذا ضفنا لهذاك اللي قال رشيد قبيله المتعلقه بال بالفئات الهيئات المستقله هادو كاملين التاجر مشينا هذاك التاجر الصغيور والمتوسط درنا له المساهمه المهنيه الموحده كنقد والو نيشان والاخرين بقينا كنقولوا ودابا غير 1.6 مليون ديال الفلاحه اللي كنا كنقولوا للسيد وزير الفلاحه سابقا رئيس الحكومه الحاليه اودي تحاور معنا جا تحاور معاهم دار لهم 0.6 من السميك ولحد الساعه لا بل اكثر من ذلك في الفلاحه كاين الاس اللي خداو الشعير وما غاديش انا اعطيت غير مثال والا كاين امثله كثيره في هذا الموضوع انا ارجو ان رئيس الحكومه خليني نتكلم بانه بايجابيه انه قال نسبه الفقر ونسبه الهشاشه بالرغم من انه ما كتعدلش 12% هو غادي يوسع العتبه باش توصل 25% حنا كنتمناو هادشي يكون لانه هذا غيخفف الوطن تغيير العتبات لان العتبه عندنا العتبه ديال كان كنديروا عتبه خاصه بالطلبه غنديروا عتبه خاصه بالدعم المباشر ولكن الدعم المباشر اللي خدا شي حاجه ما غياخذش من الباقي وهذا منكر انا كنقولها منكر لان الطالب وصل 12 18 عام وصل 20 عام 21 عام باش اش باغي تربطو بباه هو جاي من رشيدية للدار البيضاء علاش تربطو بباه تعطي ببا. 500 درهم وتعطيه تعطينيش عام، عاود تجي للدار البيضاء شكرا الوقت يدهي السي الحموني بايجاز لا المعارضه مقهوره في البرلمان غنعطيوها الكلمه هي لا لا تبع لا 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 سي الحموني ندوزو عند سي بن ابراهيم حيت سي شوكي ديما كندوزو هو الاول شوكي كلمه اخيره نخليوها لك شكرا لا القضيه ديال ما مقهوريش اللجنه بقات حتى 9 الصباح من الجمعه في الصباح حتى نهار السبت بعد 9 الصباح الماليه وكنشكر الجميع اللي خدمنا فيها انا غنتكلم على القضيه بعد ديال 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 الامتضامن كما كان بصح كاين الناس اللي خدامين وما ديكلاريينش كيديكلايوا في راميد مي دازو الناس من راميد الامتضامن ولا واحد المراقبه بانوا الناس اللي ما عندهمش حق يستافدو وبالطبع غتنزل هذه وحده ثاني حاجه هاد الناس اللي في امتضامن وما عندهم حتى شي دخل وبالتالي غيستافدو من من بالدعم المباشر كونوا واضحين حيت لا بوبولاسيون الدعم المباشر, المباشر فيها الناس ديال تضامن والناس اخرين 60% ديال الناس اللي بقاو على حساب ديك العتبه اللي داروها دونك الفئه كبيره اللي غتستافد وما خصناش نخلطوا ما بين لامو التغطيه الصحيه والدعم الدعم غيمشي للوكاله بوحده عنده دونك الناس غادي يستافدوا منها القضيه ديال ديال بالنسبه لهادشي الشيء ديال التيفيه بعدا بصفه عامه كان عند الدوله عندها عندها مشكل ديال هادشي الشيء ديال التيفيه الفرق ديال التيفيه كان ديما عندنا تي كان عندنا الرسم ديالو في البيع كيكون كي قل في الشراء وكيطرح للشركه مشكل كتولي هي كتسل والدولة هادك الدوله تي في ا والدوله هذاك لو بيطوار الدوله كتولي كتعطي هذا العام عطات 17 مليار ديال التي للناس وبالتالي هذا الاصلاح هذا يمكننا باش نستافدوا من ديك الفلوس كنا كنعطيو ديك التي في ا بيطوار باش نعطيوها ونديرو بها مشايخ اخرى ولا نعطيوها ال... بالنسبه للو بالنسبه للماء، الماء حيت كاين المشكل الما مقنن والكتريسيتي مقننه غير الماء مقنن بطاريه ما فيش القيمه المضافه اور تاكس وبالتالي شكون الماء لا ما فيش اور تاكس الله يهديك الله يهديك واسمح لي واخا نكمل لا الماء لا لا الماء الضو الضو تو تاكس مقنن هادشي اللي كنقول لك الماء ما فهمتيني ما كنصحو لك ما, ما فهمتيش انا لا باش نتفاهموا الماء كاين لو مونطون اوغ تاكس خصك تزيد تي هادشي اللي كنبغي نقول لك دونك الا حيدتي تي غيتباع اوغ تاكس التقنين ديال دو... الضو تو تاكس ديال تي حيدها تو تاكس وبالتالي حنا مي... واخا غتزيد في تي ما غيطلعش الضو خصك تبدل لاريتي اللي فيه التقنين نتمناو ما تقيسوش الحكومه على الاقل نتمناو دونك هادي علاش بقات بيننا ولكن المشكل اللي يوقع هو الوينو الوينو من ديك الخساره ويولي عندها داك تيفي هذا البيتوار عاود وغادي يطلع واحد اعطينا اربعه د المليون اعطينا خمسه د المليون ولكن هادشي كله داير في اصلاح اصلاح المنظومه ديال كاع الشركات والمؤسسات ديال الدوله اللي غيدخل غيصلح هادشي كامل ولكن حنا خممنا في المواطن هو الاول دابا هذه بالنسبه بالنسبه للدخل الطبقه المتوسطه راه جا بعد 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 المقترحات اللي جا في القانون المالي اللي جات الا خديتي تي ديال ديال المواد الاساسيه اعفاء الزبده دا الحليب داكشي ما كياخذوش الطبقه المتوسطه ما كياخذوا المنتوجات الصيدليه مي حيدنا دابا الاعفاء دا اللي جا في 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 الغرفه اللي داو غيجي عندنا غدا فيه الاعفاء من الضريبه تاع ديك 20% اتونسيون مع الحق في الخصم لا لا, رجع. لا 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 لا, لا, لا. رجع لا ماشي هو اللي رجع 20% مع دا. الحق في الخصم آه اللي تاكد لا لا انا ماكد اللي جا فيها لا 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 اسمح لي الا الا انا نقول لك شنو وقع مواد صيدليه كانت 7% داروا لها الاعفاء وقع المشكل ديال ذاك البيطوار الناس اللي كيخلصوا الطي في غيوليو دابا ردوها ديك 7% ما تبقاش ولكن يبقى رومبورسومون وهذه بالتالي الدوله غتحمل غت البيطوار دي ديك 700 شي دافير هي اللي دا تخلصوا وهذا كله غدوا هبط والدوله غتخلص هذه الشركات وهادشي اللي من دوايات الاغنياء كيمشيو كي ياخذوا دوايات ويا هنا الطبقه الوسطى المتوسطه راه هي اللي غادي تنتابع من هذا هد... لا لا, لا باش انا دغيا باش ن... باش نختم انت جالس معنا هنا وصيفط لنا ميساج غدا أف... يا ريت يعني تبعوا جلاله سي ابراهيم صافي صافي كمل لا كمل النقطه ديالك لا هادشي اللي كنقول بان كاين بعد بعد التعديلات اللي كتخص حتى الطبقه المتوسطه ونرجعوا للطبقه المتوسطه هو الدعم القطاع راه كتستافد منه طبقه متوسطه والسنه المقبله بالنسبه للدخل هذا اللي كنهضروا عليه الضريبه على الدخل راه وعدنا السيد الوزير بانه غتكون دراسه وغادي يجي في القانون المالي الجاي باش نهضروا ديال الدخل وشكرا بالنسبه للتعديلات عندي بالنسبه للتعديلات صحيح بان الاغلبيه المعارضه جاب تعديلات ولكن كنعاود ناكد عليها كاين تعديلات اللي غي غير قانونيه هاي اللي ماشي غير قانونيه ملي كتجيني انا المعارضه وكتجيب لي واحد الضريبه على الشركه وخلي ما تقبلاتش هذه لا شي وحده شي وحده لا وخلي نكمل لكم ملي كتجي انا قانوني الحكومه ما كتقولش غير قانوني وانا خليني نفسر لك ومشيتي معايا في الخطه سي بوانو قلتيها ولا لا وكون واضح لا واش كاينه هذه ولا ما كايناش الضريبه على الشركه ما يمكنش نرفعوها حيت القانون الماليه ديال 2023 حدد كل عام الضريبه شحال غتكون وبالتالي حتى 2026 مي خصو يكون اتاغيجي ما كاينش نزيدو الشركه نزيدو في الضريبه على الشركات نبدلوها ديال 26 سمعيني بواحد 10 ثواني خليني نكمل كيفاش كتفسر انت التعديل اللي دارت مجلس المستشارين الشركات اللي كتربح اقل او اكثر من 100 مليون ديال الدرهم خلال ثلاث سنوات انه عوض نطبقوا عليها 35% غنطبقوا عليها 20% انا غنشوف كيفاش كتفسر انا غنفسرها لك اعطيني دقيقه غنفسرها لك لا انا نفسرها لك شوف كتقيس لك الصالح المواطن الاثر الرجعي الشركه اللي عندها داك الأثار الاثر الرجعي ملي كيكون لصالح الشركه كيدوز اسي انت عارفه القانون كيكون اثر رجعي صالح الشخص راه كيدوز ملي كيكون اثر رجعي كيضر الشخص راه ما كيدوش هذا هو التفسير ديالها شكرا الكلمه ليك سي بعجاله شكرا شنو هي عجالة؟ في اطار ثلاثة أربعة خمسة تسعين أربعة أنا غادي ما نعاودش الأمور اللي قالوها قبل مني بالنسبة للعدالة الضريبية لأن الإصلاح اللي جا في السنة ديال 2023 يعني الحكومة قالت في 2023 غادي يكون إصلاح الضريبة على الشركات الحصيلة بطبيعة الحال حدود شتنبير شنو هي الحصيلة في هذه الإجراءات اللي دارت زادت سبعة المليار ديال الدرهم الحصيله هاد السبعه المليار ديال الدرهم منين جات ارتفعت الضريبه على الدخل تقريبا بواحد 2.3 مليار ديال ديال الدرهم وعلاش ارتفعت بفعل الارتفاع ديال الضريبه على الاجور اجور ديال الموظفين هما اللي خلصوا ديك 2.3 مليار ديال الدرهم الحصيله على الضريبه على التافيه شكون اللي كيخلصها هو داك كونسوموتور فينال جوج فصيلة سعود مليار ديال الدرهم الشركات شحال دخلنا صفر فاصله مليار هذا يصلح كله المقارنة ديالك غلطة المقارنه ديال الأرقام لا المقارنة هدو سنين هدو سنين هدو سنين هدو يعني ما شوف شني 22 شنو هي يعني شكون اللي كيخلص اليوم راه هادوك الموظفين را الساكنين الشركات وكلشي كيعرفها الشركات وخا التقارير الرسمية واحد في المية من دوك الشركات اللي كيخلصوا كيتلاعبوا وشكون اللي كيخلص هو الموظف هادو تقارير رسميه ماشي حمول اللي كيقولها واش كل كيخلص الشركات كلهم كيخلصوا هذا خصهم يستحقوا انا ما كنقولش راهم هاد الكلام ديالي انا اجوا تقارير رسميه بالارقام مساله ديال ديال التافيا ديال الضو ديال, ديال وديال الماء ديال الكهرباء هذا الحكومه جابتها جابت داك فهمتي داك اللي كيديروا كيسميوه طلامس جابت باش تلهيك سماوي جابت سماوي جابت التيفيا راه نزيد ولا النقاش ديالنا على التيفيا الموضة وش شحال هذا اخ 10 دريال باش تنسيك في الشيء الاخر حنا ما بغينا قلنا لا سيدي ما كاين مشكل خلي كاع على التيفيا كاع نناقشوكش فيها مشات جلست مع الاغلبيه خرجوا بالفرحه كيديكلاريو الحكومه ما زادتش لا لا, لا 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 لا, لا. الوزير اتفقنا معاه ودرنا مع جوج الجلسات وقلنا باش نحذفوا هادشي واتفق معنا ومشى واحد من الاغلبيه كيزري باش يتمنى حنا داكشي دق... دق... حنا ماديناهاش ديناهاش فهادشي ما كاين مشكل انا باش قلت لك هذا ديال السماوي لان داكشي اللي غتزاد 10 10 ريال ولا شي حنا ما ديناش فيها الاشكال الحقيقي اليوم هذه اللي كتقولك دوله اجتماعيه ومشات كدير الخوصصه الشركات الجهويه ديال الماء والكهرباء اللي راه جاي للمغاربه ديال بصح راه ماشي ديك التبيه تي راه ما غادي تزاد شي حاجه قليله هادوك لي ترونش اللي كيكالكيلو بهم لان الترونش الاولى كتكون عندك 0.8 الدوزيام ترونش كطلع الدرامونس وكيجي هذاك السيد كياخذ لو بيت بعد شهرين كيطلع لك الترونزيام ترونش ما كتزادكش 10 ديال كتزادك 100 درهم في الفاتوره جبنا لهم قلنا لهم التفي الله يسامح جبنا تعديلات اللي في نموذج محاربه الريع تحديد ديال دوك الرمال اللي في الشاطئ ديال البحر من الرباط من القنيطره وانت ماشي حتى العريش كيجيب كي طراكس وكيهز كيهز باش يرم الفلوس الفلوس كيعمرو في كاميو كيدي 7000 8000 لف درهم كيخلص داكشي اللي كيدي كي في النهار كيخلصو هو في العام كامل قلنا المهرع فين كاين داكشي اللي كيدير كلاريو ديال الصيد البحري شحال ديال الاسماك شحال كيدير كلاريو اقل كي من 10% هرع من تجيبو الفلوس ماشي تدفع لي 10 درهم الا كانت هذه حكومه ديال الدوله الاجتماعيه فعلا ايوا خاصها تمشي تجيب الفلوس من هذه البلاصه المساله ديال 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 الدعم الاجتماعي قبل ديال, ديال, ديال 40% لان شنو غتعطوا هذا الدعم الاجتماعي 60% من هادوك الناس اللي ما عندهم حتى تغطيه حتى يعني تغطيه 60% منهم ايوا و40% يعني 100% هادوك اللي ما عندهمش كنهزو منهم 60% وانتم في الاول حسبتو 60% قبل ما يخرج المرسوم باش تحدوا 9.74 لان حددت شحال ومشيتي كالكوليتي باش تجيب لي ديك 9.74 باش يستافدوا غير ديك 60% هاد 60% في المية تقالت قبل ما يخرج المرسوم، المرسوم ما خرجش الاسبوع الاخر هذيك 40% شكون اللي غادي ي... 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 يخلصها؟ شكون غادي يعطيها الدعم؟ لان اليوم انت لا, لا صبر صبر أه؟ لا عارف غاتعطيها انت شوف كيقول لك هاد مئة في المئة واحد طبقة ما عندها تصدق ما عندها ما عندها ما عندهاش ما عندها هذا عنده عنده اللي غيتعطى له الدعم ما عندوش تغطية صحية ما عندو حتى شي حاجة ما عندوش شي دار ما عندوش ما عندوش تغطية صحية اسي اسي بن شوف انا انا والله الا كنتمنى هذا المشروع ينجح لان مأمنين به انا كنقول لك كنقول لك اليوم راه ما غاديش يستافدوا هذوك الناس كاملين وراه دابا حتى الصحه ما كيستافدوش كاملين <applause> ودابا خليني نكمل انا كنقول لك هادشي اللي ك... تقال وكي... 60% من لا بوبولاسيون هي اللي غادي تستافد هذيك وكيفاش بقات و 100% هادو كيقول لك 60% من الناس اللي ما كاين عندهمش تغطيه صحيه ما عندهم تدخل هاد الناس انا نسالي واعطيهم هما التوضيح لان ربما غادي يوضحوا اكثر ختام شحال قالت لي قالت لك هو فتي واحد هذا دقيقه ولكن خداو لك هما من الوقت ديالك ويمكن المحور الاخير ها أه؟ 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 انا بغيت نختم بواحد المساله انا كنتمنى الحكومه تنجح لان النجاح ديال الحكومه هو نجاح المغاربه نجاح في ديال الدعم الاجتماعي التغطيه الصحيه انا التخوف ديالي هو من بعد هذاك المواطن عشان انا قلت قبيله كنهضروا خصنا نهضروا كاملين اغلبيه معارضه شنو يكون ما نبقاوش بالصراحه هذه فوقاش غاتشد الخدمات الصحيه راك ما غادي تلمسها ماشي دابا غاتلمسها تلمسها دابا واحد 15 عام ولا 20 عاد يلمسها هذاك المواطن المساله ديال الجاذبيه للقطاع الجذاب الجاذبيه هادو الجداد هادو كيمشيو للبريد اسي اسي ابراهيم انت شتي دابا شتي باش قلت لك انتم حكومه ما عندكمش الجينات ديال مفهوم الدوله الاجتماعيه ما عندكمش الجينات كتهضر ما البريفي تقول لي يا واقي تكون عندك الجينات ديال الاخر ما خلاص لك قطع انا ما خصنيش هذه هي الميزه الجديده لا تفهم فينا من واحد النقطه تاع لان ما كتسمعش اعطيه من الصعب والكلمه من الصعب من الصعب يمكن الحكومه تنجح في اخراج النصوص ولكن بهذا الشيء يمكن يصعب على الحكومه ان تنجح في التفعيل لانه هذا الشيء اللي قال سيبوانو التعديلات ديال السي جي ام ل... ل... الامتيازات اللي تعطات للشركات هذا الشيء ديال القطاع الخاص اليوم اللي كيتوجهوا اللي الفلوس كلها متجه للقطاع الخاص اخشى اننا نخصص هذا القطاع الخاص كان... و... وكما تخص القطاع ديال التعليم شكرا سي رشيد الحموني كنظن واحد واحد دقيقة ديال التعقيب ديال السي بن ابراهيم والختام مع السي محمد الشاكي غن غن نت... نتمنى سي محمد الشاكي يحترم خمسة دقائق لا لا باش 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 نرجعوا اه انا كان واحد الدقيقه ما عندي ما سال لا باش تفهم واحد القضيه الناس ديال اللي كانوا في سيستم غاميد ما كانش عندهم الحق يمشيوا للمستشفيات الخاصه حنا كان غاميد <applause> ما كانش <applause> آه لا دابا شوفها سي بوان واش لي لي قانونيا اللي كان غاميد بلا كارت راميد خلي الخارج في المغرب الخارج وا بلاتي كنقول لك هنا الخارج ما كيكش يدير هنا القطاع العام كيمشي للخارج هنا كان ممنوع على الناس دراميد يمشيو للقطاع الخاص والناس هنا اللي لك ما كاينش عداله ماشي صحيح منذ ألفين.. وانا طبيب كنهضر معاك منذ وعشرة كل ما يتعلق بتصفيه الكيلي كان عند القطاع الخاص لا هذيك وما تقول ليش ما كانش تصفيه واه شوف ولا سي واش كنقلبوا حنا على الكسب هذيك دارت حيت كان كانت هادو كانوا دي كونفونسيون ما بين الدوله وهذاك هذاك واسمح لي واش نلعبوا واش على الكلمات ولا غادي نهضروا معقول لا نهضروا معقول الدوله كانت دايره كونفونسيون مع هذاك القطاع حيت ما عندهاش الكفايه كيمشي للقطاع هادشي واخا نكمل هذاك سي وهداك دقيقة وهداك هو لا ودابا سي وخليني خليني نخدم وعقب نكمل شوف المشكل اللي نقول ك... له ماشي فقط غير تصفية الكيلي كاين كاين عدد من الامور كانت كدير لا كانت كدير الناس دراميد كتقول لهم الدولة الحكومة والقطاع والوزارة كتقول لهم سيروا ديروا عند القطاع الخاص بما فيها بما فيها اللي راديو بما فيها الاختصاصات كانت كتجيب اطيب بعض القطاع الخاص الله يهديك زعما ماشي ما كان ممنوع عليهم لا هذاك الشيء نهضر شوف الدوله كانت كتعطي لا سوتريتونس لهاد الناس ديال الحر حيت ما كانش عندها الكفايه هذه بوحده اما واحد راه يسيمشي يمشي بوحدو عند طبيب القطاع الخاص ما يمكنش وكان هذا كيقول لك ما كاينش واحد العداله اللي فلامو كيمشي وهذاك مسكين درامين ما كيمشيش هذه هي الميزه ميغامو كلشي الامو تضامن كل ولا كيقدر يمشي للقطاع الخاص هذه هي الاولى اللي اللي باغي نذكر عليها ثاني حاجه ديال الدعم خصنا نفرقوا ما بين المتضامن والدعم ما عنده علاقه الدعم راه عنده واحد الكريتير ديالو ولا بوبولاسيون ديال الناس ديال الدعم المباشر كتفوق بكثير الناس دراميد الدعم مباشر كيشوفوا لي ريفوني باش نرجع للقضيه ديال 60% هذوك الناس دراميد كتبقى واحد لا بوبولاسيون 60% هي اللي ما عندهاش الدخل اللي يمكن لها تستافد و40% كتعتبر بان عندها الدخل وما دخلش في العتابة باش تستافد من الدعم المباشر ماشي اللي كاين شكرا انا بغيت نرجع بالزربه الى سمحتوا للمرتكزات باش نعاد نفصلوا في قانون القانون المالي المرتكزات كانت واضحه اولا تبعات الزلزال كيفاش غادي نطرقوا لهم ثانيا الاصلاحات الهيكليه الاصلاحات الهيكليه اللي جات بمندوم لهم هذا الاصلاح ديال التي وهاد وهذا جا في واحد الافق اللي حطاه الحكومه منذ بدايه ولايتها ديال الاصلاحات الجبائيه اللي اتفقنا عليها في الـ في, الـ في القوانين السابقه وجات وقالت ان في واحد السنه غدير الياس وواحد السنه غدير الطبيه الى اخره دونك هذا الشيء كنا متفقين عليه ثالث مرتكز هو تنزيل الدوله الاجتماعيه في في القطاعات الاجتماعيه 2.6 مليار زايده للصحه 5 مليار زايده للتعليم و 25 مليار ديال الدعم الاجتماعي زائد 10 ديال مليار ديال ديال الرجمه السي رشيد حموني اسمح لي نقول لك ان قراءتك الا سمحتي لي مغلوطه لقراءه الياس yes. لانك تتقرى الياس yes. شنو الدار بين 22 و 23 في حين ان سنه 22 اللي جمعنا فيها 61 ولا 62 مليار ديال الدرهم ديال الضريبه على الشركات كان سنه استثنائيه علاش سنه استثنائيه لانها هي اللي تبرسوا فيها لي ديال الناتج ديال الشركه ديال سنه 2021 اللي كان فيها ت... علاش تفخ علاش علاش وا غير سيد غير سيد علاش واحد لا لا وخليني لا ديال 21 ديال ل... <applause> يا الله عاد يا فهمت علاش تصفق يلاه سيدي واللي ك... اللي كانت سنه اللي كانت سنه ديال التحول ديال فيها واحد واحد النمو اقتصادي اللي وصلنا فيه ربما 8% ما كاين مشكل صفق اذا ال... 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 انا تنهضر غير على الاثار الاثار خصنا نشوفوه الا سمحتي السنه القادمه باش نشوفوا هذا الشيء الحال كاين واحد العداله جبائيه اللي خصها تنصطلا ماشي غير في الياس في مجموعه من, من, من انواع الضرائب منها الضريبه على الدخل وخاصه الواحد المهني باش نرجعو هضرتي على السي ان اس اس وهذوك اللي وكاين واحد الهاجس عندكم انا تنتقاسموا معكم ان ما خصناش هذاك بيسيفاليزم اللي كنا باغيين نحاربوه بهذا الدعم بهذا التضامن بين القطاع الخاص والقطاع العام نرجعوه كل ميل ميله وحده للقطاع للقطاع متفقين عليه ولكن هاد 75% ولا هاد 96% ولا هاد انا عندي واحد الرقم اخر خصنا نشوفوه هذيك لا فوطو اللي تتأخذ تاخذ اللي جبتي لي بها السي رشيد حموني 75% راه ربما وانا متاكد وبغيت نمشي انا وياك ونشوفوه عاد نقولوها للصحافه شنو هي لان لا فاكتوراسيون تعرفوا القطاع الخاص تيفاكتوري في النهار نفسه سكيفي تيخلصوا ولكن هذا راه سي خمسة هذيك 75% شنو دفعات المستشفيات والقطاع الخاص اذا خصنا نشوفوا شنو لي فاكتور لي عند القطاع عند القطاع العمومي ومازال ما سي ما دفعتهمش لان ما توصلتش بهم هذه واحد لا واسمح لي <applause> ولو في المغرب لا دي أنا, دي دي غير انا شوف انا اتفقت معك اتفقت مع اتفقت مع اتفقت معك في جزئيا ولكن خصنا خصنا ليماج كومبليت خصنا لا فوتو كومبليت هي اننا نشوفو في واحد اللحظه لوبسيرفاسيون تي اللي غادي نشوفوها خصنا نشوفو شحال فيها اللي تخلص القطاع الخاص وشحال فيها اللي تخلص القطاع العام وشحال فيها لي فاكتيغ اللي مازال ما توصلتش بهم من المستشفيات ديال القطاع العام، ديك الساعة تتكون المقارنة صحيحة ونعطيو واحد الرقم صحيح. أنا سعيد جدا السي عبد الله بوانو ملي تقول هاد الشيء راه مزيان. وأنا غادي نقول لك شي حاجة اللي غادي تساعدك. هاد النظام ديال الدعم الاجتماعي ونظام تعميم الحماية الاجتماعية بطبيعة الحال في بدايته يكون واحد لك واحد الاختلالات. حنا راه قلناها في اللجنه وذكرنا فيها ان ربما كاين 500 الف الى مليون شخص مازال خص خسر... هادشي وهادشي خصو دي فاين وخصو المراقبه البرلمان وخصو الدفع ولكن اسمح لي نقول لك وانت عارف ان الحكومه ما تهرباتش جات وجلسات وشرحات وفسرات وتتاخذ الاقتراحات ب... بكل ب... بكل اريحيه اللي اللي, اللي 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 مهم هو ان هذا نظام مساهماتي ولا متضامن راه الموس... ماشي ماشي الناس ما تتخلص، راه الدولة تتخلص بلاصتهم هذا هو وبطبيعة الحال قلتيها هذا النظام هذا النظام كله راه متكامل ما خصوش يطيح بأن جزء كاين واحد في الفلاحة أنا وياك تنعرفوا كيفاش هذوك الناس لأنه ولكن حتى في الشعير اللي ذكرتي الناس راه كانت تقول أنا عندي باش تاخذ الشعير بزاف كانت تقول أنا عندي 100 نعجة وهي ما عندها حتى شي حاجه بطبيعه الحال هما قيدوهم على اساس انه عندهم دخول اللي عندهم 100 نعجه واش غادي يمشي لهذا وقيدوا لان المساهمه دي المساهمه ديالو بنسبه كبيره اذا هذه الاختلالات كاينه جزئيه خصنا كلنا كلنا نتعاونوا فيها باش باش نصلحوها آه اللي بغيت نقول هذا الشيء ديال الاي سي غي هذا الاي حنا اولا ما هضرناش فيهم في قانون الماليه ولكن الهدف الهدف ديال القانون اللي جا بانشاء هذه الشركات ديال التوزيع ديال الخدمات المتعدده هو يكون واحد الانتعاشه واحد المؤسسه وطنيه ويكون واحد الجوده الخدمات القرب تقو... ايضا راه ماشي كاينش خصصه ما كاينش كاين راس ال... اي راس المال راه محدد غادي تساهم فيه لوني غادي تساهم فيه الجامعات الى اخره ولكن حنا تنقول ان اه الافق الافق بما قلت كما متغل الاستثمار تنبقاو متفائلين فيه ان النمو الاقتصادي ما يمكن يحق لنا الا الاستثمار الخاص اللي تتعمل الحكومه على دعمه كاين اشارات قويه لجان الاستثمار الأخيرة فيها أرقام يعني مميزة ونتمنى أن هذا الشيء يزيد ونتمنى أن هذا الشيء الذي سيدنا مع هذه الدول الصديقة والشقيقة تجيب هذه الاستثمارات المهمة اللي غتخلق الثروه البلدة وشكرا لكم مرحبا لا انا بغيت في الاخير غير ثلاثه المخيطات بس بسرعه الاولى فيما يتعلق بالتعليم بغينا حنا بالحق نجدوا الحكومه لكي تجلس في الحوار في اقرب وقت وتحل هذا المشكل سواء مع التنسيقيات ولا مع ولا مع النقابات ولا معهم بجوج في اقرب الوقت كما كنطلبوا من الاخوان الاساسده انهم بعد ما تعطاهم الامور يعني ايجابيه في القريب العاجل انهم ينقذوا هذا الموسم جوج انا كنقول بانه بلادنا صحيح يعني تتقدم في عده مجالات بغينا تتقدم في كل شيء بما في الحكامة فيه الحكامه ومكافحه الفساد هذا راه باقي في اشكال وخاز زعما الاخوان كيتقلقوا شويه ملي كنهضروا على زواج المال والسلطه ولكن هذا راه مؤشر خايب بالنسبه لبلادنا واللي خصنا نداركو في اقرب الاجل ثلاثه هاد القوانين ديال الماليه اللي كنصادقوا عليها كاغلبيه وكمعارضه كل من من موقعه كيخص يكون فيها شويش ديال صحيح عن غير القانون التنظيمي القانون الماليه ولكن مع ذلك كيخص كيخص دار فيه شي امور اللي تكون معقوله ما هادشي اللي وقع دابا السنه الماضيه وهاد السنه ما بين مجلس النواب ومجلس غير معقول وغير منطقي واختم بانه بدات بديت فلسطين اعود واكرر بانه كان كنت كنتمنى بان بلادنا تدخل بالقوه اللازمه لأجل ايقاف هذا العدوان شكرا شكرا انا ثلاثه ديال بعجله المساله الاولى هو الشيء ديال التعليم فعلا الحكومه كما قلت في الاول عليها ان تجد يعني الحل لهذ الازمه وتقدم يعني مقترحات اللي هي معقوله واللي تحل <applause> الازمه لان العرض اليوم اللي كتقدم الحكومه لهذ الاساتذه والاستاذات اعتقد يعني ماشي المطالب اللي كانت عند الاساتذه والاستاذات كذلك بغينا الحكومه تتواضع شويه وتخلي البرلمان يدير الدور ديالو راه لمصلحتها راه اغلبيه ومعارضه كبرلمان يعني تعطي البرلمان وعود او لا عروض اللي تقدر نقدموها لهذ الاساتذه باش نكونوا نلعبوا الدور الوسطى المساله الثانيه صندوق التقاعد راه بين ملفات ساخنه وحد الحكومه راه ما كتكلمش عليه الى حدود الساعه راه مشكل حقيقي وجا في في التقرير المجلس على الحسابات هذو المسائل اللي احنا دورنا ماشي يعني اننا نب... كان الحكومه احنا دورنا كننبه الحكومه الملفات لمجال مباشرة. ما باشرتهاش. المساله آه الثالثه تتعلق بالقدره الشرائيه المواطنين والمواطنات اليوم راه ولاو يعني آه انسان هذيك اللي يشري هذيك القفه وانا ما كنهضرش على الطبقه الفقيره كنهضر على هذيك الطبقه المتوسطه اليوم راه ما كيقدرش يكمل الشهر ديالو ولهذا على الحكومه اللي سمات راسها اجتماعيه لان الحكومه الاجتماعيه ماشي هي الصحه والتعليم فقط هي الدعم القدره الشرائيه ديال المواطن والحفاظ على القدره الشرائيه ديال المواطن باجراءات وليس بالكلام خص الحكومه تتدخل اما اذا كان المدخلات ديال الانتاج هم وترفع الضريبه اما اذا كان التسقيف ديال الاسعار تسقفوا على الحكومه باش تاخذ اجراءات باش ينعكس على المواطنين ما نديروش بحال داكشي اللي عطينا الدعم ديال اللحم مع شحال مليار واللحم بقى 100 درهم وغير دون غير دوك الفلوس راه استفدت منهم ربعه ولا خمسه ديال ديال العائلات راه هاد المشاكل اللي كدير هي اللي كتخلي المواطن كيطلع كي له الدم السياسه ما كيلمش هذاك المجهود فلوس ديال المال العام تعطات لواحد الناس باش جابوا هذاك البقري وبقى اللحم 95 وإلا بقى 95 يخلي الفلوس بعد دل... لا يعني ثلاثه النقاط اللي بغيت وفي الاخير اقول اتمنى للحكومه النجاح لان باش ما نعاودوش نبداو ن... 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 نروجوا لا انا شوف آه من موقع انا علاش قلت قبيله راه عندها الزهر هذه الحكومه لقات واحد المعارضه اللي هي وطنيه ومسؤوله لو قات شي معارضه هبيله وكانوا حلتوا معها شكرا شكرا الحمد لله اللي لقينا المعارضه كتفهم تفهم هي عندها هدف واحد انا اللي بغيت نقول بان هذه الحكومه هذه عندها أوراش كبيره كتقوم بها نتوما عارفينها الاغلبيه والمعارضه حنا كاع عارفينها خصنا نكونوا نكونوا صادقين مع الناس ها شنو درنا آه فين غاديين بها المستشفيات هاد التعليم هذا ما يمكنش عصا سحريه وغنديروا هادشي شي خصنا نقولو ولكن ما بقاش نخرجوا للاعلام باش نضربوا في الحكومه كونوا واضحين هادشي ديال الدعم المباشر ولا التغطيه الصحيه مزيان فيه بعد الحوايج اللي خصهم يتقادوا فيه بعد اللي خصنا عاد العتبه نقدروا نشوفوها خصنا كاملين مع المواطن أحزاب اغلبيه معارضه حتى من خرجوا حتى في الشارع مع الاحزاب يخرجوا يتكلموا شويه ونهضروا كاملين المعارضة ونقولوا ودي راه غاديين في واحد المسار مزيان فيه بعض الحوايج اللي خصهم يتقدوا باش نعطيو الثقه لها راه كاين المشاريع جايه جاي كاس افريقيا جاي كاس العالم هاد الشراكه مع الامارات خصنا نخلقوا واحد الجو كامل واحد الثقه باش نزيدوا القدام وما نفقدوش الثقه ديال المواطنين شكرا <applause> ولبنت في, في الكلمه الختاميه نهضر على القدره الشرائيه اللي على الاخوان بجوج تكلموا عليها اللي بغيت نقول ان هذه الحكومه من تت تحاول تجود المنظومه الصحيه وملي تزيد في هذا راه فيها دعم للقدره الشرائيه وخاصه الطبقه المتوسطه لما تنقول تجود التعليم اللي الرواتب نصف الرواتب ديالو تيمشيو للتعليم راه هو رؤيه لدعم القدره الشرائيه ملي تقولوا انا معدل تكلفه الاسره ديال الاستفادة ديال الأسرة اللي في هو ألفين درهم راه هذا دعم للقدرة الشرائية عندما تنشوفوا الناس الدعم للسكن بين سبعين ومية ألف درهم بين سبعين وألف ألف درهم هذا غادي يخبط من القسط الشهري ديال القرض الاقتناء السكن راه هذا دعم القدره الشرائيه وخاصه الطبقه المتوسطه اذا هذه الطبقه المتوسطه راه مستحضره دائما عند عند الحكومه هذيك ال 14 مليار ديال الدرهم اللي قلنا غادي نوصلوا ليها في الدعم الاجتماعي 4 مليار في الحوار الاجتماعي مخرجات الحوار الاجتماعي 4 المليار هذه السنه واخا ما عجبتكش سي بوانو انه س... ما عجبتكش ان رئيس الحكومه يقول انه غادي يجلس مع النقابات وباش يوجد واحد لا غير نكمل لا واخا <applause> واخا ان 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 هذا الشيء كله راه دعم القدره الشرائيه ما يمكنناش راه يكون من المغالطه ان نقولوا للناس انه راه هاد, هاد 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 الحكومه عندها ما القدره الشرائيه للمواطنين وخاصه الطبقه المتوسطه مره اخرى وباش نختم انا ايضا اضم صوتي لصوتكم وتنطلبوا من الاساتذه انهم يرجعوا الاقسام ديالهم خاصه الى ارتاوا را... إلى ان هذا اليد الممدوده من طرف الحكومه راه واحد الاجراء آه يعني جدي وبغات تتوصل معهم الى حلول وانا مقتنع انه جدي والحكومه غتوصل معهم لحلول آه آه بدا بنا يرجعوا للاقسام ديالهم باش ما يضيعوش الوليدات ديالنا شكرا ابراهيم شكرا سي بوانو شكرا سي حموني شكرا على اللقاء اللي دام 4 ساعات وربما هذه من 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 يعني من جلسات نادره اللي استغرقنا هذا الوقت الممتع كنخرجوا جميعا بواحد الرجاء وبواحد الامل ان تهيئ الظروف ان شاء الله المواتيه والكفيله باش لعوده الحياه الطبيعيه المدارس ديالنا ان شاء الله في اقرب الاجال شكرا لكم والى لقاء قادم